بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد النهاردة في هذا التجمع المخصص للهيموداليس يونت ما يخص النيرسس، فده المنتدى الثالث، وهنا دكتور طارق أحسن صنعا إن خلى العنوان بتاعه ثيرد داي ات هيموداليس يونت، إن يوم مخصص للكومبليكيشنز المتعلقة بالفاسكولار اكسس. هناخدها النهارده معانا ثلاثة من السبيكرز الشداد جدا. الدكتور طارق هيتكلم على الفيستولا، الدكتورة هالة طبعا مدرسة، الدكتور طارق مدرس التمريض كلية التمريض المنصورة ومتخصص في الهيموداليسيس، ونفس الكلام الدكتورة هالة إن شاء الله تبقى هي المحاضر الثاني مدرسة في كلية التمريض، وبرضو تخصصها الدقيق الهيموداليسيس. دكتور طارق هيتكلم على الفيستولا، دكتورة هالة هتتكلم على الجرافت، ثم هيبقى الثيرد برزنتيشن مس سارة هتتكلم على الكاثتر، لان احنا انه هما ده الثلاثه مين فاسكولار اكسيس، فيستولا جرافت اند كاثترز. فانا يعني سعيد ان احنا مركزين زي ما الدكتورة هالة كانت بتقول قبل الميتنج، كل مره واخدين فوكسنج على سيرتن بوينت. فالنهارده ما يخص النيرسينج اسبيكتس او كومبليكيشنز للاكسس بتاع الدياليسيس. قبل ما اسيب المايك للدكتور طارق بحيث يبدا اول محاضره، احب طبعا اشكر الحضور، وخاصه الاستاذ دكتور سعيد خميس استاذ امراض البطن والكلى بطب المنوفيه، وان شاء الله بعد كل محاضره هنسمع منه تعليقات، وبالاضافه للاسئله للساده الحضور، اي حد عنده سؤال يكتبه على الشات، وان شاء الله هنأجب على الاسئله تباعا بعد كل برزنتيشن. دكتور طارق شاكر، سعيد جدا بوجودك، واسيب لك المايك عشان تبدا وما نضيعش الوقت اكتر من كده. اتفضل يا باشا. شكرا دكتور حسين، وشكرا على دعوة كريمة ان انا معاكم المرة الثالثة. زي ما نسقت مع الدكتور حسين وببلغ حضراتكم برضو ان احنا بنعمل كورس هيموداليسيز هيكون على مدار 6 أو 7 حلقات، هنسميها فيرست وسكند وثيرد وفورس. ده اليوم الثالث اللي هو ثيرد دي ات هيموداليسيز يونت، هنتكلم فيه عن الهيموداليسيز فاسكولار اكسس كومبليكيشنز، او ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل للوصله الوريديه الشريانيه سواء كانت فيستولا او جرافت او وسطره. دي حلقه من ضمن الحلقات، دي الحلقه الثالثه لسه، لكن احنا مكملين كمان حوالي 3 أو 4 حلقات. انا بقول لك بس لو انت اول مره تسمعنا، لا احنا عملنا حلقه قبل كده كانت اللي هي انا بتعامل معاك انت اول يوم تشتغل في واحد غسيل كلى، كان اول يوم المفروض تعرف ايه، اتكلمنا فيها عن البيزك نيدز فور هيموداليسيز نيرس، تعرفنا فيها يعني ايه غسيل كلى، كام جلسه في الاسبوع، الجلسه كام ساعه، يعني لاين احمر ارتيريال، والدكاية الدم فين، والحاجات دي كلها. تاني يوم او كانت الحلقه اللي فاتت اللي هي السكند دي ات هيموداليسيز يونت، اتكلمنا فيها عن الهيموداليسيز فاسكولار اكسس اكزامينيشن، يعني ازاي نفحص الوصله الوريديه الشريانيه عشان دي بتساوي حياه العيان، من غيرها ما يعرفش يغسل، فكان لازم ندي لها حلقه لوحدها. النهارده بقى اللي هو اليوم الثالث اللي احنا بنتكلم فيه، طب الفاسكولار اكسس دي ممكن يحصل لها مضاعفات؟ اه طبعا يحصل، وارد، اه وارد جدا. احنا لينا دور مهم جدا عشان احنا تقريبا احنا اللي ماسكين العيان من اول ما بنركب له الابر لغايه ما بنفصله، ده طبعا تحت متابعه واشراف طبيب الكلى، لكن انا الفيست هاندلر معاه، فلازم ابقى عيني عليه ابص واشوف وعشان اعمل ايرلي ديتكشن. عشان كده احنا دخلنا عملنا لها، طب ايه هي كومبليكيشن؟ يمكن احنا تطرقنا ليها المحاضره اللي فاتت واحنا بنفحص ان هي ممكن يحصل مضاعفات، واتكلمنا خدنا هنت عنها، لكن احنا ليه بقى بندي الكومبليكيشنز في سيشن لوحدها وتكمن اهميتها فين؟ عشان باختصار ان يمكن السلايد دي مكرره برضو، يعني هي قلب العيان، هي اللي بتنقذه، هي اللي بيها ما يعرفش يغسل، ما غسلش هيموت. بس هو دلوقتي الكليه بتطلع اليورين، واليورين ده عباره عن ميه زياده وتوكسين زياده، طيب ما فيش يورين طالع او لسبب ما اليورين قليل بس التوكسين عاليه، واتخذ القرار انه يغسل، هيغسل من عن طريق الفيستولا، نطلع الدم وندخله عن طريق الفيستولا. طب الفيستولا فيها مشكله، صحيح في طريقه ثانيه احنا هنركب قسطره مؤقته بس كده الفيستولا دي باظت فيها مشكله. عشان كده انا يعني جه في دماغي الجمله ديت، ان هو لو عيان غسيل كلى حد حب يسرقه هيقول لي الحرامي خد كل حاجه وخد كل ما املك، لكن سيب لي الفيستولا بس عشان اعيش بيها، ما هو من غيرها هيموت، الميه تتخزن في جسمه، ما تروح على القلب تعمل لي اوفر لود على القلب، وترد على الرئه تعمل لي اكوت بالمنر ويديمك، مشكله في النفس ويورم، والعيان التوكسين طبعا في الاخر تعمل له اريزما وما هيضايق. يبقى هي بدايتها خلي بالنا واحده واحده كده، الفيستولا نراعيها ازاي، وهي مسؤوليه مشتركه، مش انا المسؤول بس ولا العيان بس، انا عليا جزء وهو عليه جزء، زي ما هنشوف في البرزنتيشن، انا مش عين عليه حراسه بس انا افهمه اعمل 1 2 3 4 في البيت عشان ما يحصلش المضاعفات دي اللي ممكن تدخلنا في يعني في سكه احنا مش عايزين ندخل فيها.
بيقول لك هنا ان جود اكزامينشن انك تفحصها كويس فتعرف تلوت الكومبليكيشنز في اولها، فبالتالي تحافظ على حياه العيان. يبقى نستنتج بقى ان الفحص كويس بيساوي انك بتحافظ على حياه العيان. سريعا كده بس عشان لو اول حد يسمعنا ما سمعش المحاضرتين اللي فاتت، احنا قلنا ان هم ثلاثه تايبس من الفاسكولار اكسس، ارتيريو فينس فيستولا وجرافت واسرع. الفيستولا وريده شيران بصوره مباشره كدوات لحمهم في بعض 5 6 سم تقريبا، عشان نسهل الارقام بس شهرين يحصل لها ميتوريشن ونبدا نستخدمها. الجرافت هنسيب الوريد لوحده والشيران لوحده، لكن نوصل بيهم عن طريق تيوب كده مصنوع من بولي تيترا فلورو ايثرين، دي شهر ونبدا نستخدمها. والاسترا اللي هي حاجه شبه اللي هي سي في سي او سنترال فينس كاسيتر اللي بتتركب بنشوفها كلنا في رقبه العيان، انترنال جاجرال او سب كليفين او فيمورال، ودي ما لهاش ماتيوريشن تايم مع اخر غرزه ممكن العيان يخش على المكان مش فيها مشكله. ادي يمكن شكل ليها اهوت. ادي الناس برضو كانت بتسال يعني الارتر والفين لازقين في بعض كل يوم؟ لا، هم 5 6 سم زي كوبري كده، شويه دم يعدوا على الفين اعرف اسحب بقى من الفين وارجع تاني براحتي. ادي صوره تانية الفيستولا بعد ما احنا ركبنا الابر، دي الجرافت اهيت الوريد لوحده والشريان لوحده، التيوب البيضاء اهيت طرف في الوريد طرف في الشريان، يوم الدم يمشي جزء منه يعدي عن طريق التيوب دي يروح للفين، فكده احنا عدينا برضو عملنا باي باس او شيفتنج البلاد للفين، فبالتالي كده اقدر الاقي كميه سورس اوف هاي بلاد فلو في الفين برانش او الفين لامب، نقدر نسحب منه ونرجع منه الدم براحتنا. ادي صوره اللي هي انتر اوبرتيف، طبعا هي زوم وهي بالبيبر يعني سبكتينيوس زي ما انت شايف، طرف في الوريد وطرف في الشريان، تتركب عشان نستاهل بس الكلام واحده في كوع وواحده في ريستو، الكوع او الريست يعني، مش عايزين نقول بريكيال وريديال والكلام ده، بس خلينا واحده عند الكوع واحده عند الريست. الاسره كلنا شايفينها اهيت، طبعا هي دبل يومن، واحده حمراء وواحده زرقاء، واحده نسحب منها واحده نرجع فيها، تتركب زي ما انت شايف اهيت في رقبته، انترنال جاجولار او هنا هي سبكليفيان، واللوكات بتاعتها اهيت والكلامبات. ومعلش اي حد بيسمعني لازم الاثنين، ما تعتمدش بس على اللوكات دي، في كلامبات الاثنين، عشان لو صفى الدم اللي عند الصديق كده واصله لغايه الرايت اتريوم او الاذين الايمن، ده مصنع الدم كله هناك، لو نزفت الدم كله صف. تعالى بقى نشوف، طب احنا بناخد الكلام ده احنا كنيرسنج ليه؟ عشان احنا علينا دور مهم جدا ان احنا نقلل الكومبليكيشن او نعمل لها ديلي، ناخر الكومبليكيشن از ماتش از وي كان. ليه؟ انت لما بتحافظ عليها وتمنع الكومبليكيشن بتحمي العيان او بتقلل من فرص ان يحصل مشاكل، والمشاكل دي هتتعالج بتدخلات طبيه او جراحيه، سواء مثلا خش يركب دعامه او يعمل مثلا ريفاسكولاريزيشن اللي هو ياخد نرقع بوريد او هنعمل اي توسيع او جراحه، ما كل ده بفلوس وده كوست، وفي نفس الوقت انت عملت له كومبليكيشن، في نفس الوقت الريسك اللي ممكن العيان دوت مع اولد ايج وهيمو دايناميك انستابيلتي في ريسك لضاي او خش يتحجز في المستشفى شويه، يبقى كان من البدايات هي حافظ عليها، نقلل الكومبليكيشن، نقلل التكلفه ونحافظ على حياه العيان. ده يمكن بيبر اهيت في 2018 سعودي جورنال اوف كيدني ديزيزز اند ترانسبلانتيشن، كان بيتكلم عن ايه؟ معلش انا هتكلم في سرعة 3 4 سلايد كده، شويه ارقام عشان ما تفكرش ان الكومبليكيشن، مش عشان انت ما شفتهاش لغايه دلوقتي تقول مش مهمه، لا مهمه، وهوريك صور وبيبر بتدي ارقام، فما تحكمش على الوحده اللي انت شغال فيها تقول ما الدنيا تمام عندي، لا، الناس بتعمل ابحاث عن 200 و300 و1000 عيان فشافوا ارقام، فعشان كده حبيت اجيبها لك عشان تعرف ان الموضوع مش هزار، وممكن العيان زي ما هوريك اكتف بليدنج دلوقتي ممكن عين يموت فيها. البيبر دي كانت في 2018 بتقول لك الفاسكولار اكسس مورتاليتي اند هوسبيتاليزيشن امانج هيموداياليسيس بيشنتس ان بالستاين او في فلسطين يعني. تعال شوف كده، سيبك من الارقام دي دلوقتي، هو كان عايز يشوف معدل الناس اللي اتحجزت في المستشفى بسبب مشاكل في الفاسكولار اكسس. لو افترضنا دي كده 41 و81 يعني كانوا 122 عيان. بالنسبه للارتيرو فينس سواء كانت فيسلا او جرافت 40 واحد، والاسطره كانوا 80. طبعا مشاكل الاسطره اكتر من الفيسترا والجرافت، بس بنضطر لها في الاول لغايه ما يحصل الماتوريشن. فالارتيرو فينس فيسلا او اسطر او كانت حوالي 40 عيان، والاسطره كانت تقريبا 80، فاعداد برضه. طيب بالنسبه بقى للمورتاليتي الوفيات، لما قيمهم يعني كده 36 واد 20 يعني 56، شوف 36 واحد كان عنده مشاكل او كان حصل له ديس بسبب مشاكل في الاي في فيستولا او جرافت، وعندك 20 واحد يعني تقريبا 36 و20 يعني نص بالنص جاز التعبير يعني، او ثلثين وثلث بسبب الاسطره، فيعني تعمل وارقام برده مش قليله. دي بيبر ثانيه عملت يعني فحص ال 273 عيان، وشوفوا ايه الموست كومن كومبليكيشنز، كانت اعلى نسب الانوريزم، شايف واخد نسب كام؟ 273 45 واحد
اللي هي البروكسيمال والديستال وفي اليمين وفي الشمال ومن ما علينا. المهم كان اعلى نسب كومبليكيشن انيوريزم اللي هو التمدد الدموي اللي احنا بنشوفه منفخ كده، نيورولوجيكال ديس اوردر اللي هو يقول لك دايما ايدي منمله وتقريص وخدلان والكلام ده كله، فاسكولار ستيل سندروم اللي هو هاند سكيميا وهاند هايبو بيرفيوجن اللي هي نقص التغذيه الدمويه اللي راح لايده يعني. في حاجات تانية بس نسب قليله، بس انا عايز اقول لك لا في مواقع مواقع احنا دورنا نقلل او نمنع قدر الامكان. نبدا بقى اقول لك الحفاظ على الفيستولا دي مسؤوليه مشتركه بين العيان والتمريض، هنحافظ عليها احنا الاثنين، انا اثناء الجلسه والعيان وهو في البيت وفي الشارع. طيب مسؤوليه العيان بقى الجزء الخاص بالعيان، دي بيبر معمول على 72 عيان، دي الخطوات اللي هو المفروض ياخد باله منها، اللي هو ما يشيلش بقى حاجه تقيله، ما يزقش بقى حاجه تقيله، ما ينامش عليها، ما يسحبش منها قرايه ضغط ولا سحب عينه. ففحصوا 72 عيان، طلع المشكله فين؟ ال 72 فعلا كانوا ما بيسمحوش لاي حد يدي حقن او يسحب عينات من الفيستولا، وكلهم برده ما كانوش بيسمحوا لحد ان هو يقيس ضغط. بس تعالى بقى، كنا دايما بنقول للعيان الدراع اللي فيه الفيستولا اعمل فيه اكسرسايز، تسبح، تفرد ايدك وتتنيها كره اعصاب، عشان ما يحصلش الهاند سكيميا او الفاسكولار ستريس سندروم او نقلل. اتضح ان ايه، شوف النو كام 37، النص بالنص 50% اهوت منهم ما كانش بيعمل. طيب قال له ما تنامش على الدراع اللي فيه الفيستولا، ما تنامش، لا في الربع اهوت ما كان بينام، ما تشيلش حاجه تقيله 20% يعني الخمسه اهوت كان بيشيل. فده اهمال من العيان، في الاخر بيجي لنا احنا المشاكل. طب مسؤوليتنا احنا كتمريض، عملوا زي تشيك ليست كده من اول عيان ما بيدخل لغايه ما بيخرج، التمريض بيتعامل معاه ازاي. فطبعا انا مش هقرا التشيك ليست كلها، بس انا عاوز افوكس على شويه حاجات. قال لك لما يكون حاله قسطره كان بيستخدموا دريسنج استرال دريسنج، يعني اللي هو دريسنج معقم، بص كده على النو 40% ال 50 من التمريض ما كانش بيستخدمه، طب ما يجي لها انفكشن في الاخر نقول منين؟ نيدنج اوف انيوريزم، طبعا انت عارف لما يكون في انيوريزم او تمدد بنقول نبعد عنه قدر الامكان. لا كان في 50% تقريبا النص، 50% يعني تقريبا النص كان بيشك في الانيوريزم، طب ما هينزل المسافه بين النيدل والفيستولا، طبعا انت عارف الفيستولا بنسيب قبل منها تقريبا من 5 ل 7 سم قدر الامكان، في 60% تلتين عدد التمريض في اللي هم فحصوهم يعني ما كانوش بيتبعوا الاجراءات دي. الكانيوليشن بقى اللي هو اتجاه الابر 48% يعني تقريبا النص برده ما كانش بيتبع الطريقه الصحيحه، فيعني في مشاكل العيان بيكون هو السبب فيها، هو البدايه عنده في مشكله، وانا ساعات بكون انا السبب وانا في الوحده، فخلي بالك. ادي يمكن بيبر ثانيه بتقول لك نوع الفاسكولار اكسس والكومبليكيشن، قال لك مثلا على القسطره ما بتاخدش وتدي معاك، كان في مشاكل بنسبه 20% تقريبا الخمس، مثلا كاستر سات انفكشن اللي هو مكان الدخول او تركيب القسطره نفسها كان بيحصل فيه انفكشن، كان في نسبه هي برضه تقريبا 15%، ممكن تتشال لوحدها في البيت، عشان كده يقول له ما تمشيش في اماكن زحمه وانت ما تحاولش انك تغير عليها في البيت 10%، مش 10% برضه ما تستصغرهم يعني، لو 100 عيان ما هو 10 منهم كده اتشالت في البيت. مثلا تعالى على الفيستول، حصل اسكيميا كان 36 التلت، انيوريزم 50%، فانا عايز انا ليه بقول الكلام ده؟ عاوز اقول لك ان في نسب، فما تحكمش على الصاله اللي انت فيها او ال 20 عيان او ال 100 عيان، لا احنا بنتكلم بقى على مستوى كبير، في نسب، في كومبليكيشنز، احنا لنا دور، العيان ليه دور، وانت لازم تفهم العيان الدور بتاعه، ما يعرفش وعليك تنصحه، عمل ما عملش احنا هنعمل ايه؟ احنا لا نتكلم ولا لا مال، يا فلان المفروض يعمل كذا وكذا وكذا، دي حصل كذا يبقى بسبب كذا، هو عليه دور وانا عليا دور، هي مسؤوليه مشتركه. طب تعال بقى نشوف ايه هي مشاكل الفيستولا. يمكن بيبر هيت في 2006 كومبليكيشنز اوف ارتيريوفينس فيستولا ان دايلسيس بيشنتس، سبعه، طبعا احنا كل واحده من دي هتتشرح دلوقتي ان ديتيل، بس يعني عشان نعملهم ليست لاستاتا كده او ليست. رقم واحد ثرومبوزيس بتكون فيها جلطه فتقفل ولا تاخد ولا تدي معاك. فينس هايبر تنشن هتلاقي الضغط، طبعا انت عارف لما نوصل العين على المكنه فيها ارتيريال بريشر وفي فينس بريشر، هتلاقي العيان ده هوت بقى دايما ضغط الدم في الوريد، في الوريد اللي هو راجع بقى للقلب عالي، دايما بيكون في ستينوزيس او ده او اثيروسكلوروز، هنتكلم يعني بالتفصيل بس ده زي مقدمه كده. انيوريزم طبعا الاورده منفخه، فاسكولار سير سندروم اللي هي رقم اربعه ديت، اللي هي نقص اللي هو نسميها هاند اسكيميا او هاند هايبو بيرفيوجن، يعني نقص الدم اللي رايح للهاند او اليد او الايد اللي فيها الفيستولا، انفكشن اللي هي بتلتهب وفيها عدوى، نيورولوجيكال ديس اوردر يقول لك انا عندي شكشكه وتنميل وتقريص وخدلان وساعات حاسس انها مشلوله مش قادر اشيل بقى كوبايه الميه مش عارف اكل بيها الكلام ده كله، ومصيبه المصايب رقم سبعه اللي هي لو دخلت في اكتف بليدنج او نزفت اللي هي مثلا في غرزه فكت او حاجه، وطبعا دوت ايمرجنسي. 2014 بقى
هيموداليسيس فاسكولار اكسس كومبليكيشنز، ايه الابيديميولوجي او يعني نسب انتشار المشاكل دي؟ قال لك مقارنه بالفيستولا القسطره تقريبا 40% او 50 العيانين ممكن يحصل لهم مشاكل في القلب، واكثر من 50% بيتوفوا لاسباب معينه، وتقريبا الضعف ممكن يحصل لهم فيتال انفكشن يعني عدوى قد تؤدي الى يعني المشاكل كبيره ممكن عندي يموت فيها. ما انت عارف ليه بكتيريميا سيبتيسيميا توكسيميا العيان بيموت، شويه بكتيريا بس سيبتيسيميا وصديد توكسين مسموم في الدم ممكن العيان يموت بسبب الافكت بتاع التوكسين بقى هنا. فخلي بالك، قال لك مثلا الستيل سندروم اللي هو الهاند هايبو برفيوجن او هاند سكيميا او الدم اللي واصل لايده قل، ده ممكن هاند سكيميا ممكن العيان ده صوابعه يحصل السر وبعد كده كان جنجرين وامبيوتيشن. صحيح بيحصل 1% في الفيستولا بس من 4 ل 6% في الجراف. طب وانا ليه اسمع حتى لو 1%؟ تعرف يعني 1% كل 100 عيان واحد منهم ممكن يحصل له ستيل سندروم واصبعه يتقطع؟ احنا مش عايزين اي حد اصبعه يتقطع خالص، يعني مش الفكره ان احنا بنخليها من 10 نخليها 5، لا احنا عايزين من 10 ل 0. ما انت عارف يعني اصبعه اتقطع ولا ايده اتقطعت؟ لو انت ترضى على نفسك خلاص نرضى للعيان، فما تقولش عشان اي يعني اصبع ما عنده 4 انت ترضى بال4؟ لا ما ترضاش. فيعني بوت يور سيلف بيهيف ذا بيشنت، او حط نفسك مكان العيان، اللي ما ترضاش على نفسك ما ترضاش على العيان. وممكن في يوم من الايام انا وانت او اي حد يسمعنا هو اللي نام بيغسل، حد بيمنع المرض؟ ما حدش بيمنع المرض. نيجي الاول مشكله الاستينوزيس. يعني استينوزيس يعني دي شفت خرطوم الميه عم يطلع ميه كويس، تضغط عليه تلاقي الضغط عالي، بس ده الميه اللي ماشي ضغط عالي بس الميه اللي طالعه قليله. دي نفس الكلام، يقول لك البلاد فيزل او الوعاء الدموي الدم ماشي فيه ده ليه بقى؟ حصل فيه استينوزيس من قدام ماشي، اثيروسكلوزيس يعني تصلب شرايين وبدا جداره من جوه بدل ما كان مثلا وسعه 6 مللي بقى 4 مللي، دي ده فيجي الدم ماشي في حته واسعه ماشي في حته ضيقه فعليك مشكله. يجي الدم اللي راح الفيستولا واللي طالع منها قليل، تيجي انت تسحب تلاقي على طول الارمات على المكنه ما بتاخدش وبتدي معاك بالصوره الكافيه. هتعرفه ازاي؟ هو الحقيقه يعني ده اللي هيكون فيرم اكتر طبيب الكلى عشان بيطلب فحوصات بفيستولوجرام، بيعمل اشعه، رنين، دوبلر، دوبلكس. بس احنا كلينيكال اللي هنعرفه ازاي؟ ما بتاخدش وتدي معاك الطبيعي، الارمات على المكنه عاليه، هتبص على البلس والاسريل والبروين اللي احنا قلناهم في الفحص بتاع الحلقه اللي فاتت، انك هتحس الزنه وتسمع الصوت الووشنج ساوند اللي هو الصوت دوت وابنورمال بلس. الطبيعي ان ما يكونش فيها بلس، ولو بلس يبقى حاجه بسيطه جدا سوفت كومبريسبل يعني باللمس كده حاجه بسيطه ولا تذكر، لكن كل ما البلس يزيد معناه الاستينوزيس بيزيد. اشوف كده ادي اي في فيستولا الاستينوزيس. عايزين نفرق بقى بين الاستينوزيس والنورمال. طبعا الكلام ده يعني انا بقول اكتر ميديكال، احنا بناخد فكرك او كثقافه طبيه اللي احنا هنبص على البلس في مشاكل. البلس المفروض يكون ما فيهاش، لكن كل ما البلس كل ما الاقي البلس عالي، ما انا بقول لك ان قوه النبض تتناسب طرديا مع شده الدي. الطبيعي ما فيش نبض ظاهر لي انا كده يعني، لكن كل ما الدي بيزيد كل ما قوه النبض بتزيد، فهو كل ما سرنج بلس كل ما كان شديد قوي اعرف ان في ستينوزيس اقوى. طب اكيد؟ لا مش اكيد. بنبلغ طيب الكلى والله ان البلس عندي بدا يزيد وبالبل ومحسوس وسترونجر، فانا شاكك يكون في ستينوزيس، بيجي كونفير يطلب بقى مثلا فيستولوجرام، يطلب ام ار اي، يطلب مثلا دوبلر، يطلب دوبلكس. دي بقى اللي هتورينا الصور تاكد لنا الكلام ده كله. اصل ما فيش حاجه ابص على العين اقول له انت عندك ستينوزيس، يعني احنا كنرسنج يعني ما مش كده، لكن هو الموضوع فيه فحوصات عشان تاخد القرار المظبوط. الاستريل اللي هي الزنه المفروض هي موجوده في مكان الفيستولا، لكن ده بقى هتلاقي الاستريل في الفيستولا والاستريل عند الاستينوزيس، ما هديه ده برضه الدم بيجي يخبط فيه يروح عنده يخبط فيه فعمل لك الاستريل. البروي بقى اللي هو الصوت الووشنج ساون في الفيستولا على طول ومستمر، لكن في العيان اللي عنده استينوزيس هتلاقي صوت حاد جدا وصوت عالي شويه وشويه ويقطع. فخلينا الفيصل عندنا يكون الفحوصات، لكن ده اللي انا ممكن الاحظه كلينيكالي. طيب يتعالج ازاي؟ طبعا هنتعمل له انجيوجرافي، العين ده لازم يتصور كويس قوي سواء بام ار اي دوبلر دوبلكس. ممكن يتعالج بقى سيناريوهات كتير، احنا طبعا الدور الاوعيه الدمويه هو اللي بياخد القرار، بس احنا بناخد احنا عايزين يبقى عندنا فكره العين ده هيتعمل له ايه، ولما بنطلب له قسطره بتاع ليه يبقى عندنا فكره بس، لكن احنا مش احنا اللي بناخد القرار ولا احنا اللي بنعمل الانترفنشن ده، بس احنا ما عندنا باك جراوند ايه اللي بيحصل العين ده. هو خلاص اتشخص الاستينوزيس، الاستينوزيس انت عارف اللي هو البي تي اي او البيركتينس ترانسليومنا الانجيوبلاستي اللي هو القسطره بيخش يسلك يحط ستنت هو ادرى بقى. ساعات بقى بيخش ينفخ بالونه، الاجراءات كتير.
ساعات ما ينفعش ويخش يعمل ريفاسكولاريزيشن اللي هو عن طريق جراحه وريد وباي باس، يعني يشيل حاجه ويحط حاجه، دي يعني مش بتاعتنا، بس بتعمل له قسطره بتوري له اورده والشرايين شكلها ايه اللي يقدر ينفع يتناسب معايا، دي بقى خبره كارديو فاسكولار. بس هو ميزه القسطره اللي احنا نعالج بالبالونه ونركب دعامه والكلام ده كله انها مينيمال انفيزيف، ما بتحتاجش ادمشن في المستشفى فترات طويله، بيكون لو ريسك فور انفكشن، اللي عنده ممكن يخش يغسل تاني يوم عادي، مش فيها جراحه، ما فيهاش المضاعفات اللي تخوف يعني. بس لو عندها تعمل له قسطره مره واثنين خلال 3 4 شهور، لا كده الموضوع بيتكرر بصوره ملفته، لا ده بقى عايز حد جراحه عشان ايه نحل الموضوع ده من جذوره. المشكله الثانيه بقى الثرومبوز، يقول لك اتكون فيها جلطه وقفلت بتاع ساعات، العين كده يقول لك ايه انت طب انت سايبه بقالك مثلا اجازه اسبوع ولا اتنين، تيجي تلاقيه بيغسل مسطره، ايه اللي حصل؟ يقول لك ده قفلت، تركب فيها الابره ما بتطلعش دم، او تطلع في الابره نفسها لكن ما بتاخدش ولا بتدي، ليه؟ معناها في بلاد كلوت او جلطه اتكونت في الفيستلا، وطبعا عشان الدم اتجلط يبقى في ستاجنيشن، يعني الدم ماشي ببطء شديد لدرجه انه بيتجلط، فبعد يروح عامل جلطه في مكانه، زي عين البيد ريدن كده، عيان في الاي سي يو مثلا بقاله فتره طويله ما بيتحركش، فالدم ماشي براحته وطالع براحته، فورد ان يحصل له دي في تي، اهدي نفس القصه، ما الدم ماشي ببطء في ستينوزيس، ستينوزيس عنيف، فالدم ماشي براحته مش عارف يطلع ومش ما بيجريش، فالاستجنيشن ده او السلو ده سهل جدا يجلط الدم، يروح عامل له ايه الجلطه، تيجي تفسد تشد وتعمل بتبان. هي دايما بتكون اكتر ان هو ماشي الطريق بتاعه طلع من الشريان عدى على الود ماشي، لا ستينوزيس دي فمش عارف يعدي، فالوريد الدم ده في شبه ركود تحت من جلطه، ودي تقريبا نسبه 85% بيكون الاستينوزيس. اعرفها ازاي؟ لا في بلس ولا في سريل ولا في بيرو، ما الدم مش ماشي، هسمع صوت ايه واحس ايه؟ ما فيش. طب خلاص جلطه هتعالج ازاي؟ والله تتشال بقى بقسطره بالونه، تخش بقى سرومبيكتوم يخش يشيلها، بتتعالج جراحه وبتتعالج بالقسطره، وفي بعض الادويه كانت بتخش تتحقن كده، بس يعني انا برضو ده يعني بتاع الاوعيه الدمويه هو اكتر اللي يفيد في الموضوع دوت، هل يخش يحقن دايركت كده ماده تعمل لايزس للسرومبس دي، ولا يخش يشيل، ولا بالقسطره، السيناريوهات كتير، احنا دورنا في مشكله طبيب الكلى بيكونفيرم بيطلب الاشعه والتحاليل والفحوصات، الاوعيه الدمويه بيجي يتعامل، بس يعني نقدر نقول انها هتتشال جراحه او تتشال بالقسطره او ريفاسكولاريزيشن اللي هو يعني الوريد تاني يعني. دي الحاجات اللي ممكن تطلب، خلينا اشهرهم الدوبلر والدوبلكس والام ار اي، الباقي يعني خلينا في اشهر حاجات يعني. شفت لما بتتصور اهو الوريد ماشي زي الفل، دي اهو ستينوزيس اهو، عرفت بتتصور ليه؟ انت مش حاسس بالس او مش الاستريل اللي فيه مشكله او شاكينا في حاجه، اتصور بيقول لك على الطبيعه في ايه، هو بيخش بقى بالقسطره جاي اهو وجع هنا مكان الضيق، ويقوم نفخ بالونه زي ما انت شايف، يقوم الضيق ده يوسع التاني ويروح حاطط في مكان ستنت، يجي يقفل يلاقي الستنت ايه؟ هيشال، زي فكره الكورونر ارتري، نفس اللي هو يقول لك انا ركب دعامه في ضيق يخش ينفخ بالونه كده وسط، يروح حاطط ستنت يجي يقفل يلاقي ايه صدى تاني. زي ما انت شايف هو لما بيعمل دوبلكس اهو بقى شايف الدم قدام منه وهو رايح وهو جاي، ويقول لك الدايمتر ده بقد ايه وكل التفاصيل الكامله اهيت، وهو قدام منه الصوره كامله اهوت شكل، والدوبلر والدوبلكس يقول لك الدم رايح وجاي والفلوريد كام والدم ترقيت، الصوره كامله قدام منه نقدر نحدد بالظبط ايه المشكله. يمكن ديت البالون هو دخل في مكان الضيق وراح نفخها، تروح موسعه الضيق دوت وحاطط الاستنت بتاعته، مش عايزين نتكلم بقى في تفاصيل اللي هي فيها دواء ولا ما فيهاش دواء، خلينا بس نقول ان هي في ضيق يخش ينفخ بالونه تقوم موسعه وحاطط استنت بحيث ما يقفلش تاني، دي احد الاجراءات. زي ما انت شايف اهو طلع القسطره ماشي، والقسطره حاجه مينيمالي انفيزف وسلك وخلص الدنيا كلها. دي كده كان في فتره طلعت قال لك هل الانتي كواجيليشن وانتي بيتيت اللي عينه عمال ياخد هيبارين وبلافكس ومش عارف اسبوسيد هل ده يمنع الثرومبس؟ الحقيقه لغايه دلوقتي قال لك نو داتا سبورت الروتين يوز اوف انتي بليتلت او انتي كواجيوليشن، مش هتمنع، وعملوا دراسات لو ما فيش بي فاليو او ما فيش سيجنيفيكانس ده زي ده، فقال لك خلاص الانتي بليتلت والانتي كواجيوليشن مش هتمنع ال بتاع ده هوت لا ثرومبس ولا الكلام ده كله، ليه؟ دي والدم ماشي ببطء ماشي ببطء، انت هتدي سيوله عاليه جدا ما خلاص مع اي شويه ضغط ما عنده ينزل، فهم يعني الابحاث قالت لك مش هتفرق مش هتاثر. نيجي على المشكله الثانيه اللي هو ارتيريو فينس اكسس انفكشن اللي هي بتلتهب، واي انفكشن انت عارف ان المانفستيشن بتاعتها يقول لك ريدنس هوتنس سويلنج تندرنس، تبدا تحمر
ويقول لك دافيه او سخنه مؤلمه، هتيجي تلمسها هو يبدا يصرخ، ممكن تطلع برضو بعض الافرازات، وده كله هتشوفه بالفيزيكال اكزامينيشن. طيب هيتعالج ازاي؟ كورس انتيبيوتيك او نشا كني فونديش، هات لك تقريبا 6 اسابيع انتيبيوتيك، مش هنختلف بقى الانتيبيوتيك يقعد قد ايه، المهم هياخد انتيبيوتيك مع جود كير، بتدين ولابس الجلافزات بتاعتي وطهر، وهو برضه يقول له ما اغسل ايدك بالماء والصابون والكلام ده كله، ورباط شاش عليها انه يكفر، لكن ما يبقاش طايط عليها، ما يشد ما يقفلش عليها عشان نحافظ عليها بس. زي ما انت شايف اهو بدايه انفلاميشن اهوت اهوت، زي ما انت شايف اهو باتون هول انفكشن مكان التركيب اهي، ريدنس ووتنس سويلنج تندرنس اد انفكشن. نيجي على المشكله الثانيه، يقول لك انها ممكن تعمل لي دايلاسيس اسوشيتد ستيل سندروم اللي هو هاند اسكيميا، وده بيحصل بريفرال هايبو برفيوجن، يعني نقص الدم اللي رايح للهاند، وده دايما بيحصل بريكيال. ليه؟ لما كل وصله محطوطه بريكيال الوريد اكبر شويه، فتلاقي الدم اللي رايح من الارتر للفين كتير، فاللي يفيض للي رايح للهاند قليل، ويكون اكتر برد في عن الدايبيتك والسموكر، عشان الاثنين دايما بيكون لهم اثيروسكلروزيس. طب بيحصل ازاي؟ بيقول لك هو بصراحه كومبلكس وبورلي اندرستود، يعني مش عارفين ميكانيزم، بس يعني بيقول لك لو حصل استينوزيس او كميه دم كتير عدت من الشريان، الوريد الفلو كان عالي، فلما الفلو دم كتير عدي من الشريان يروح الوريد، فاللي فاضل في الشريان قليل اللي هيروح للهاند، فده التفسير الاقرب يعني. نعرفه ازاي؟ الستيل سندروم هتلاقي دايما هتقارن ايد العيان اللي فيها الفيستولا بايد اللي ما فيهاش الفيستولا، يعني فيستولا هاند او الفيستولا ارم بالنان فيستولا ارم، الاثنين جنب بعض كده. درجه حراره دي الايد اليمين اللي فيها الفيستولا نفس درجه حراره الايد الشمال، اللون اليمين زي لون الشمال، البلصه هنا زي البلصه هنا، الشكل هنا زي الشكل هنا. اذا لقيت درجه الدراع فيه الفيستولا درجه حرارتها اقل من الثانيه بس قريب، مسفره مش نفس الناحيه الثانيه، دي فيها مشكله، الكابيلري ريفيل اللي انت ضغطت على الدوفر كده بتبيض، تسيبها المفروض سنتين ثلاثه تحمر، لقيت دي بتقعد سنتين ثلاثه الفيستولا، يعني بتقعد اكتر من ثلاث اربع ثواني، ثاني اكتر من ثلاث ثواني، والدراع الثاني طبيعي، لا يبقى كده في مشكله، يبقى الدم بيوصل متاخر وايده ساقعه، ودم يقول لك في تنميل، في شكشكه، في تقريص، ساعات بتبقى حاسس انها مشلوله، بشيل كوبايه الميه دي بتترعش وبتقع مني، ساعات بقى تلاقي بقى بدايه السر، ده بدا يسود ازرق سيانوزيس، وده ممكن لا قدر الله يحصل بجنجرين. انت مستني ايه؟ طالما درجه الحراره مش زي بعضها والبلس فيه مشكله والكابيلاري ريفيل، طب انت مستني ايه؟ ده شكل ايه اهو، انت شايف سيانوزيس اهو، ساينوزيس، شوف هنا الدراع سليم لكن هنا في ساينوزيس، انت بتقارن ده بده لكن ما تقارنوش بايدك انت، قارن دراع اليمين بدراع الشمال، عشان ما تجيش في الشتاء ما تقول لي احنا بنزرق، ايوه دراع الاثنين زي بعض، المفروض حتى في الزرقان لو لبس عليها جوانتي ما الموضوع خلص، ما هو بيدفى تاني، لكن ده مشكله، تلاقي سوعيه وزرقان وساعات تبقى مسفره وبتوجعه وتنميل وشكشك، وساعات يقول لك بتتشل، انت مستني ايه تاني؟ والبلس تلاقيه ضعيف جدا. مشكله العين ده ايه؟ اللي حصل له سكين، شايف؟ حته ماتت ده نكروز اسكيميا، ممكن يحصل بقى جنجرين غرغرينه وتتشال، والاثر والفيستولا كده معناها باظت، ما عماله تقفل 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 والثرومبس مشكله. طب خلاص عرفنا ان هو ظهر لنا بالمنظر ده، احنا دورنا ايه؟ كونسلتيشن، يجي بقى حد اوعيه يبص عليه او جراحه اوعيه، احنا نعمل اكسرسايز، وبتاع الصيدلي بيخلوا باله من الروشتة اللي نزلت السيرف، ان لو في حاجه هتعمل فازو كونستريكشن زي البيتا بلوكر بينوتيفاي النيفرولوجيست او الطبيب الكلى، بيقول له خلي بالك انت كاتب دواء كذا وده بيتا بلوكر بيقفل الاوعيه الدمويه، فكده الدم اللي رايح للهاند هيقل اكتر مما هو اساسا قليل، فانت كده بتعمل ايه؟ اكسسرفيشن او بتزود، فخلي بالك. احنا دورنا طيب والله سليم او غير سليم، سليم او تعبان بقى، دي الانواع الرياضه اللي احنا ممكن نعملها، كره اعصاب وانت شغال كده، يسبح او يعد، يفتح ايده ويقفلها، المشابك، اي حاجه رياضه عشان اعمل امبروف للسيركيوليشن او بريفرال سيركيوليشن. مشكله بقى بتاع الهيموريج ده، لايف سريتنج، لايف سريتنج ده ممكن يموت، طبعا يموت، عشان ده مش بينزف من وريد، ده وريد متوصل بشريان، فالشريان عمال يحدف على الوريد والوريد عمال يحدف على بره، كميه دم كبيره عنيفه، هتشوف صور دلوقتي. دايما ده بيجي العيان اساسا كان عنده انفكشن، عنده ضيق، فالدم عمال يجي ماشي ماشي في حته ضيقه، فعمال يحصل فينس كونديشن 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 كونديشن، ممكن غرزه تفك، ده مشكله. وخاصه بقى لو عنده ضغط، وتخيل بقى عنده ضغط وبياخد حاجه للسيوله والفيستولا بتنزف، ثلاثي الرعب او ثلاثي الموت ده، انت مستني تاني، او كان عنده انيوريزم وعمال يتضخم يتضخم يتضخم، فدي مشكله. هيتعالج ازاي؟
اول حاجه كنترول البليدنج، يعني هو بينزف او نزف سواء في البيت او في اي حته، كنترول البليدنج احنا نفضل نضغط عليه. دي يمكن بيبر اهي في 2013 جبت منها صور البليدنج زي ما انت شايف، شايف دم دم، شايف اكتب بليدنج، شايف كميه دم. تخيل بقى ده كده عمال ينزف في البيت على ميجي المستشفى. الصور دي لازم تخلي بالك منها عشان تعرف ان في نزيف، مش النقطتين ثلاثه اللي بيطلعوا بعد ما بنشيل الابرتين اللي ممكن نحط عليهم كبسوله كالسيوم ولا نضغط عليهم شويه، لا ده نزيف اهو، نزيف ونزيف لو ما تلحقش مشكله. طبعا بقى دوت من التركيب ممكن نشكشك، احنا بنخرم الوريد شويه يطلع لنا شويه دم تحت الجلد سبكتينيوس، هو اصلا عندي سيوله فيعمل لك الهيماتوما، واتكلمنا عنها احنا بالتفصيل المره اللي فاتت. كل طبعا مكان الباتش كبيره ومكان النزيف اكتر، بقول لك خلي بالك كده في مشكله في التركيب عندك. اهيات طبعا انت عارف بعد فتره الدم بتكسر بروتين وجلوبين وهيمو يعني الكلام ده كله، فبسود شويه. بقول لك لو انت عايز تفاصيل اكتر الاطلس دوت، هو اطلس اوف دياليسيس فاسكولار اكسس، هتلاقي فيه كل اللي نفسك فيه بالصور ودوكيومنتد كمان يعني. طب بنزيف اول حاجه يقول لك دايركت بريشر، هنجيب بقى دريسنجايه كبيره ونفضل ضاغطين عليها جامد لغايه ما يقف. ان دايركت بقى يعني بروفيشنال شويه وانت عارف الاناتومي، بتضغط على مكان الارتري الراديال ارتري والفين والكلام ده كله عشان نقلل النزيف. وفي ناس بقى تقول لك هو نزيف فين؟ مش عند الريست، اجي من فوق واروح ايه رابط جامد بالتورنيكيه. وفي ناس تقول لك لا ما تربط الكف بتاعت جهاز الضغط، وانت عارف ان ضغطه مثلا ايسو قبل الجلسه كان مثلا 130 80، خلاص انا ارفع على 150 ولا 170، فكده الضغط عاد شديد فراح قافل الارتري فما عادش في ارتيريال سبلاي. بس خلي بالك لو استمر لدقايق انت كده بتعمل ديستال سكيمي، ما انت مانع الدم برضه، فالموضوع بقى بحرص، انا قافل بتورنيكيه او قافل مش عشان اوقف الدم اطلع دراعه، لا ده كده كفيرست ايد لغايه ما بيروح العمليات او حد يتعامل معاه، لكن ده فيرست ايد. وما تعملش تربط بكف وتروح منزل الهدوم عليها يبقى الناس مش شايفه، وفي اعتقادنا ان الدم وقف، ما انت رابط بتورنيكيه او رابط بجوانتي او رابط مثلا جايب جهاز وريد ورابط بيه زي التورنيكيه او بكاف وما حدش واخد باله، لا اكشف عشان اللي راح واللي جاي واللي هيتعامل معاه يبقى عارف ان في الدم واقف عشان الايد. ان دي مشاكلها ممكن تعمل انيوريزم اللي هو وريد بيتضخم زي ما انت شايف، وكل ما يكون شايني، شايف الفرق بين هنا وبين لون الجلد هنا وهنا، كل ما يكون شايني ده امبندنج رابشر، ده على وشك انه ينفجر زي البالونه كده، اقل لمسه تروح ايه عامل نزيف. يعني احنا من كتر الشكشكه عشان كده بنقول نعيد او ريبيت النيدلنج او نعمل روتيشن، نشكشك في كذا مكان عشان المتهم الاول هو الشكشك اللي عنده بيغسل يعني بتشك 300 شكه في السنه تقريبا، اللي هو بتشك يعني ابره ارتيريال وابره فينس، يعني شكتين في الجلسه الواحده، ثلاث جلسات في الاسبوع، وهي السنه تقريبا 50 اسبوع، يبقى 2 في 3 في 50 300 شكه، فلازم نعمل روتيشن عشان ما نضعفش مكان معين من الفيستولا والجرافت فتبدا تورم وتعمل لي انيوريزم او سودو انيوريزم، دخلنا في مشاكل. انا بقول لك الشكشكه مره هتعمل لك هيماتوما لو انت مش عارف تركب كويس، ومره تعمل لك انيوريزم، عشان كده بنعمل روتيشن، ولازم يكون ايه انت يعني ايه مش عارف تشك خلي حد يجي جنبك ويعرفك مره واثنين وثلاثه مش فاهم مشكله والامور بتمشي تمام. الستيل سندروم الصوره الثانيه اهيت، ودي يمكن السلايد الثانيه عشان بس تحفظهم ال 6 بيس اللي هو ست حاجات بيبقى بحرف البي، لو انت مش عايز لو انت هتنسى يعني السانو سيمتوم بتاعتها، دايما يقول لك بين بيشتكي انها بتوجعه، الم باراسيزيا تنميل باراليسيس، ساعات يقول لك انا حاسس انها مش مش قادر ارفعها، باسل سنيس يقول لك انا ساعات يعني هو تيجي تحس الباس ساعات تلاقيه ابسن بكل يسيرميا اللي هو ساعات ايده تدفى وساعات تسقع حسب درجه الحراره، ساعات بتصفر، خلي بالك ان الجو الساعه او الضغط الواطي بيعملوا اكسسربيشن او بيزودهم، عشان انت عارف ان الجو البارد ده بيعمل فازو كونستريكشن، والفازو كونستريكشن يخلي البلاد سبلاي للهاند قليل، فهي الامور ماشيه مع بعضها كده. يرضي مين بقى الكلام دوت؟ يرضي صباع اهوت والتاني على وشك اهوت، لما الصباع ده يتشال عقله ولا عقلتين، ده يعني في شرع مين؟ طب احنا نخلي بالنا من البدايه ونخلي بالنا من العيان عشان ما يحصلش، ما احنا هنتحاسب على الكلام ده. سنتر فينس سينوسس سريعا برضو، الدم ماشي الوريد قافل فما الدم مش ماشي، فعمال الدراع يتنفخ 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 يتنفخ، تبص على الدراع اللي فيه الفيستولا تلاقيه قد كده والدراع الثاني تلاقيه قد كده، دي مشكله. ممكن بقى يخش بالقسطره الضيق ده ينفخه ببالونه يركب دعم والموضوع يتحل. شايف الدراع اللي فيه الفيستولا؟ شايف الدراع تقني ايه والدراع التاني عامل ازاي؟
هي فكرته ماشيه ازاي؟ ده وريد وده شريان عادي، ده رايح في اتجاه وده جاي في اتجاه، ما فيش ادنى مشكله. المشكله بقى ان في حته تتسد، فالدم عمال يتراكم زي العربيات كده، تلاقي عمال يدراي يتنفخ 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 يتنفخ. لكن الشريان او طرف، لو مثلا ده ارتير، لو ده فينس، تلاقي الوريد التاني سليم او الشريان التاني سليم، ما فيش مشكله، مستني حاجه تجيله عشان يمشي فيه. لكن هو مش هيجيله عشان هو الطريق في نهايته مسدود، الوريد في نهايته مسدود، فالدم محتقن منفخ لك دراع. طب احنا لو خشنا شلنا الاحتقان الانسداد ده، سلكنا البالون، حطينا ستنت، يقوم العربيات دي كلها ماشيه، يقوم الدم كله ماشي، تلاقي دراعه بقى سمبتيك خالص ورجع طبيعي، والدنيا بقت زي الفل. اهو شايف دراعه عامل ازاي؟ تخين قوي. طيب عشان احنا خدها فنشنا، ايه اللي انا عايز اوصله لك؟ دي الكومن اللي عايز اوصله لك، اللي هي دي المشاكل اللي ممكن تحصل، شويه تجمع دموي تحت الجلد، او يحصل انفكشن، انيوريزم، سنترال فينس ثرومبوزيس، ستيل سندروم زي ما انت شايف. خلي بالك بقى انت يعني باختصار لازم تعيد تركيب الابر في اماكن مختلفه، الدراع اللي فيه الفيستولا انت بتبقى واخد بالك وبتبلغ العيان ما يشيلش بيه حاجه تقيله، ما يزقش بيه حاجه تقيله، ما ينامش عليه، ما يلبسش عليه لبس ضيق، لازم يحس الزنه وانت برضو بتحسها قبل الجلسه وتحافظ عليها، ما فيش قرايه ضغط، ما فيش عين الدم منها، وعشان يتحافظ عليه. انا بقول لك دي قناه اليوتيوب بتاعتي، ماي يوتيوب شانل، اسمها كورسيرا نيرسنج، عليها بقى حاجات ثانيه للنيرسنج تقريبا 50 فيديو لغايه دلوقتي في اقل من سنه، هي بس تكتب كورسيرا نيرسنج هتطلع لك، ولها صفحه على الفيسبوك بنفس الاسم كورسيرا نيرسنج، لو عاوز انت حاجات ثانيه بقى للنيرسنج ان جنرال. وانا كده بشكر الدكتور حسين على الدعوه الكريمه، ورب اكون فدتكم حاجه بسيطه. شكرا جزيلا دكتور طارق، يعني على العرض المتميز بالنسبه للفيستولا من ناحيه الكير والكومبليكيشنز. انا اعتقد ان ده شيء مهم ان يبقى في اورينتيشن للنيرسز والهاي كواليتي نيرسز بالكومبليكيشن اوف فيستولا. احنا السنه اللي فاتت في 2019 الاوروبيان جايد لاينز، في عندنا دلوقتي في جايد لاينز للبيري اوبرتيف كير، بيري اوبرتيف كير في اكثر من 40 صفحه للفيستولا والجرافت، فيها ريكومنديشنز. يعني يمكن انا بعض النقاط اللي حضرتك ما قلتهاش، التايمنج اوف فيستولا كانيوليشن، طبعا احنا ده مهمه من ناحيه النيرسنج لانه الاستعجال البريماتيور يوسج اوف فيستولا بيقصف عمرها. انا كل ما سبت فتره زمنيه من بتوين ان انا عملت الفيستولا وان انا استخدمها هطول عمرها. عشان كده ده بيجي دور الطبيب في القصه ديت انه ما يتاخرش قوي في عمل الفيستولا، whenever هو هيحس ان العيان هيحتاج دياليسس في الوقت القريب. ولنا بارامترز فيها، سن العيان والعامل الترشيح الكلى الجي اف ار وتدهور وظائف الكلى، كل واحد بيبقى له ايقاع مختلف عن الثاني، بنحط الكلام ده كله في ايفالويشن وبنبدا بدري بحيث اسيب شهر شهرين يعني قبل ما ايه، بحيث يحصل ماتوريشن للفين، لانه من ضمن الماتوريشن معناها نضج الفيستولا، بوصل الشريان بالوريد وبدي فرصه لان الوريد يتنفخ بحيث يبقى يسمح ان انا استخدمه كفاسكولار اكسس عشان يسمح بالدالس. فده نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه اللي انت اتطرقت اليها وكان برضه ميديكيشنز اللي هو الانتي بليتل والكلام ده، انت قلتها كلام قطعي ان ملوش لازمه. طبعا الكلام ده لغايه دلوقتي ما نعرفوش، لان لغايه دلوقتي الديبيت موجود، لغايه دلوقتي اللي بيعمل الفيستولا ممكن يقول لك انا عاوز استخدم انتي بليتل. طب لو العيان ماشي على انتي بليتل قبل الفيستولا، اوقفه ولا ما وقفوش؟ لغايه دلوقتي الكلام ده فيه بيخضع للبيرسونال ميديسن، وان بشوف العيان ده هل لايبل بليدنج ولا مش لايبل بليدنج، ففيها ديسيجن ميكنج لغايه دلوقتي ما هيش واضحه الوضوح الشديد اللي حضرتك تطرقت اليه. لانه عيان الرينال فيلير هتفاجئ ان ممكن الانتب يبقى في انتي بليتلت ريزيستنس، مقاومه لعمل الانتي بليتلت. يعني مش كل العيانين لما يخش كرياتين يتدهور وهيقبل على الغسيل، او اقلله الاسبرين لو هو عنده كاردياك، او اقلله البلافكس لو هو بياخد الكلوبيدجريل. ده ساعات بعض العيانين لما بيتدهور الجي اف ار احتياجه للانتي بليتلت بيزيد، فكل واحد غير الثاني، واحد الثرومبوز فيه اكتر والثاني فيه البليدنج اشد. وعلشان كده الفشل الكلوي ما عادش دلوقتي بليدنج، عاد مشكلته ثرومبوز اكتر. فده نقطه ميديكال ما فيش داعي نخش فيها. يبقى التايمنج مهم، ان انا اتعامل مع الفيستولا على ان بتعامل مع حياه الانسان والكانيوليشن، يبقى بحرص شديد. لو انا بعمل البطن هول يبقى لازم بلانتد نيدل، وده احنا قلناها قبل كده في اللقاءات الثانيه، الشارب نيدل وتغيير الاماكن عشان اتفادى السودو انيوريزم.
الكير بتاع الاكسر، انا اتبسطت جدا بالاكسرسايز والكلام ده، الاكسرسايز ده بينشط البيشنت على الداليسيس ان جنرال، لدرجه ان انا ممكن اخليه حتى يضحك، ده فيحسن الويلبينج. الانكفرنج، انكفرنج معناها ما يغطيش الايد اللي فيها الفيستولا، بحيث ابقى شايف الفيستولا اونلاين، لانه من اخطاء القاتله ان ممكن الابره اللي مرجعه الدم الوريد تنسلت وتبقى متغطيه بلاستر والعين يحصل نزيف، واحنا عارفين سرعه البامب ماشيه مثلا 300 مللي في الدقيقه، يبقى العيان لو انا استهيت عنه ممكن يبقى نصت كميه كبيره جدا من النزيف ممكن تودي بحياته. لازم التمريض يبقى واعي للمشاكل اللي ممكن الفيستولا تعملها، يراعي الفيستولا على انها حياه الانسان مش مجرد حاجه دخل في الوريد اللي عملته الفيستولا بتاعه خلاص، لا ده دي حياه الانسان في الكلام ده. بشكرك شكرا جزيلا، وهطلب من الدكتور سعيد خميس يتفضل يدي تعليقه. السلام عليكم دكتور حسين. طبعا شكرا سعيد، ازيك؟ ربنا يخلي حضرتك. شكرا دكتور طارق على المحاضره القيمه دي، طبعا لاخواتنا وزملائنا التمريض. طبعا ما عنديش كتير ان انا اعلق عليه، بس هو في نقطتين لو سمحتوا لي اقولهم. نمره واحد، بالنسبه لل زي ما بيقولوا الايرلي ايفنتس جوفرن ليت ايفنتس، انا يعني الاحداث المبكره هي اللي بتتحكم فيما يحدث بعد. انا الجزء التثقيفي للمريض او حتى عفوا للتمريض، العيان ما نسميه احنا سيكي دي او الكرياتينين بتاعه 2 3 4 وهو وارد يخش فيما بعد لا قدر الله في انستيشن ديز ويغسل، بيدخل يحصل له ادمشن لسبب ما، احنا بنخرب الاورده بتاعته ديت بدون ما ناخد بالنا كتمريض وكدكاتره، وما بنعملش اي اناونسمنت ولا بنحط البراسل بتاع على ايده اللي نركب له اسواره مكتوب عليها ممنوع استخدام الاورده في هذا الارم، عشان انا بريزيرف الفينز ان انذر مينينج ان اي شود بريزيرف ذا فينز، ولو مضطر قوي هعمله في الباك اوف ذا هاند لو انا يعني هدي اي بي، لكن ما يبقاش هياخد حقنه مالتي فيتامين ملهاش اي لازمه وانا مركب له كانيولا وبخرب في الفينز. فده الثقافه دي لابد تكون موجوده، ومش عاوزها نسميها ثقافه بس، ات شود بي ماست، يعني المفروض تكون حاجه في كل الوحدات او في كل الان وورد او الان بيشنت ووردز، ان لازم العيان السي كي دي ما يستخدمش الدراع، يستخدمش الدراع ده او الفينز ديت، ما تهدرش هباء بدون داعي. نمره اثنين، بالنسبه للاي فيستولا، اوكي زي ما حضرتك قلت اللي هي لايف لاين، وزي ما الدكتور حسين بيه وضح ان الماتوريشن مهم جدا ان انت تديها فرصه للماتوريشن. اللي بيخلينا نديها فرصه للماتوريشن صح ان هو المبدا بتاع الفيستولا فيرست، ان احنا المفروض اول حاجه نعملها اما المعدل الترشيح الكوبايبي او الجي اف ار ينزل عن 30 ويكون عندنا عياده بريدايلسيس كير او لو كليرنس او بي دي، بقول له من هنا يبتدي بعد اذن حضرتك هنبتدي نعمل الفيستول عشان تاخد فرصه للماتوريشن. المشكله ان احنا مش دارسين قوي، معظمنا ما بيديش اهتمام لسيكولوجيه عيان الدايلسيس. عيان الدايلسيس بعد فتره، بعد شهر اثنين ثلاثه، يعني عفوا هذا ليس السخريه منه، عفوا ان ممكن يلبس البلطو ويعمل مرور معاك على يقول لك اعمل ودي المكنه دي كذا وعلي البامب كذا، هو بيبقى فاهم كل حاجه بعد شويه لانه كرونيك بيشنت. هو متركب له قسطره، شايف زميله بيتشكشك بالابره جنبه في الفيستولا، بتقلمه شويه وهو بيركب له الفيستولا، يقول لك ايه طب ما انا خليني في القسطره مش مؤلمه هي ولذيذه وجميله، هو ما يعرفش ان هي قنبله موقوته وارد تعمل له سيبس زي ما حضرتك قلت وتعمل له مشاكل، والدكتوره هتقول لنا بعد كده مشاكل القسطره وكده. فكل ما كان ايرلي افضل ان انا اركب سوري اكريت الايف فيستولا، كل ما هعمل اقلل المشاكل اللي حضرتك قلت عليها. فمبدا الفيستولا فيرست از ماتش از اي كان. ونمره اثنين، بريزرفيشن اوف ذا فينز اتس ا كروشال ايشو، ان احنا المفروض نحطها ديت كحاجه تقنين لكل التمريض يبقى فاهم القصه ديت ويطبقها. شكرا جزيلا. بشكرك دكتور سعيد على التعليق القيم اللي حضرتك قلته، ومبدا الفيستولا فيرست ده طبعا لابد ان انا اعرفه للتمريض واعرفه للمريض، لانه هياخر لي انا ممكن ابقى عيان ما ينفعش الفيستولا فيرست، يعني واحد كبير في السن 80 سنه وعنده بريفرال فاسكولار ديزيز وعنده مشاكل كثيره، لكن انا لابد اثقف المجتمع كله هي أيوة. هي الفيستولا الاول، واسيب الاستثناءات للتقييم بتاعي انا. ما بعملش ايرلي فيستولا على فكره، انا الديسيجن بتاعي
ما يبقاش ليت. اي دونت يعني انا مش عاوز الفيستولا تبقى في نهايه المطاف بحيث ما يبقاش عندي وقت كافي للماتوريشن. بيبقى عندي يعني انا مثلا ما بقى واحد سنه 30 سنه والجي اف ار بتاعه 20 خلاص بقى متوقع انه يفصل بسرعه لان سنه، وخاصه لما يكون في تدهور سريع في وظائف الكلى بتاعته ده اعمل له. لكن افرض واحد 70 سنه 75 سنه ونفس الجي اف ار مش هعمل له فيستولا، بس انا لازم ازرع ثقافه الفيستولا فيرست. وممكن الـ انا اقول الفيستولا العيان ده لازم يعمل فيستولا والجراح يقول لك ما ينفعلوش بس لازم ثقافه الفيستولا فيرست. هقول لك على حاجه فاني قبل ما الدكتور حمدي بي يعلق، كان بعض المرضى بيخافوا لك اعمل فيستولا يا خرابي ده انا راح اغسل كده هغسل. انت عارف عندنا بنقول لهم دلوقتي، كان زمان الدكتور صبح عشان السيكولوجي بتاع البيشنت يقول له لا ده الكرياتين ممكن يتحسن، وكان بيقولها على اوبزرفيشن الاكسبيرينس بتاعته. انت عارف ان حاليا الدكتور سعيد والدكتور طارق وكل اللي بيسمعوني حاليا بقى في ستادز منشوره في مجلات طبعا ان دي تي وغيرها على اعداد الاف من المرضى الكرياشن اوف فيستولا، ان انا اعمل فيستولا او جرافت زي ما الدكتوره هلا تتكلم بيقلل البروجريشن، معدل تدهور وظائف الكلى بيقل ولها ميكانيزم لان بتعمل. انا مش هخش في الكلام ده، انا اقول لك حاجه افتك، افرض عملت فيستولا وما اشتغلتش، معدل تدهور وظائف الكلى في الناس اللي تعمل لهم فيستولا، بس ده مش معناه ان انا اروح اقول للناس اعملوا فيستولا عشان نحافظ على وظائف الكلى. لكن اللي خايف ومرعوب انه لو عمل فيستولا معناها سقوط الغسيل، لا يا عم الغسيل ده مش عذاب، الغسيل ده هنلجا اليه لانه حصل الكلى الربانيه الكلى الطبيعيه ما عادش قادره تقوم بوظائفها. انا ممكن تتحمل، وفي فرق ما بين ان انا اعمل الغسيل النهائي اللي هو غسيل الطوارئ. مريض الفشل الكلوي المزمن المفروض ما بقاش على الشعره انه حياته تبقى في خطر لو ما غسلش، لان هيبقى في تداعيات سوء التغذيه وغيره. فده والناس ما بتاكلش علشان ما تغسلش، لكن احنا لو عملنا الغسيل كويس، ودي جمله يعني يمكن الدكتور صاحب بيقولها انا ساعات بعرضه شويه لكن هي فعلا جمله حقيقيه، لو الغسيل تم كويس جدا الادويه بتاعته ظبطت العيان ممكن يبقى كواليتي اوف لايف معقوله قوي. وعندنا بعض النماذج من المرضى يقول لك انا بخاف اطلع اشتغل اتحسد ليه يا عم الحاج، يقول لك اصل يقول لك امال بيقول لي عنده فشل كلوي ايه. فيبقى اذا انا لو حسنت التغذيه وحسنت الانيميا والغسيل بتاعي رعيت ربنا نعمل اديك والدياليسس اديله الجرعه الكافيه، بس طبعا خرجنا الوقت على الموضوع الفيستولا، لكن ما خرجناش قوي لان الفيستولا هي الوعاء الاصيل اللي هيمكنني من عمل غسيل كويس. ما هو ده انا بشكرك دكتور سعيد، لو في حاجه عاوز تضيفها قبل ما الدكتور حمدي يتكلم. هي جمله واحده زي ما سمحت لي حضرتك الدكتور حمدي، جزء في يعني سوري في غياب المصط الهيلث اديوكيتور في معظم مستشفياتنا، اي ثينك ان ده التاسك بتاعنا احنا كنيفرولوجيست بلس الزميلات والزملاء التمريض، يعني ده تاسك مهم علينا لابد احنا نعمله ونفعله بطريقه فعلا تكون فيري اكتيف عشان فور ذا سيك اوف ذا بيشنتس. انا بشكرك على الملحوظه ديت، لان احنا كان لنا خبره لما انا كنت ماسك فرع مركز كلى في مينيت سمنود، وطبعا كان هو في دياليسيس وفي اوت بيشنت كلينك، فكنت حريص جدا على التمريض، كل اسبوعين حصه للتمريض. وكنت بعمل ايه؟ يا اما انا بتكلم وحد منهم يبيض، يا اما حد منهم بيتكلم وحد يبيض، بحيث ان الملخص بتاع الحلقه او القعده هي ورقه واحده وش وظهر، كان ايامها يعني بحيث ان تبقى ورقه في جيوبهم. هتقولي ليه ما يبقاش ورقتين؟ انا مش عاوز تدبيس ومش عاوز الكلام ده، هي ورقه واحده بس. اما بيعرفوا الكلام ده ويؤمنوا بيه ويكرروه، والمريض يسمع منك زي ما بيسمع مع الممرضه، يسمع يقول لك ده انا اللي متخلف بقى، ده انا الكلام ده صحيح. لكن تخيل انت قلت له انت تغسل، والتمريض قال له ده هو عاوزك تغسل عشان فاتح حد الغسيل او بينفع زمايله او كلام زي كده، هتلقى كلام صعب جدا. لكن اما التمريض بيبقى ايديوكيتد وبيساعد 100% في البيشنت ايديوكيشن وفي التراست بتاع الهيلث كير سيستم، وساعات احنا بنستخدمهم للحنان وان هم محافظين للمرضى ان هم مؤثرين ويكملوا المنظومه الصحيه. هم اكتر قربًا للمريض مننا كمان. احنا طولنا على الدكتور حمدي وهو رافع ايده من زمان. شكرا دكتور سعيد. دكتور حمدي محلب من السعوديه مكه. دكتور حمدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا باشا اتفضل. اولا يا حمدي محلب على فكره. ماشي الدكتور طارق طبعا مشكور جدا على المحاضره القيمه جدا.
ليه الحقيقة أعلق بس على التعليقات اللي اتقالت. موضوع الإديوكيشن بتاع النيرس ده مش مهم إن هم يساعدونا، لا دول هم الأساس. بالضبط. أنا رأيي في شغل هم الأساس، أنا ده إحنا اللي بنساعدهم. للأسف يعني أولا اللينك بتاع المحاضرة النهاردة نزل متأخر. طيب الحاجات التكنيكال ديت نراعيها حاضر. انا منزله من تعرف انا منزله من امتى يا دكتور حمدي؟ ايوه منزله في اجازه العيد يعني من اكتر من سبحان الله. الحاجه الثانيه نازل على جروب الدكاتره، فمفروض كل دكتور ياخد اللينك بعد ما تتسجل ان شاء الله المحاضره وتنزل على اليوتيوب، ياخد اللينك ويحط يشوف رئيس التمريض فين، اكيد عامل جروب عنده للتمريض وينزل لهم الكلام ده. ساعتك احنا عاملين جروب واتس للتمريض الغسيل في معظم الاماكن واتبعت اللينك عليه، بس يمكن التوقيت اللي اختاره الدكتور طارق الساعه 1 ده صعب، ففي ناس كتيره بتشوف الفيديو بعد كده. طيب يا ريت اللي عنده اللينك ده يبعته لي عشان ابعته للتمريض اللي عندنا. حاضر يا باشا حاضر. دي حاجه. الحاجه الثانيه الكومبتنسي تيست اللي بيتعمل ريجولارلي للنيرسز بتوع الدياليسز مش محطوط فيه الحاجات دي، وده لازم، ودي مهارات اساسيه للتمريض. يعني حاطين لهم حاجات زي الهايبركاليميا مثلا اللي هم ما لهمش علاقه بيها اصلا، ولازم يعرفوها في الاديوكيشن، وشغل الفيستولا ده والكومبليكيشنز دي. يعني الموضوع محتاج مراجعه، ايه اللي المفروض الدياليسز تكنيشن او الدياليسز نيرس يعرفه. الحاجات دي مهمه جدا جدا ولازم احنا نهتم بيها، واحنا بنمر كمان يعني ننكش التمريض فيها بصراحة علشان يعرفوا ان الكلام ده مهم. لكن بصراحة طبعا المحاضرة في منتهى الروعة وكلام مهم، انا شخصيا كدكتور استفدت منها رغم ان هي فور نيرسز يعني. شكرا جزيلا، ربنا يقويكم على مزيد من العطاء يعني. انا بشكر سعادتك، طبعا احنا سعداء بوجود سعادتك وحضرتك، واحنا بنحاول نعمل اي حاجة يعني احنا عندنا على مستوانا الشخصي في الهيموداليس يونت عندنا ناس فيري بروفيشنال من التمريض، ودايما انا بحب التمريض يكلم التمريض. احنا ممكن اطباء يدوا محاضرات، لكن لما يبقى عندي مريض تمريض قادر على المحاضرات دي القمه. واحنا مهتمين بهذا الشان لانه فعلا بيحسن. انا مثلا عاوز اعمل فوسفور كنترول للمرضى، لو التمريض فهم يعني ايه ازاي انظم الفسفور والاكل والشرب والطبيخ يتعمل ازاي واتخلص من الشوربه والكلام ده كله، هيبقى فعلا زي ما حضرتك قلت يا دكتور حمدي هيبقى اقدر مني على توصيل المعلومه، خاصه الستات بتكلم ستات او قاعدين. يعني اذا كان الطبيب بيمر دقائق فالتمريض في وحده الكلى الصناعي قاعد ساعات بيحكوا مع بعض فالتاكيد اللي قاعد ساعات جنب الزبون احسن كتير جدا في التوصيل اللي هو الايه الحاجات اللي هي اللي خارج كتابه الادويه ديت، هيبقى اقدر من الاطباء. وخاصه وعشان كده العلاقه الطيبه مع المرضى والحفاظ على البروفيشنال، يمكن حضرتك قلت كلمه بالانجليزي بعض التمريض ما يبقاش فاهمها الكومبتنسي، ان انا اقيس اللي هو الكفاءه بتاعت في حاجات كتيره جدا لازم تخش في هذا الحسبان. وده اللي خلاني علقت على الانتي بليتلت اللي الدكتور طارق تطرق اليه بالشكل النوعي. بشكرك دكتور حمدي، وطبعا سعيد جدا بوجود حضرتك، وعلشان الوقت برضو ما انا هبص على الشات لو حد سأل حاجه على الشات برضو بيشتكوا ان اللينك وصل متاخر. حاضر هنراعي الكلام ده مستقبلا. انا باسمكم جميعا بشكر دكتور طارق شاكر مدرس كليه التمريض بالمنصوره على نشاطه، وان شاء الله يعني يبقى مكسب كبير جدا لتعليم الطب للتمريض. وهدعو الدكتوره هاله تبدا تعمل شير للسلايد دكتور هاله عشان نقدم حضرتك عشان تبداي حضرتك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك اعملي لها اوبن. الدكتور طارق قال ان هو يعني جرب مع معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله دكتور. جميل. انا طبعا هقدم حضرتك. سامعاني كويس يا دكتور هاله؟ سمع حضرتك يا دكتور. افتحي بقى الشو بتاع الاستاذ. مظبوط. جميل. حاضر ثواني بعد اذن حضرتك. جميل خالص. انا طبعا بيسعدني طبعا النهارده ويسرني وجود الدكتوره هاله محمد عبد الحميد. الدكتوره هاله هي مدرس
ميديكال اند سيرجيكال نيرسينج في كليه التمريض جامعه المنصوره. انا سعيد جدا انه هي بالاضافه للدكتور طارق متخصصين ماجستير ودكتوراه في شغل الغسيل. احنا زي ما اتفقنا انه محاضرات النهارده كلها مشاكل خاصه بالفاسكولار اكسس اللي هو الوصلات الغسيل سواء فيستولا او جرافت ثم كاثر. فاحنا مع الحلقه الثانيه او مع الموضوع الثاني اللي هو ما يخص الجرافت. انا سعيد جدا بوجود الدكتوره هاله واتمنى فعلا محاضره ناجحه ان شاء الله. اتفضلي سعاده. باذن الله. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بحب ارحب باساتذتي الافاضل الموجودين معانا دكتور حسين شعيشه ودكتور سعيد وزملاء الافاضل دكتور طارق وساره عبد الجواد، واتمنى ان شاء الله يكون المحاضره النهارده باذن الله تكون تفيد حضراتكم. طبعا هو انا بالنسبه لي كتخصص دقيق ماستر ودكتوراه انا اشتغلت في الدياليسيس. الماستر اشتغلت في كرساله الماستر عباره عن الشينجز في الكواليتي اوف لايف فور هيموداليسيس بيشنت، وتعرفت على المشاكل اللي بيقابلها كل مرضى الغسيل، وبنيت عليها في الدكتوراه الجايد لاين. عملت جايد لاين جنرال للبيشنت عشان احسن كواليتي اوف لايف. كان جايد لاين ده بيشمل نولج للبيشنت من ناحيه الكاديزيز وازاي اتعامل معاه، اتعرف ازاي على الاعراض والعلامات والمضاعفات. تدربت فيه في المانجمنت ازاي راعي نفسه في التغذيه وازاي ان هو يراعي نفسه في الاكسرسايز سواء جنرال اكسرسايز على البادي او على الاكسس سايت. تناولت برضو بعض المشاكل اللي بتحصل من الكومبليكيشن وازاي يحسن الكواليتي اوف لايف بتاعته وازاي السايكولوجيكال اسبكت بتاعته ازاي تتحسن كانفورميشنز وازاي يتعامل معاها مع جوده الحياه بتاعته، لانه طبعا مرض كرونيك ديزيز مش هيخف منه ولكن هو محتاج ادابتيشن عشان يحسن جوده الحياه بتاعته ويعيش بافضل في الحياه ان شاء الله. فموضوع باذن الله النهارده عن الهيموداليسيس جرافت كومبليكيشن. وقلنا الفاسكولار اكسس هي عباره عن شريان حياه المريض اللي بدونها اما بدون الفاسكولار اكسس كواليتي او افشنسي ما يقدرش يغسل منها كويس، ان هو ممكن يحصل مضاعفات كتير ودي لازم نحافظ عليها سواء التمريض والمريض مع بعض. هنتناول في محاضره النهارده الجزء بتاعي عن الديفينيشن بتاعت الجرافت والتايب بتاعتها اماكنها فين الكومبليكيشن بالاخص. طبعا احنا الكومبليكيشن بتاعت الفاسكولار اكسس متشابهه بين الفيستولا والجرافت معظمها واحده، وهنعمل ريفيجن سريع برضو على الكلام اللي الدكتور طارق قاله. هنتناول فيها عن الانفكشن واللي هي العدوى والجلطات الدمويه، التمدد الوعاء الدموي والستيل سندروم، الهيموريج والستينوزز السنترال فين ستينوزز الليمفوسيلي اللي هو في ترشيح من الوعاء الليمفاوي والجرافت رابشر. وهندي في الاخر نوتس عن نيرس كير اللي ممكن النيرس تعملها للمريض وكذلك البيشنت معاه. بنقول ان الارتيرو فينوس جرافت اللي هي عباره عن ذا سكند بيست اكسس شويس فور هيموداليسيشن، يعني هي تالي الفيستولا في الشويس في الاختيار للاكسس، تعتبر طبعا تالي الفيستولا في الافضليه وتسبق الكسر في الافضليه برضو للبنفيتس بتاعتها، واللي هي بتبقى ليس كومبليكيشن عن الكسر ولكن مور كومبليكيشن عن الفيستولا. عشان كده دكتور حسين قال لنا لازم البيشنت يعرف ان الفيستولا هي ذا فيرست تشويس فور الاكسس، ولكن في برضه مرضى ما قدروش يعملوا الفيستولا نتيجه بور فاسكولاريتي عندهم الاوعيه الدمويه عندهم ضعيفه في سواء في الابر ليمبس او في اللور، يضطر نعمل لهم وصله شريانيه سواء طبيعيه او صناعيه توصل بين شريان ووريد عشان يقدر يغسل منها. طبعا الجرافت دي اما تكون بيولوجيكال طبيعيه سواء من جسم المريض نفسه او من اذر بينجز زي الكاو او سينثيتك ماتيريالز ماده صناعيه، بتتعمل في الارم او في الليج او ممكن في بعض الاحيان الضعيفه في الشيست وول للبيشنت. بنقول ان الجرافت لازم تتعمل قبل الدياليسيس بحوالي من 3 ل 6 اسابيع عشان يحصل هيلينج كويس للاماكن الانستيموزز لاماكن التوصيل الايه الشريان بالوريد لاماكن التوصيل الجرافت بالوريد والشريان. طبعا في انواع جديده من الجرافت ممكن بيقولوا ان هي ممكن البيشنت يغسل منها بعد 24 ساعه من الكرييشن للجرافت. هنيجي لاول نوع من انواع الجرافت اللي هي بيولوجيكال، طبعا دي اما تتاخد من المريض نفسه او من الاذر بينج زي او من الكاوز الانيمال. من البيشنت نفسه ممكن ناخد من السفنس فين الموجود في الليد بتاع البيشنت،
او من الكاو، ممكن ناخد سواء من الكاروتيد ارتر بتاع الكاو، وطبعا دي ممكن نركبها على طول في الجرافت للبيشنت كجرافت سايت في مكان المختار ليه المفضل ليه، سواء هو في الفور ارم او الابر ارم او في الليج او الشيز زي ما احنا قلنا. بعد كده دي برضو اشكال اخرى من الاوتو جرافت او البيولوجيكال جرافت زي الفيمورال فين والفيمورال اري السافنس فين زي ما احنا قلنا في الليج. وممكن طبعا نغير البريفيوس انفكتد جرافت باذر وان على حسب الايه النيد بتاع البيشنت وعلى حسب المتاح ليه في التركيب معاه. نيجي لتاني نوع في انواع الجرافت اللي هي سنسيتك جرافت، وان هي طبعا مصنعه من ماده اللي هي بولي تترا فلور اسيلين زي ما احنا شايفين في شكل هنا تتركب بين بتوين ارتري اند فين سورانو ووريد. اماكن تركيب الجرافت في الابر اكستريميتيز في الذراعين سواء الرايت او الليفت، في عندنا في الفور ارم وفي اماكن تاني اللي هي ابر ارم. في عندنا استادي بتقول منشور في 20 في الشهر اللي فات بتقول ان الارترو فينوس جرافت الموجوده في الابر ارم افضل من الفور ارم في ناحيه الايه البيتنسي ريت، ناحيه المعدل البيتنت اللي هي تكون دايما مفتوحه وما حصلهاش ثرومبوزز ولا ستينوزز عن اللي بتحصل في الفور ارم جرافت. ده شكل الجرافت الموجوده في الساي، وهي هنا لوبد جرافت موجوده اهي. ده غير لي انواع او انواع معينه يعني نادرا ما نتعامل للبيشنت اللي هي الانتيرو شيست وول جرافت بتوصل توصيل الجرافت بتوين اكزيلري ارتر واكزيلري فين. دي اشكال برضو اخرى من الانتيرو وول شيست جرافت زي ما انتم شايفين كده نيكلس جرافت، و الجرافت اللي بتركب جوينت فين ايه سبكليفيان فين والاكسترنال اليك فين. اذر جرافت طيب اللي هي الانستموزس بتوين سبكليفيان فين والتوصيل بيها بالانفيريور فين انكلافا. طيب نيجي على الكومبليكيشن اللي هي موضوعنا الاساسي بتاع النهارده. هنقول اول حاجه في الكومبليكيشن بتاعتنا اللي هي انفكشن، وطبعا كلام عن الانفكشن لازم اول حاجه نعرف الاسباب بتاعتها ايه وسم سيمتومز ايه والمانجمنت والتحذيرات اللي المفروض نمشي عليها. الانفكشن كسم سيمتومز لازم النيرس وهي ممرضه اما تيجي زي ما الدكتور طارق قال لازم اكون عندي اكزامينشن كويس وفحص كويس للمريض عشان اقدر اعرف ايه هي المشكله بالنسبه له واقدر اتعامل معاها ازاي. العلامات والاعراض بتظهر مع مريض الانفكشن في السايد بتاع الجرافت، هلاقي فيه تورم في مكان الجرافت مع احمرار مع في الم اما صدر بين الم فاجئ او الم متقطع على حسب الحاله. طبعا بيكون في ترانسوديشن او سكريشن خارجه من الجرافت سايت، معظمها بيكون بص صديد. طبعا لازم في الحاله دي اعمل تبليغ للفيزيشن على طول، انا كدوري كنيرس انا بتعرف على المضاعفات عشان اتدخل في انترفينشن. ما ينفعش ادخل انا بنفسي، لازم اسال الفيزيشن الاول عشان هو طبعا اضرب حاله المريض واضرب الميديكيشن والانترفينشن اللي المفروض يتعمل. انا مجرد انا جود اوبزرفر واعمل يعني ايه الاحظ سريعا وابلغ سريعا الفيزيشن عشان ما اخرش المريض في المانجمنت بتاعه وما ادخلوش في مور كومبليكيشن. قال لك كمان في ضمن الانفكشن كوشن اللي انا التحذيرات، المفروض انا ما اعملش نيدل انزرشن في مكان فيه انفلاميشن عشان ما ادخلش الانفلاميشن دي ادخلش الانفكشن عموما في البلد ستريم للبيشن واعملوه في سيبتسيميا. قال لك في البرايمري انفكشن دي سيريس كومبليكيشن، يعني الانفكشن الموجوده في مكان الجرافت نفسها اللي بتنشا في مكان الجرافت ديت مشكله خطيره للبيشن اللي ممكن نتطرق ان احنا نقفل الجرافت دي خالص او نشيلها ونركب واحده مكانها عشان نتجنب حدوث السبتسيميا للبيشنت. ده ايرلي ساينس اوف الانفلاميشن على السايد بتاع الجرافت، وده طبعا مور الصوره التحتانيه ديت مور او بيرب او 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 سيريس انفكشنز الموجوده في الجرافت. طبعا يكون فيها اكسوديس وفي بص خارج من مكان الجرافت. طبعا ما نستناش ان احنا يحصل للمريض كده، لازم اتصرف على طول في اول ما بيحصل فيه ريدنس على السكين وما استناش حتى يحصل فيه بين.
لما انا اعالج اول الساين في اولها ودوت طبعا افضل للبيشنت ما يخش في كومبليكيشن. انا ممكن انا اكون انا السبب ان البيشنت ده يغير الجرافت كلها. طب ليه البيشنت ده اساسا ما عندوش فاسكولاريتي كويس او رته ضعيفه، ما استناش ان انا اخليه يغير الجرافت وكان مكلفه على البيشنت ودخله في ريسك اوبريشن تاني ودخله في ريسك كومبليكيشن جديده. طب ليه من الاول انا المفروض انا اعمل متابعه كويس واعالج السبب واعالج الكومبليكيشن في اول زوره عشان اتجنب تفاقمها مع المريض ويبقى ايه في حاله جيده ويحصل لها ريليف بصوره سريعه ان شاء الله. دي بيبر بتتكلم عن الانفكشن كومبليكيشن في الهيموداليسيس اكسس، بتقول ان هي طبعا بتزود زي ما دكتور طارق قال لنا في الاحصائيات ان هي بتزود معدل الموربيديتي والمورتاليتي، معدل الامراض اللي ممكن تحصل معاه ومعدل معدل الوفاه اللي ممكن يحصل له نتيجه الانفكشن. قال لك البروستيك ارتيروفينس جرافت اللي هي الجرافت الصناعيه اللي من ماده البوليتترا اسيلين ديت اكتر عرضه لحدوث الانفكشن، لانها طبعا دي كفرن بودي جسم غريب في مع المريض، اي جسم غريب معرض ان هو يدخل المريض ده في انفكشن سريعه والجسم ما تقبلهاش وفي انفلاميشن كتيره معاه. عشان كده بنقول ان معظم الانفكشن الموجوده من الجرافت دي بتكون معظمها بكتيريميك انفكشن من البكتيريا او نون بكتيريك انفكشن، معظم او من نوع الانفكشن بيكون فيها هي ستافيلوكوكال ايه اورجانيزم. التريتمنت للانفكشن ايه؟ طبعا زي ما احنا دكتور طارق اتكلم، اول جود اوبزرفيشن كويس، جود نوتيفيكيشن للفيزيشن على طول سريعا، ادي انتي بيوتيك مظبوط في جرعه مظبوطه تغطي لي جرام نيجاتيف وجرام موزيف للاورجانيزمز، لازم اعمل كلتشر وسنسيتيفيتي كويس، اخد مسحه من الجرافت والاكسوديتس الخارج من البص الخارج ومن ومزرعه للدم ومن النيدل بتاعه الانسرشن، ده كله بعمله نتيجه المزرعه بتاعته على اساسها بدي البروبريت انتي بيوتيك المضاد الحيوي المناسب للمريض. طبعا ممكن اعمل درينج، اعمل انسجن ودرينج، يعني اعمل فتحه واعمل درينج اصفي الدرينج اللي هو الباسلز الموجود او الباس الاوكسيديت الترشيح اللي خارج ده اعمله درينج، عشان ما ينفعش اسيب الباس في مكانه، ده هيعمل ملتبلاي للبكتيريا ويزود الانفكشن ريت عند المريض. طيب بالنسبه للاكستنسيف انفكشن، لو كان الانفكشن دخلت في البلاد ستريم لازم انا ادي كورس انتيبيوتيك كويس واعمل ريسكشن وديبريدمنت، يعني ايه اشيل بقى ايه الجرافت دي خالص وغيرها في مكان تاني عشان وجودها نفسه هيبقى سورس للانفكشن ودخل البيشنت ده في مور سبتسيميا اكتر. قالك المينيمم او الرينج بتاع الويت فتره اللي بدي فيها انتيبيوتيك من اسبوعين لاربعه للمريض، وعلى حسب زي ما احنا قلنا الكالتشر والسنسيتيفيتي اللي بعملها مع البيشنت من الجرافت. نيجي على البريفنشن انفكشن، اتكلمنا فيها في كلام في السابقه ان هنا لازم تكون دور النيرس والبيشنت مع بعض، ما ينفعش البيشنت لوحده ولا النيرس لوحدها، هما الاثنين طبعا ايه لازم هما الاثنين يشاركوا في الحفاظ على المريض والبيشنت بيحافظ على نفسه من الانفكشن. طبعا النيرس بتعمل ايه؟ بتعمل جود استريلايزيشن كويس لنفسها بالهاند ستيرايل هاند ووشنج والاسترايل تكنيك كويس مع المريض. البيشنت هو داخل الوحده لازم يعمل هاند ووشنج، يغسل ايده كويس، يعقم ايده كويس بالانتيسيبتيك سوليوشن، ان هو دايما ايه لما يروح البيت ولا في علامات انفكشن على مكان الجرافت يحط انتيبيوتيك عشان ايه يقلل علامات الانفكشن، ويبلغ طبعا فيزيشن لو هي ظاهره معاه بصوره اكبر. بعد كده الثرومبوزز، نيجي لتاني حاجه من الكومبليكيشن اللي هي الثرومبوزز اللي هي الجلطه الدمويه اللي بتحصل في الجرافت. طبعا قال لك ان هي ذا موست كومن كوز اوف فيلير ان ذا لونج تيرم، يعني ايه؟ يعني الثرومبوزز دي بتحصل مع فتره الغسيل فتره طويله وهي اللي بتؤدي الى المور كومبليكيشن، وممكن نعمل تأدي المريض ان احنا نشيل الجرافت خالص عشان حصل فيها ماسيف ايه ثرومبوس، ده لو ما اتعالجتش بجراحه او بالتسليك او بالبالون او بالانتي كواجولانت ايجنت، ده كله ايه لازم ايه نخلي بالنا منه. طب الثرومبوز بتحصل ازاي للمريض؟ قال لك الثرومبوز بتحصل لما يكون في ستينوزز زي ما الدكتور طارق قال، لما يحصل فيه ضيق في اماكن لما الوصله الدمويه بتتركب بين شريان ووريد، في اماكن التوصيل من الشريان او الوريد ده ممكن يحصل فيه ضيق،
ولما البلط دي يزيد في مكان الجرافت وما يلاقيش في تصريف منه للفين فبيحصل فيه طبعا في هايبرتنشن، في فينوس هايبرتنشن على الجلسه، وبنلاقي ان في استنوزز ظاهره على الدرينج اللي خارج من الوريد. طبعا دي من ضمن الاسباب. ايه كمان في اللي بيخلي فيه ثرومبوس يحصل؟ ان في اوفر دايلسيس دهايدريشن وهايبوتنشن، يعني البيشن ده اثناء الجلسه لو ساحب كميه فلويد كتير فوق ال 2 كيلو ممكن تعدي 5 كيلو، ده طبعا دي ريسك للبيشن، ده هيعمل له هايبوتنشن وهيعمل له دهايدريشن. كل ما البلد الفولم بتاعه يقل وكمان الكثافه بتاعته تقل هيحصل فيه ستاجنيشن، يعني فيه ترسب كتير في الار بي سيز والبلد في مكان الجرافت، هتعمل لنا سماحيه لحدوث الايه الثرومبوس في مكان الجرافت، وده طبعا لازم نتفاداه مع المريض ونهني دي ارشادات ان هو المفروض ما يزيدش في كميه الفلويد في السحب على 2 كيلو في الجلسه عشان ايه نتفادى حدوث الثرومبوس. طيب ايه كمان من ضمن الاسباب اللي بتحصل ادي الثرومبوزز اللي هي عنده بوست كانوليشن كومبريشن؟ يعني ايه؟ يعني النيرس وهي بتعمل كومبريشن في مكان الريموفال بتاع النيدل وبتسحب النيدل لازم ما تعملش كومبريشن جابد عشان ما تقفلش الباد سبلاي اللي رايح للجرافت وتخلي وتساعد على حدوث الثرومبوس، تدي ايه تبقى في البريشر بتاعها تبقى ايه افكتيف، ولكن دون ايه ما نعملش كومبريشن جابد. طيب ده بالنسبه للايه للثرومبس، ودي ممكن تحصل في الجرافت نفسها في اليوم بتاع الجرافت او في اماكن الانستوموزس في اماكن اللي هي توصيل المكان بتاع الفين او الارتري الوصل للجرافت. ده نيجي بقى ده ساينس اوف الكلوتنج. طبعا لما حصل في كلوتنج في مكان الجرافت هيؤدي في اديما في تورم في ذراع المريض اللي في الجرافت ديت. طبعا انا مفروض اعمل له اسسمنت ازاي او افحصه ازاي؟ زي ما دكتور طارق قال هعمل شوف الاستريل، اشوف الزنه بتاعه الموجوده على الجرافت دي موجوده ولا لا، هل كفاءتها زي ما كان قبل كده ولا قلت ولا ما فيش خالص. كذلك الصوت بتاعها بسمعه بالسماعه، لقيت الصوت ضعيف الصوت مش مسموع يبقى برضه فيها ماسيف ثرومبوس. طيب في تورم زي ما احنا شايفين موجود، دي بتقول لي اكيدا ان في ثرومبوس موجوده نتيجه الاستنوزس اللي حاصل الضيق اللي حاصل في ايه في الجرافت. ده شكل بفيستوجرام شكل ثرومبوس موجوده اهيت بتوضح ان في ثرومبوس. ونيجي نشوف المانجمنت بتاعها تريتمنت، طبعا اما بتتعالج بجراحه او بالاندوفاسكولار مانجمنت، الجراحه اما هغير الجرافت دي لو او اما هدخل ببالون توسيع بالبالونه واركب دعامه عشان اعمل توسيع للمكان بتاع الايه الجرافت في ثرومبوس، او هدي انتي كواجولانت زي انتي بليتليت ايجنت عشان تدوب لي ايه الثرومبوس دي لو هي صغيره لو هي سمول ثرومبوس. لكن لو ماسيف ثرومبوس مش هتقدر بالايه بالانتي كواجولانت على طول، لازم نعمل لها بالون دايليتيشن توسيع بالبالون وتركيب ستنت. ده شكل الثرومبوس اهيت على الناحيه الشمال، وزي بدخل بالبالون وبعمل لها انفليشن بنفخ البالونه وبعد كده بركب عليها ستنت دعامه عشان تعمل انفليشن للمكان اللي فيه ثرومبوس للبيشنت. نيجي بعد كده لثالث تايب من الكومبليكيشن اللي هي السودو انوريزم، وبنقول ان بيحصل الانوريزم عموما الانوريزم بتحصل في الفيستولا اكتر، السودو انوريزم بيحصل في الجرافت اكتر. طبعا السودو انوريزم يعني ايه؟ سودو انوريزم يعني تمدد الوعاء الدموي اللي فيه الجرافت دوت بقد ايه سايز قد ايه باكتر من 1.5 مرتين عن الطبيعي اللي البيشنت عمل في ايه في العمليه. المفروض ما استناش ان هو يزيد عن 1.5 2 عشان كده هيعمل لنا ايه ممكن يعمل رابشر لو ما تلحقش مع البيشن. ده شكل الانوريزم هو دوت بالنسبه للفور ارم انوريزم، ده لوب لوب جرافت انوريزم، ده في الليج على الناحيه اليمين ده ليج جرافت فيها انوريزم. ده الصوره دي اللي هي بتوضح ان في مالتيبل انوريزم موجوده بالايه بالفيستولوجرام. طيب بالنسبه قال لك الفاسكولار اساس سودو انوريزم بتيجي من ايه؟ طبعا بتيجي اما تكون في بعمل اكسترافازيشن اوف ذا بلاد فروم بانشر سايت، يعني ايه؟
يعني الانوريزم ديت او سودو انوريزم بتحصل مع جنت ووز جرافت نتيجه انا بعمل بنكشر سايت في مكان واحد كل مره ما غيرهوش. وزي ما احنا قلنا البروتوكول في نيدل انزرشن لازم اسيب مسافه بين كل نيدل والمره الثانيه بتبعد على حوالي سنتي الا ربع او ربع انش عن المره عن ايه عن المكان الاولاني اللي انا عملته في المره السابقه للبيشن عشان ما ساعدش ان يحصل فيه كل شويه بنشر يعني وايدنينج للايه توسيع في مكان البنشر ديت وتحصل انها تعمل اوزنج وبليدنج وتزود لنا ايه حدوث الانوريزم للبيش. طيب قال لك هنا انا بعمل كنترول للسودو انوريزم دوت بايه لان لازم ايه اظبط النيدل انزرشن وانا لو في اوزنج حاصل وفي بليدنج حاصل بعمل له بايه ديجيتال بريشر في مكان النزيف او لو النزيف دوت ما توقفش بدخل بيشن ده في سيرجيكال ايه انترفينشن عشان اعمل ريسكشن للايه للانوريزم اشيل الانوريزم خالص. طيب بالنسبه للفورس انوريزم اللي هي سودو انوريزم زي ما احنا قلنا في الكلام بتيجي من بور نيدل تكنيك او من سيرجيكال تكنيك بور سيرجيكال تكنيك وهي اساسا دكتور بيعمل الجرافت البيشن عملها بطريقه غير صحيحه فدي بتدخل البيشنت في ايه في انوريزم اكتر. بنعالجها بايه؟ بنعالجها ان احنا بنعمل بليسمنت اوف شورت اللي هي بولي استيلين تترا فلور اللي هي عموما التوسيع بالبالون والدعامه واما بعمل حاجه اسمها بريدج جرافت ان انا بدخل جرافت جديده في مكان الجرافت القديمه عشان تاوفر كام عشان تبقى كوبري نعالج بيه المنطقه اللي فيها ايه الانوريزم دي. طيب زي ما احنا قلنا في الكلام بندخل بالجراحه امتى؟ لما تزيد الانوريزم دي في السايز بتاعها عن 1.5 ل 2 عن النورمال سايز بتاعها. ده شكل الدستراكشن اوف الجرافت نتيجه المالتيبل ايه انزرشن سايت في مكان واحد كل مره. لازم احنا قلنا بنغير المكان ما يبعد سنتي الا ربع عن الايه المره السابقه. ده شكل بعمل ايه استنت هنا للبيشنت بدخل بدعامه وبعمل ريليف للانوريزم. الناحيه الشمال دي لسه ما دخلتش بالستنت. الناحيه اليمين بتوضح ان خلاص في سايز قل نتيجه الانترفنشن اللي اتعمل للبيشنت. ده شكل تاني هنا على الناحيه الشمال ده الكوبري اللي بيتعمل بالنيو جرافت في مكان الايه السودو انوريزم. بالنسبه للجرافت رابشر اوف السودو انوريزم يعني السودو انوريزم دي عرضه بسهوله جدا ان يحصل فيها رابشر من البيشن زي ما الدكتور طارق قال زي البالونه لو عملت فيها نيدل انزرشن هتعمل ماسيف بليدنج وممكن تؤدي للدس للبيشن. عشان كده اخلي بالي لو هي بنفس المنظر شايني سكن وعليها علامات الانفكشن وعليها علامات اللي هي فيها السر موجوده عمري ايه ما اركب فيها نيدل خالص لازم يبلغ الفيزيشن على طول ويبلغ الطبيب الجراح ان هو الحاله دي محتاجه اذر انترفنشن عشان ايه اعمل ريبير للايه للانوريزم الموجوده دي. طيب بالنسبه للانديكيشن للريبير بتاع الانوريزم دوت انا بعمله امتى؟ لما يكون في ليميتد في كانوليشن سايت ليميتد يعني انا دايما خلاص ما عادش في اماكن اركب فيها نيدل انزرشن كل الاماكن دخلت فيها كتير وظهر معايا مالتيبل سمول سودو انوريزم لازم استعمل ايه ابدل الايه الجرافت ديت. كمان قال لك لو ببدل الجرافت دي او اعمل لها ريبير لما تكون في عندنا ديستراكشن للسكن يعني لما يكون في السكن الموجود عليها حصل له السر حصل له انفلاميشن وحصل له ساينس اوف جانجرين ده كده عمر ما واحد ايه يركب فيها خالص هنضطر نشيلها ونركب واحده جديده الجرافت. كمان الجرافت ديت بيكون علامات البين وسترومنج فيها يعني البيشن بيشتكي من الم شديد فيها وعماله تعمل بلسيشن نتيجه ان البلد خلاص اتجمع فيها بصوره كبيره وعلى وشك الانفجار ما استناش ان هي تبقى تنفجر المريض البيشن ده هيروح فيها في ساعتها لو ما تلحقش لان دي شريان بينزف وما ينفعش اعمل عليه كنترول الا لما في سريع نوديه المستشفى والامرجنسي على طول. طيب علامات الانفكشن كمان دي من ضمن الحاجات اللي معمل فيها ريبير للسودو انوريزم. وكان قال لك هنا دونت ايه انزرت كانوليشن ما عملش كانوليشن في المكان دوت خالص عشان ما سببش ماسيف هيموريج للمريض.
نيجي لاذر كومبليكيشن اللي هي فاسكولار ستيل سندروم، اللي هي طبعا الاسكيميا الموجوده في الليمب ديت، نتيجه اللي هي البيشنت ده قعد فتره كبيره يعمل دياليسز وما بيعملش اكسرسايز كويس للهاند، ولو هو كمان هو مريض سكر ده عرض اكتر لحدوث الستيل سندروم اللي هي علامات الاسكيميا في الليمب زي ما دكتور طارق قال، ليها سانو سيمتومز وليها دار هنا درجات، الدرجه الاولى بتاعتها ان هي بتكون في بيل وبلو، في طبعا هي شحوب وزرقان وساقعه دايما وموجود ليها مصحوبه بين او لا، الدرجه الثانيه من الستيل سندروم في الم موجود مع الحركه بتاعه الليمب او اثناء الدياليسز، الدرجه الثالثه من الستيل سندروم بيكون في بين اثناء الريست العادي للمريض، الدرجه الرابعه من الستيل سندروم هي بيحصل في السر بقى وفي نكروزز في للتشو، في جنجرين واضح زي ما شايفين في الصوره اللي فوق دي في الصابع اللي هي في جنجرين، ما استناش المريض ان هو يحصل كل العلامات دي زي ما الدكتور طارق قال لنا برضه ان احنا في اول حاجه حصل فيه كولدنس، حصل فيه بين اعمل ايه تبليغ للدكتور على طول عشان ندي اي انترفينشن يحسن البلاس سبلاي لايد المريض عشان ما يضطرش يحصل لها جنجرين بعد كده. ده شكل فورس جنجرين او فورس ديجري من الستيل سندروم هنا على ناحيه اليمين، طبعا بنتعالج بجراحه واعمل ريفاسكولاريزيشن، بصحح الاوعيه الدمويه موجوده في مكان الجرافت ديت، اما او نشيلها ونركب واحده ثانيه جديده غيرها على حسب الحاله الموجوده. نيجي بعد كده لاذر كومبليكيشن اللي هي الهيموراج، الهيموراج دي من دي اخطر الكومبليكيشن اللي ممكن ان المريض يتعرض ليها، طبعا دي تؤدي لحياه المريض، المريض اساسا كده كده عنده انيميا، ولو حصل فيه اوزنج بعد النيدل ريموفال او سمول بليدنج ده كله بيدخل المريض في ديكريز بلاس سبلاي ويدخله في مشاكل انا وفي غنى عنها للمريض. طبعا ممكن المريض يروح فيها يعمل صدن ديس لو عنده هايبوفوليميا جديد، طبعا زي ما دكتور حسين قال لنا لازم البيشن ده خلي باله هو على الماشين وايده مكشوفه اللي فيها النيدل انزرشن بتاعت الجرافت والاكسس، عشان البيشن ده لو النيدل اتسحبت لو انا ما ثبتهاش كويس بلاستر عليها وسحبت منه اللي هي بتودي الدم اللي هي الفينس هتسحب من الارتر وتودي على بره، البيشن ده على طول هيدخل في ايه كولابس وسفير هايبوتنشن وديس على طول. طبعا هنا الصوره اللي على الشمال اللي تحت دي بتوضح ان في هيماتوما حصلت نتيجه النزيف تحت الجلد الشديد الموجود. الهيموراج ممكن يحصل بعد العمليه ب 24 ساعه او بعد كده نتيجه ان السوشر الخياطه الموجوده للجرافت دي مش كانت سوشر دي كويس، ما كانش الدكتور ربطها كويس، فده ممكن تعمل بليدنج للبيشنت، ده بيسموه تكنيكال ايرور من العمليه. طبعا انا البيشن دوت اما يكون عنده اساسا بريدنج تندنسي عنده مشكله في كلوتنج تايم وبريدنج تايم لازم انا اعمله فحوصات كويس قبل العمليه وما ادخلوش الاوبريشن قبل ما اتاكد ان كل البارامترز بتاعته بتاعت الكلوتنج وبريدنج تايم في النورمال رينج واليوريميا بتاعته النورمال رينج العاديه، عشان برضو دي كلها عوامل بتساعد ان يحصل هيموراج للمريض. طبعا قال لك الكومبليكيشن كان بي مينيمايزد باي، انا ممكن اقلل الكومبليكيشن دي عن طريق انا في كبري اوبرتيف بريبريشن بحضر المريض قبل العمليه بعمل له كوركشن للانيميا بصحح الانيميا اللي عنده لو موجود سواء اقل من 10 ممكن ادي طبعا بدي ارثروبوتين هرمون او على حسب حاله المريض، او ممكن ادي في الحاله الشديده الانيميا بلاد ترانسفيوجن، طبعا بدي ار بي سيز فقط عشان ما اعليش الفوليوم بتاع المريض. بالنسبه هنا قال لك الليت هيموريج كان بي كومبليكيتد انوريزم، البيشن ده لو حصل له ليت هيموريج بعد العمليه بفتره كبيره انا المفروض اتحكم فيه ازاي؟ قال لك فيرم بريشر اوفر ذا بليدنج بوينت، انا بحط ايديا طبعا جلافد هاند ما بحطش ايديا مباشره بدون جلافز، البيشن ده معروف ان هو عنده فيرال لو هو عنده فيرال انفكشن او ما عندوش احط في حسبان كل المرضى عندهم انفكشن عشان ما تجيليش انا لا قدر الله انفكشن من التعامل مع المرضى وذ بلاد كونتاكت. طبعا اخذ احتياطي واعمل بريشر كويس في مكان البليدنج بوينت ديت. طبعا لازم ارفع ايد المريض ارفعها فوق ايه مستوى القلب واعمل بريشر كويس لمده ربع ساعه، لو النزيف ده ما توقفش لازم يروح على امرجنسي هوسبيتال على طول
وادخله في الاوبريشن عشان اوقف الايه البليدنج. نيجي نشوف من ضمن المشاكل الاخرى للجرافت اللي هي الاستينوزس. الاستينوزس ده اللي بيحصل في اماكن التوصيل للجرافت بالوريد او الشريان. زي ما احنا قلنا طبعا البلد مش هيقدر يسحب او يسحب او يريد تاني في المكان دوت، وتعمل انوريزم للبيشنت هنا هوت عشان في زياده للضغط البلد ايه في مكان الجرافت. قال لك طبعا اللي هي الاستينوزس ده موجود اكتر مع مرضى الجرافت عن الفيستولا. احنا بنركب الجرافت بتكون القطر بتاعها حوالي 6 مللي. طبعا ايه الضغط الزياده من الدم موجود في الجرافت دوت بيساعد على حدوث الانوريزم، ومع الوقت بيزود حدوث الثرومبس، وممكن تعمل ايه ماسيف بليدنج للبيشنت لو حصل لها رابشر. ده شكل الانوريزم برضو ثاني او الاستينوزس، شكل الاستينوزس في مكان الانستينوز في مكان توصيل الجرافت بالفين او الارتر. نيجي سنترال فين استينوزس. طبعا دوت في ضيق في مكان السنترال فين وعمل اديما في الابر لمب للبيشنت اهوت، تورم شديد في مكان في الذراع بتاعه. وشايفين الكونجيشن بتاع البلد ازاي موجود نتيجه ما فيش تصريف كويس للبلد من السنترال فين، فبيتعمل له تسليك للسنترال فين ونشوف المشكله فين مع طبيب الجراح هو اللي بيتعامل معاه. بعد كده السنترال فين ستينوزس، قال لك ان الستينوزس دوت ممكن قال بيحصل بعد البرزست لو هو اساسا دنه اكتر من اسبوعين مع البيشنت. لازم انا اخد في احتياطي ان انا اخلي بالي، انا اساسا دايما في على الجلسه بشوف الارتيريال بريشر والفينوس بريشر، لو هما زايدين بيوضح ان البلاد سبلاي او البلاد درينج اللي رايح للبيشنت مش واصل كويس للبيشنت وفي ستينوزس موجود. فده انا بخلي بالي ان ايه من النقطه ديت عشان ما يحصلش مور كومبليكيشن للبيشنت. انا بدخل بتوسيع في مكان الاستينوزس دوت وبعمل ستنت وبركب دعامه عشان اعمل ايه توسيع للسنترال فين واقلل الاديما اللي حاصله واعمل درينج كويس للايه للبلد الموجود في الليمب ده. ده شكل الارتيروفينوس جرافت سلفج. ممكن نركب دعامه في مكان الايه الجرافت عشان نحسن البلس سبلاي واعمل درينج كويس للاديما اللي كانت حاصله في الايه في الفيزز الموجود. نيجي لاذر ايه كومبليكيشن من ضمن المضاعفات الاخرى اللي هي الليمفوسيل اللي هي في دكتوره هاله. نعم دكتوره هاله. نعم يعني قربنا نخلص ولا لسه؟ قربنا يا دكتور والله. طيب يلا معلش يا دكتور. حاضر ماشي. بالنسبه للليمفوسيل هي تجمع السائل الليمفاوي نتيجه برضو ان حصل فيه مشكله في اثناء الجراحه في الايه في الليمفاتيك فيزلز. وده بتتعمل طبعا بتتعمل جراحيا ودي انتي بيوتيك للبيشنت. بالنسبه للجرافت رابشر طبعا زي ما احنا قلنا ما مش فيها نيد الانسرشن عشان ما يعملش رابشر للبيشنت. دي كان استدي اتعملت بتوضح ان معظم الكومبليكيشن اللي حاصله من الجرافت كانت هي بروكسيمال فين ستينوزس اكسس ثرومبوزس انفيكشن ستيل سيندروم بليدنج بيري جرافت سيروما وسودو انوريزم. ده استدي معموله في 2018 بتوضح ان لازم اعمل جود مانجمنت كويس وبروتكشن كويس للجرافت عشان اقلل الدمج اللي بيحصل للجرافت عن طريق ايه بروبر مانجمنت. اعمل لها مانجمنت كويس واعمل علاج ليها كويس في اول حدوث ليها. العنايه بالوصله الشريانيه الدمويه طبعا دي شريان حاله المريض. لازم ايه اخلي بالي اعمل لوك ولسن وفيل يعني ايه انظر كويس واعمل اسسمنت كويس، فحص ايد العيان واشوف اي علامات الكوميونيكيشن ظهر عليها من انفلاميشن ومن انفكشن ومن اي ريدنس وفي اي دامج للسكن، ولو في ساينس اوف جانجرين ده كله لازم اخده في الاعتبار وابلغ بيه الدكتور على طول. اسمع بالسماعه او ودني او العين يسمع بودنه هل الاكسس دي صوت البرو اللي فيها واضح ولا لا او السريل. بحس في مكان الجرافت السريل ديت واضحه ولا لا. افويد اللمبه بتاعت البيشنت اللي فيها جرافت ما نعملش فيها اي اكتيفيتي
زياده عن النورمال اكتيفيتي العاديه، ودي تبقى محفوظه لايه؟ للدياليسيس فقط، عشان نحافظ عليها اكتر فتره تكون كويسه وماشيه معاه في طول حياه المريض. بعد النيرسنج انترفنشن ده او كير للمريض، دايما اعمل اسسمنت للكومبليكيشن ظاهره معاه، واشوف اي سيمتومز ظاهره مع البيشنت، واعمل نيدل انزرشن كويس عشان ما اعملش انوريزم واعمل ديستراكشن للجرافت ديت. هنا بعض الحاجات دي من ضمن الحاجات كنت مدخلاها في الجاي بتاعي مع المرضى اللي داليسيس، ما ينامش على ايده اللي فيها الاكسس سايد دي، وما يلبسش حاجات ضيقه، ما يشيلش حاجات تقيله اكتر من 2.5 كيلو على الذراع اللي فيها الجرافت ديت، دايما يعمل عليها جس ويحسها كويس ويسمعها، ولو ايش في اشاره تكونت ما يشيلهاش عشان ما تعملش نزيف في مكان الجرافت والاكسس سايد. ما يخش طبعا فيها محاليل ولا ياخد فيها اي قياس للضغط، وما ياخدش فيها اي نيدل انزرشن خالص، ولا يسحب منها عينات، ولا ندي فيها ادويه، ولا ندي فيها اي في لاين. نعمل الهاند ووشنج كويس، ونغير مكان النيدل انزرشن مع المريض، ما يلبسش حاجات زي اساور او ساعات، واحنا بنعمل كومبريشن على المكان بتاعه الاكسس نيدل ديت، اديكم كومبريشن فقط، ولكن ما يكونش كومبريشن جامد عشان ما نقفلش بلاد سبلاي، ونعمل وما نعملش ثرومبوزز فيها زي ما احنا قلنا. نشيل الغيار ايه الموجود على الجرافت ده بعد اليوم التالي للدياليسيس، ولو فيها علامات انفلاميشن بنعمل لها كمادات دافيه، ونحط فيها انتي بيوتيك على حسب الدكتور ما بيقول. ده كده بالنسبه للايه نيرسنج انترفنشن والكير. طبعا احنا اتكلمنا في موضوعنا النهارده في الكومبليكيشن، تمول الانفكشن الثرومبوزز العدوى والجلطات الموجوده في الجرافت ديت، وتمدد الوعاء الدموي والستريس سندروم النزيف، الضيق الموجود، الضيق الموجود في السنترال فين، الليمفوسيل، تجمع السائل الليمفاوي، لو في ربشر حاصل فيها، ده كله اتناولنا في المحاضره. طبعا دور البيشنت مهم جدا ان هو يعرف يكير لنفسه ازاي، وازاي يخلي باله من العلامات والاعراض اللي تظهر على الليمب بتاعت الجرافت ديت، ايه هو يكتشف بنفسه ايه الابنورمال، الحاجات الغريبه اللي هي طرقت عليه، ويبلغ بيها على طول النيرس لو في الوحده او الدكتور بالتليفون. الفريق الطبي كله لازم يكون عنده درايه دايما بالمعلومات الجديده، ازاي يتعامل مع المريض، وازاي يكتشف الاعراض والعلامات بدري، وازاي ان هو يعمل كونسلتيشن او يعمل ريفيرال لاذر ايه سبيشاليست زي جراح الاوعيه الدمويه، والحاجات دي كلها لازم يكون دايما عندهم معلومات عن المريض، ويكون الفايل بتاع المريض معاهم دايما، كل الداتا اللي موجوده بتاعته عندهم عشان يقدروا يتعاملوا معاه، يعرفوا الهيستوري بتاعه، هل هو كان مريض هايبرتنشن، مريض دياليسيز، قصدي دايابيتس، كاردياك بيشنت، عنده اي مشاكل كرونيك ديزيز يعرفوا عليها، ويعملوا انترفنشن كويس للحاله الخاصه بتاعه المريض. واتمنى باذن الله تكون المحاضره افادت حضراتكم ببعض المعلومات عن الجرافت كومبليكيشن. شكرا لحضراتكم. شكرا شكرا دكتوره هاله على المحاضره المستفيضه جدا ديت، يعني ديتيلد برزنتيشن على الجرافت. طبعا احنا زي ما قلت دكتور طارق، احنا عندنا الريكومنديشن، سمعني يا دكتوره هاله؟ سمع حضرتك يا دكتور. احنا عندنا ريكومنديشن اتنشرت السنه اللي فاتت 2019 للفيستولا والجرافت، اللي هو فمن ضمن الفروقات ما بين الفيستولا والجرافت ان احنا قبل الجرافت بندي بري اوبرتيف انتي بايوتكس. الحاجه الثانيه متفق مع حضرتك تماما ان مده الكانوليشن، انا الفيستولا كنت بقول يعني شهر، اربع اسابيع، ثمان اسابيع، وما في حاجه اسمها تفكير في كانوليشن خلال اسبوعين من الفيستولا ابدا. لكن الجرافت اول ما يحصل ووند هيلينج ممكن استخدم، لكن التندنسي توارد 2 ويكس، يبقى افتر 2 ويكس اوف ذا جرافت فورميشن اقدر اعمل كانوليشن. طبعا الكير اوف ذا جرافت والافويدنس للكومبليكيشن ده شيء مهم جدا، افويدنس للثرومبوزس وللبليدنج. البليدنج طبعا انا في فرق ما بين البليدنج ده لو في عند الانيشيشن اوف ذا جرافت او الكرييشن وانا بعمله، او ان انا بغسل العيان من جرافت. طبعا زي ما انا قلت في التعليق برضو على الدكتور طارق ان عيان الرينال فيلير مش بالضروره بليدر، لكن كل ما كان انيميك كل ما هتوقع بليدنج اكتر، كل ما كان ان اديكويت دياليسيس هتوقع بليدنج اكتر. لكن البليدنج بقى هو مش المشكله، المشكله الرئيسيه دلوقتي في مرضى الغسيل هي الثرومبوز، وعشان كده الكوز اوف مورتاليتي بيبقى يا اما سريبرال يا كاردياك يا بالمونري، كلها ثرومبوتيك ايفنتس، والبليدنج بقى الفراكشن بتاعه قليل.
لكن طبعا قبل ما اركب الجرافت اراجع الميديكيشنز. ما ينفعش اركب جرافت والعيان ماشي على كومبينيشن وارفارين مثلا مع انتي بليتلت، صعبه. ما ينفعش يبقى ماشي على او يعني فيري كيرفول للميديكيشنز اللي ماشي عليها، لو بياخد انتي بليتلت كومبينيشن بيج هاي دوز من الاسبرين مع الكلوبيديجرين او بلافكس برضه العيان ده ممكن بليد. بعض الاكل ساعات بندي العيان فيش اويل كسبلمنت، فيش اويل ده ممكن يبقى كومبليكيتد بليدنج، فنخلي بالنا من هذه الاشياء. بالاضافه للكير اللي حضرتك قلتيه طبعا انا موافق عليه كله تماما. يمكن اهم نقطه حضرتك قلتها هي الجزء الاخير اللي حضرتك يعني ايه كلمتيه بسرعه كده، اللي هو النيرسينج كير. النيرسينج كير لان جزء كبير من الكلام اللي قلتيه في الكومبليكيشن ده ممكن ما يبقاش حتى فيزيشن او نيفرولوجيست كير، ده كومبينيشن ما بين النيفرولوجيست والباسبر سيرجن كير. فعشان كده الاكسس كير بقى فيه 5-6 اشخاص، البيشنت واحد فيهم ده في السنتر، وحواليه دايره كده البرايمري فيزيشن هو النيفرولوجيست اللي بيمر على البيشنت. وهو انا لو انا دكتور الكلى الصناعي واستقلنا مادتين العيان عنده جنجرين ده يبقى انا المفروض يتضرب بالبرطوشه يعني. لكن كويس ان يبقى انا اوير كتمريض بالنمنس بالكولدنس بالكلام ده كله، لان ده في صالح الادوكيشن ان جنرال، وممكن برضو يريز الاتنشن كلنا بنشتغل في فريق واحد. انا مش عاوز اكتر في كلامي علشان الوقت. هنبدا بالدكتور سعيد زي ما بدانا المره اللي فاتت، ثم الدكتور حمدي. دكتور سعيد اتفضل. شكرا دكتور حسين، شكرا للدكتوره محاضره ممتازه، دكتوره ممتازه المحاضره بشكرين. مش هطول عشان بس الوقت، هو نمره واحد بس بالنسبه لجزئيه الجرافت. طبعا هي الفكره، مش عاوز اقول كلمه ثقافه، هي المفروض تكون بوليسي في العمل يعني عشان نكون صريحين. انت من خبرتك يا دكتور حسين بعد اذنك، كام فاسكولار سيرجن بيبعت لك يقول لك يدي لك مابنج للجرافت اللي هو عمله؟ هل بيحصل؟ هو طبعا بيحصل، لان احنا معانا هنا احنا محظوظين في المنصوره عندنا كوكتيل من يعني مش كوكتيل يعني مش داعي اقول كوكتيل، عندنا عدد مش قليل لا باس به من اول الدكتور عميد الكليه الدكتور ايهاب سعد كان عميد الكليه السابق، مرورا لغايه الوقت الاستاف يعني الجيل الخامس المدرسين مساعدين وحاجات زي كده. فعندنا كتيره جدا فاسكولار سيرجن منتبهين. وبعدين اهم من الفاسكولار سيرجن، انا كان فلوس تبقى اورينتد. اذا كان ده يعني انا مثلا ما كان الدكتور ايهاب سعد بجيبه يقول معانا في كورسات الهيموداليسيس، كنت بجيبه لعده اهداف، ومن بعده طبعا الاساتذه اللي موجودين لغايه الدكتور حسام الوكيل وجميع الزملاء. تمام. كتيره جدا من ضمنها انه ما يهملش عيان الفيستولا، ما يهملش عيان الجراف. طبعا الفيستولا لان ما بيجي يعملوا لسه الباسكولار سيرجري يقول لك ده مهم ده مهم، عيان الفيستولا ده ممكن يبقى في الاخر والتريننج. لا، انا بقول له ده اهم من اي عمليه بتعملها، لان ده حياه المريض متوقفه في الباسكولار اكسس، واذا عملتها صح عمرها يطول. فبالتالي صح. ارجوك اعملها، عاوز تعملها انت فاخر لسه تعملها انت. الحاجه الثانيه، وده احد الكلام اللي احنا قلناه معاه ايامها كان عميد الكليه، لو هتسمح لحد يخش يجرب يخش يبدا التريننج، ده لابد يبقى اوبزرفنج اتليست 25 عمليه علشان اسمح له يمد ايده في القصه دي. انا يعني لان القصه زي ما قلنا انه الفيستولا تسوي لايف لايف لايف، والجرافت برضه نفس الكلام. وانا لو الفيستولا ضربت، احنا ما بنيجي نختار الفيستولا يمكن ما قلناش الكلام ده مع دكتور طارق، بختار الفيستل الاول وبعدين بنقل على البروكسيمال. لما بنقل على البروكسيمال ببقى عارف ان انا دلوقتي يعني بنقل المشكله كمان الهارت. وعاوز اقول جمله انه عيانين الغسيل كلهم تقريبا دون استثناء دلوقتي عندهم مشاكل كاردوفاسكولار سيستم، يعني في دول امريكا اكثر من 85% من الهيموداليس بيشنتس عندهم مشكله في الكاردوفاسكولار سيستم. لما اعمل كمان بروكسيمال فيستولا وتعمل هاي فوليوم يبقى الكميه ضخمه جدا، ده هتعمل عبء كبير جدا على الهارت وزاد هارت فيلر. فبالتالي وجود دكتور الكلى الفاهم ووجود دكتور الفاسكولار سيرجن الريسبكتد والسكيلفول، واهم من ده ومن ده الكلام اللي حضرتك بتشير اليه اللي هو المناخ العلمي اللي فيه كوميونيكيشن سكيلز. مش كل واحد بيشتغل في جزء منعزل، النيرس مع الفيزيشن مع الباسكولار سيرجن مع كله كومبلمنتري علشان العمليه تمشي. ما هو زي ما سعادتك قلت فعلا كلام صح. وباختصار هاكد على الكلام اللي قلناه في اول لقاء بالنسبه للنيرسنج، موضوع الباسكولار كوردينيتور
صعبة الكلمة صعبة شوية وهيعوز مكتب وهيعوز لوجيستي وهيكون طيب ايه نتغاضى عنه ازاي او نستبدله بايه؟ في ما يسمى الاكسس نيرس. نيرس انا باساين نيرس مسؤولة عن الباسكولار اكسس. دي تبقى الجوب ديسكريبشن بتاعها من A to Z كل الكوميونيكيشن ما بين الباسكولار سيرجون وما بيننا الجزئيه الماتيورنج ايه فيستولا هي بتتابع مر 6 اسابيع يبقى عندي 10 عيانين من 100 دول. خلي بالك يا دكتور حسين النهارده احنا عدينا 6 اسابيع برجاء فحص الفيستولا دي شوف لي ليه العيان ده بقاله 3 شهور خلي بالك ده عدى المراحل ديت ليه ديليت ماتوريشن. يبقى النيرس الاكسس نيرس دي هي المسؤوله من A to Z على قصه الاكسس. كلام محترم جدا كلام محترم جدا ان يبقى من داخل الوحده بدل ما يبقى الناس حاسه ان ما بتعملش حاجه. لا في ناس ماسكه انفكشن كنترول ناس اورينتد بالانيميا ناس اورينتد بالفاسفر. انا عامل كده في الوحده عندي بالسي كي دي ام بي دي كده الصايد لكل حاجه حاجه. رائع رائع. هناخد تعليق دكتور حمدي. شكرا يا دكتور سعيد انا معاك 1000%. دكتور حمدي جه اتفضل. شكرا جزيلا طبعا دكتور هلا على المحاضره المستفيضه. استأذنكم بس في ساعة تدركم كده استحملوني شوية. طبعا الحتة بتاعت الأكسس اللي اتكلم عليها الدكتور سعيد دي يعين حد الأكسس نيرس دي فكرة عظيمة جدا ورائعة يعني لو المان باور اللي موجود يسمح بيها يعني ان يبقى في عدد عشان تقدر تعمل كده ده يبقى شيء ممتاز. الموضوع برضو التعليق موضوع دكتور حسين لما قال البروكسيمال والديستال وان لازم نبتدي بالديستال وبعدين نروح للبروكسيمال. للأسف يا دكتور حسين في كتير من الفاسكولار سيرجنز ما بيعرفش يشتغل في الديستال فبيستسلم. حاجة تزعلني هو ممكن يقول الديستال ما ينفعش فهشتغل بروكسيمال لكن ان هو الديستال ينفع بيستسلم بيبقى بيستسهل وبياخد البروكسيمال. طبعا دي للاسف طبعا بيبقى نتائجها على الكارديو فاسكولار زي ما احنا عارفين مش كويس. برضو حضرتك علقت بحته في حاله حدوث كومبليكيشنز زي جنجرين والكلام ده يبقى المسؤولين عنها يستاهلوا الضرب. الحقيقه ناس كتير قوي تستاهل الضرب. في حاجه كنا بنعملها زمان مش عارف عايز اسالكم استشاركم اذا كانت لسه بتتعمل لغايه دلوقتي ولا لا. اي عيان يجي له انيوريزم مش بس لازم استنى لما يحصل له بليسترينج يعني يبقى بيلمع عشان اقول ده كده وصل لمرحله الخطر. مجرد ما يكون في انيوريزم بنبتدي بمزوره صغيره زي اللي بيقيسوا بيها الخياطين كده نلفها على دراع العيان ونقيس السيركمفرنس كل جلسه او كل اسبوع. زياده هذا السيركمفرنس معناته ان الانيوريزم ده بيعلى وانا مش واخد بالي. فالانكريزنج ان سايز ممكن كنا بنعمله او بنستنتجه بهذه الطريقه. ما اعرفش هل دي كانت طريقه قديمه من اخوكم ده قديمه شويه ولا في طريقه تانية. النقطه الثالثه هو النقطه بعد اذا حضرتك فاليد جدا وتتحط في الحسبان ودي من ضمن الايفالويشن الكلينيكال وطبعا هو من قواعد الجوده يعني حتى ده لو ما بيتعملش انا لو حاجه اقدر اعمل لها رقمي حاجه رقميه بقى افضل بدل ما اقول ايه الامبريشن كذا لا ده هي كانت دايمتر كذا بقى كذا فاقدر اعمل لها حتى ده نفس الكلام بنعمله اندايركت في الايكوكاردوجرام ما بنتابع ناس عندهم انيوريزم بقعد اقيس البتاع بقى كم سنتي امبيندنج رابشر ده ممكن يبقى او يعني وصل لمسافه معينه ممكن يبقى انديكيتنج ان اعمل بروفلاكتيك سيرجري بدل ما يحصل. فانا اعتقد ان هي فيري فاليد وانتليجنت وسمارت لكن احنا ما بنعملهاش يعني فتتحط في الحسبان. معناها بسيطه ومش محتاجه اكتر من شريط صغير تحس بيه مقنعه حتى لو مش مكتوبه وده كومبلمنتري للكلينيكال اكزامينيشن. النقطه اللي بعد كده موضوع رايي يعني انا ارى ان المحاضرات اللي تتقال للتمريض ليست مجالا لفرد العضلات. معلش خدوها مني بالبلدي كده يعني انا يهمني انا موافقك تماما وعشان كده اتمنى الجزء الاخير يتفرد له اكتر لان هو ده الجزء اللي هيقوم به التمريض بالظبط. يعني يهمني انه ياخد المعلومات اللي هيشتغل بيها الاساسيه ولو قليله ويطلع مستوعبها كويس. انا مش بدي له محاضره عشان اعقده واقول له معلوماتي قد ايه لانه مش مطلوب منه الحاجات دي صح. حاجه بقى مهمه
حاجه مهمه وهي مش مالهاش علاقه بالمحاضره بتاعت النهارده لكن نفسي اقولها الحقيقه. هو نقطه اداريه انا ارى وحاولت فيها وفشلت زمان، ان تمريض الكلى اللي بيتعب عليه قوي على ما يبقى فت، بيتعب عليه قوي، انا ارى انه المفروض لا يتبع مكتب التمريض في المستشفى. ارى انه زي التكنيشن الاشعه يتبع رئيس القسم الدكتور، ما يتبعش مكتب التمريض، لان مكتب التمريض ببساطه لا يدري شيء عن عمله وعن شغله. فانا رايي ان تمريض الكلى والشغلانه دي اسمها دياليسيس تكنيشن مفروض تبقى زي الراديولوجي تكنيشن، دي تبع الدكتور مش تبع التمريض. ده رايي شخصي وانا عارف انه هيهيج عليا ناس كتير. لا 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 خالص. هو بص انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن حضرتك لمست نقطه، ايه تعريف التكنيشن والنيرس؟ احنا هنا بنستخدم في الكير بتاع مصر كلمه نيرس عندنا هي تكنيشن بره، لان النيرس في الدياليسيس بره عددهم قليل جدا والتكنيشن هم الاكثر، فاحنا بنستخدم النيرس بديل للتكنيشن. التكنيشن عندنا مفهوم به الشخص اللي بيعمل ديسانفكشن وبيحرك المكنه من مكانها، لكن هو النيرسينج جوب اللي بتتعمل في حياه الغسيل عندنا هي التكنيشن بره. التكنيشن بالظبط، هي التكنيشن بره. الحاجه الثانيه، هو فعلا احنا يعني يمكن عندنا في مركز الكلى يا رب يدي الصحه للدكتور غنيم عملوا كويس قوي، بحيث انه في مكتب التمريض موجود، مديره التمريض، بس في النهايه هي بتخدم وليست معوقه. ده بالعكس ساعات بتنقذنا من مشاكل، لان صلاحياتها ان انا ممكن عندي ندره في التمريض. فانا ارى ايا كان الوضع الاداري اللي في المستشفى، لكن هو الهدف الرئيسي هو خدمه البيشنت، وانه مكتب التمريض وظيفته يذلل المشاكل، ما يصنعش مشاكل، هتلقى القصه فيري نايس. فاحنا عندنا احنا عندنا اهم تمريض في المستشفى هو تمريض العمليات وتمريض الغسيل، لان هما الاثنين حرفه مهنه. ودايما كان عندنا بعض التمريض الواحد يقول البرفورمانس بتاعهم وحش ومثلا يمشوا، الاقيها هي الهيد بتاعت مكان بره يعني مثلا فثروه قوميه. لا وتلاقي ان انت تعبت، يعني انت مسكت شويه تمريض تعبت عليهم قوي على ما بقوا فت، تيجي تفاجئ ان هم اتنقلوا راحوا اسم تاني. حرام. ودي رساله بقى اكملها على علشان بما ان البتاع ده يبقى مسجل، اتمنى من خريجي كليه التمريض عندنا في مصر ان هم يجتهدوا ويذاكروا، مش ان انا اخدت بكالوريوس يرمي بقى وخلاص وانا اشتغل رئيسه وكلام زي كده، او ان انا القرايه ملهاش لازمه. العلم كويس، وعشان كده حتى لو الدكتور هاله طولت شويه مش مشكله، انا يعني ايه يعني مسامح في الكلام ده، لكن انا هعرف الجوب بتاعتي الاساسيه، هكمل التعليم بتاعي. التمريض ساعات يعني انا ساعات بنزل من مجلات التمريض حاجات الاطباء يعني صعبه، يعني فيري ديفيكولت، لكن زي ما الدكتور حمدي بيقول الطبيب له وظيفه، الطبيب هو اللي بيعمل الكلينيكال اكزاميشن الفيستولا ومسؤول عنها. كويس قوي ان التمريض يبقى عارف الفيستولا دي شكلها ضعيف وهو عارفين، وساعات المريض يقول لك انا لا انا عاوز الست دي تركب له، مش عاوز الدكتور ده لانه هي ادرى بالفيستولا. فاحنا كلنا بنتعامل مع بعض. يمكن التمريض في مصر رائع جدا جدا جدا، عيبه انه ما بيقراش، وعشان كده لما بيجي يعمل انترفيو في السعوديه والخليج والكلام ده بتظلمه، لان هم بالام اس كيو والكلام ده بيجيب لك واحده تقول لك يس ونو، وبعد كده ما فيش كفاءه بالقدر المستطاع. فنكمل التكنيكال والسكيلز اللي بنتعلمها بشويه نوتس وشويه وارشادات وشويه، وبالاضافه اللي اتعلمناه في الكليه يعني ابديت خفيف يعني. وزي ما الدكتور حمدي قال فعلا خير الكلام ما قل ودل. ويا سلام بقى، يا سلام، يعني فكره جات لي دلوقتي وانا بتكلم مع حضرتك، يا سلام لو كليه التمريض تعمل تخصص اسمه دياليسيس. ليه لا؟ واحنا دلوقتي انت قدام حضرتك في الكاميرا اتنين، دكتور طارق شاكر ودكتوره هاله، الاثنين معاهم دراسات عليا في الغسيل، هما الاثنين تبع صح القسم اسمه تمريض وجراحه وبتاع حاجه زي كده، انا ما اعرفش التوصيف الاكاديمي للاقسام في كليه التمريض بالظبط، لكن التخصص الدقيق او رساله الماجستير والدكتوراه في شؤون الغسيل. فده حاجه كويسه ان بدا يبقى في حاجات زي كده عندنا، مثلا في كليه التمريض المنصوره على الاقل في اللقاء بتاع النهارده اثنين شغالين في هذا الكلام، ما كانش الكلام ده موجود قبل كده، فده حاجه تسعدني انا شخصيا. اخر حاجه بقى اختم بيها، انا برضو ارى بعيدا عن موضوع المحاضره، ارى ان دراسه الجوده الكواليتي والبيشنت سيفتي المفروض تكون موجوده اساسي في كليه الطب
وفي كلية التمريض قبل ما اي حد يتخرج يكون دارس كواليتي ودارس سيفتي. ده كلام ده رأي الكلام ده مفروغ منه، واعتقد ان هم عندهم كمان بيدوا دبلومات في الكلام ده، لكن هي للاسف ساعات بيبقى الشهادات مش مرتبطه بجوب ابلكيشن حقيقي. فهو بدا في الثقافه موجوده، يعني كان زمان ما كانش الثقافه خالص موجوده، الوقت الثقافه موجوده وبتطبق بس مش بنسب 100%. وانا عاوز بس يعني عشان ما نجلدش نفسنا ان اعظم الاماكن في الدنيا ما بيعملوا اوديتنج ما بيلقوش الناس بتطبق القواعد 100%، ما فيش حد، والا يبقى احنا ملائكه ماشيين على الارض. احنا بتهيألي ماشيين على الخط الـ 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 يعني الافضل. والدكتورة هالة عاوزة اتعلق علشان ناخد الاخر محاضرة، اتفضلي يا دكتورة هالة. هو بس يا دكتور نقطة صغيرة، ان الطلبة عندنا في كلية التمريض بيدرسوا الموضوعات بتاعتهم ستاندرد بالنسبة للموضوعات، ومن ضمنها النيرسنج كير، وبنعمل سكيل تشيك ليست ليهم وايتمز كده للتشيك ليست دي بيكون ستاندرد بنختبرهم عليها، سواء كلينيكال في المعمل او بنعملهم اكزامينشن اورال، ده كله كواليتي. يعني احنا بنتعامل معاهم بكواليتي ستاندرد في الادوكيشن، فبنتخرجوا طبعا بنديهم سكور على حسب الستاندرد بتاعهم اللي موجود معاهم. انا اقول لك على حاجه لطيفه جدا. في الوقت اللي رحت فيه جامعه هارفارد سنه 2008، اما كنت بروح الاي سي يو هناك عشان اشوف بيعملوا ازاي السي ار ار تي للعيانين في الاي سي يو، الاقي النيرس اللي ماسكه السي ار ار تي سيشن او اللي موجوده في الشيفت تروح تجيب الاوردر اللي الدكتور كتبه اللي الفيلو بتاع الكلى كتبه، وبعدين تبص يقول لك الباج اسمها كذا. هي ما عندهاش الا نوع واحد. كان بيعجبني القصه دي، هو نوع واحد اللي موجود في المستشفى، لكن تبص للاوردر وتبص على الباج، الاوردر والباج، ويمكن تجيب حد تاني هي باج واحده. ما بيتعود تتعامل زي كده، بالاضافه ان الماشين اللي بتشتغل عليها مميكانه بحيث بتشتغل اوتوماتيك فور سيفتي، بيبقى نسبه الخطا تقريبا تبقى زيرو. اذا اي تعامل مع دم او مع البيشنت بلاد او مع الفيزلز المفروض سواء انفكشن او تكنيكس او حاجات زي كده، انه التارجت بتاعنا توارد زيرو ايرور، يبقى يعني المفروض ما يبقاش فيه اخطاء. فبتطبيق قواعد الجوده والتشيك ليست تمشي عليها بحذافيرها، ده بيضمن. وبكل شويه بنعمل ريفاينمنت، يعني لو حصل مشكله نعمل لها روت كوز اناليسس، نعمل نشوف اسباب لماذا حدثت هذه المشكله او المصيبه، نتطرق بدورها كلها. احنا ما بنعملش مناخ للوم والعتاب والمشانق، لكن هو ان انا اقلل. انا كان عندي كفاءتي 2/10 بقت 4/10، ده تحسن عظيم جدا. لكن انا لو كنت 7/10 وبقيت 6/10 انا وحش. فهو كل واحد يحسن نفسه. انا بشكر الدكتور حمدي على تعليقات حضرتك. نقطه بس صغيره دكتور بعد اذن حضرتك، زي ما الدكتور اتفضل وقال ان لازم ندخل الاسسمنت كويس في النيرسينج انتر، يعني في نيرسينج كير، والنيرس زي ما بتعمل روتين فايتال ساينس للبيشنت كل شويه في قبل الجلسه وبعد الجلسه واثناء الجلسه. في قبل الجلسه برضو بتعمل اسسمنت للفيستولا وتعملها دوكيومنتيشن، تسجل السم سيمبتومز الظاهره على من البيشنت في الدوكيومنت بتاعها في الشيت بتاعها، يكون دايما هي ايه بتعمل لها كل جلسه اسسمنت ليها من ضمن الايه فايتال ساينس والاسسمنت الجنرال للبيشنت. انا بشكرك تدخل يعني في البوينت بتاع الاسسمنت. شكرا يا دكتور. دكتوره هلا شكرا جزيلا، سعيد جدا بوجودك معنا النهارده. انا سعيد يا دكتور، سعيد جدا بدكتور طارق والتنسيق بتاعه، اختيار جميل جدا، سعيد جدا باختيار دكتور طارق. شكرا يا دكتور طارق. دكتور طارق معانا ولا انا كنت شايفه؟ دكتور طارق معاك يا دكتور حسين. احنا اللي بنشكرك على الدعوه الكريمه يا باشا. انا باشا متشكر للتيم بتاعكم، وبالتالي مسك الختام بقى يعني، او نكمل المنظومه الثلاثيه اللي اتفقنا عليها، الفيستولا والجرافت والكاثتر. انا بقى يسعدني ويشرفني مس ساره، وبنتهز فرصه اللقاء النهارده. دكتوره هاله هي المشرف المساعد بتاعها، انا بنتهز الفرصه ديت، وان ان شاء الله بكره زي الوقت كده هنبقى بنشرب حاجه ساقعه ان شاء الله. على يعني مس ساره وجه يعني مشرف لوحده الغسيل بمستشفى منصوره الجامعي، وانا سعيد جدا بها لانها هي عندها مهارات التعليم، وبيشهد لها القاصي والداني وكل الناس اللي جم للتريننج بيشكروا مس ساره، وانا نفسي فيري ساتسفايد بمستواها. والكاثتر قبل ما هي تقول، احنا كدكاتره كلى المفروض نبقى اجينست الكاثتر، احنا بنكره الكاثتر لان الكاثتر بوابه للانفكشن وبوابه مورتاليتي،
لكن ساعات بنبقى مضطرين اليه. يعني الجماعه بتوع عين شمس لما عملوا سيرفي على 22,000 مريض غسيل الستارتنج ثرو باي كاثتر، وللاسف مش بيرمي كاثتر ده سنترال كاثتر كمان نسبته عاليه، انا مش عاوز اقول النسبه. الكلام ده برضو في امريكا ان سبب المورتاليتي في الدياليسيس بيشنتس في امريكا اكتر من اوروبا، درسوا الكلام ده من 10 سنين وقالوا ان الكاثتر يوز اكتر، فحطوا خطه انه بعام 2015 ثم 2020 ثم مش عارف ايه ننزل نسبه البدايه. يعني اليابان احسن، اليابان البدايه ب 80% بيبداوا بفيستلا، لكن معكوسه في امريكا ممكن يبقى رقم قليل جدا اللي بيبدا بعد كده، لان احنا عندنا الغسيل في حاجه اسمها انسيدنت دياليسيس وحاجه اسمها بريفالنت دياليسيس. انسيدنت يعني بدايه الغسيل، وبريفالنت العين خلاص انتظم على الغسيل. ففي كتير بيبدا بقسطره وبعد شويه يعمل فيستلا. لو احنا بنأدي خدمه ممتازه ومحترمه المفروض نبدا بالفيستر، الا اذا كان العيان حالته لا تسمح للفيستر. يعني في بعض البيشنت بنعمل لهم ايفالويشن نقول ده ما ينفعش معاه لا كاثتر، ما ينفعش لا فيستر ولا جرافت، فساعتها انا عاوز كده. لكن ان انا من الاول اهمل في موضوع الفيستر او الجرافت واستنى اما يجي شايلينه علشان بالمونري إديما وسيفير هايبركاليميا واقعد اركب قسطره فوق ولا قسطره تحت، انا كده يعني المفروض قلبنا يتقبض من الكاثتر. فلكن اما وان احنا مضطرين اليها، سواء ان العيان ما ينفعش يتعمل له فيستولا او ان هو جالي في كريتيكال سيتويشن او كان في فيستولا وجرافته ما عادش شغاله، فلازم نتعلم هاو تو تيك كير اوف ذا كاسترز، ايه المشاكل بتاعتها اند هاو تو افويد ذم. انا يسعدني وشرفني وجود مس ساره معايا، وانا هسيب المايك لمس ساره. اتفضل. شكرا دكتور حسين وشكرا لكل الموجودين النهارده. ان شاء الله اخر لاين في لقاء النهارده هو هنتكلم عن السنترال فينوس كاثيترز او اللي هي موداليسيز سنترال فينوس كاثيترز. ان شاء الله هنحاول نغطي اكتر من نقطه في عجاله يعني باذن الله. ايه هي انتدكشن بسيط عن الكاثيترز، ايه تايبز اوف كاثيترز، الانديكيشن ان انا ممكن اعرض المريض ان هو يحصل فيه امبلانتيشن للكاثيترز، البروس اند كونز او المميزات والعيوب بتاع الكاثيترز، وبعض الكومبليكيشنز ممكن تقابلنا. الحقيقه ان الكاثيترز يعني صاحبه سمعه سيئه بيننا احنا كتمريض كمان، يعني احنا ما نحبش ان احنا نتابع حالات مركبه كاثيترز نتيجه لان مشاكلها عاليه قوي، لانها صاحبه حظ وفير في المشاكل وفي الريت بتاع المشاكل كمان. بعض الجايد لاينز بتنصح ان دايما يكون عدد الحالات اللي بتستعمل الفينوس كاسترز او البريفالنت كيسز اللي بتستعمل الفينوس كاسترز المفروض ان يكون اقل من 10% من التوتال هيموداياليسيس بيشنت. مثلا في الولايات المتحده من سنه 98 لسنه 2002 زاد معدل الحالات اللي بتستعمل الفينوس كاسترز او البريفالنت بيشنت اللي بيستعملوا الفينوس كاثيترز من 19% ل 27%، ولكن رجع قل تاني بعد كده او حاليا وصل ل 18%. طبعا هي لها مشاكل كتيره جدا زي البكتريميا، بعد كده ممكن تعرض الحاله انه تحجز في المستشفيات والمورتاليتي ريت عالي معاها. ايه انواع الكاثيترز؟ انواع الكاثيتر لها تقسيمات كتيره، لكن اشهرهم هو الديوريشن اوف كاثيترز. يعني انا دايما بقسم الكاثيترز او بعمل كلاسيفيكيشن الكاثيترز على اساس شورت تيرم او لونج تيرم، اللي هي البيمب بيرميكاس مثلا والتمبراري كاثيترز. برضو ممكن تتقسم على حسب اللوكيشن اوف انسرجن في الانترنال جاجولار فين سواء كان رايت اور ليفت، ممكن في الفيمورال فينز برضو رايت اور ليفت، والسبكليفيان فين ويمكن ده اقلهم او دلوقتي عاد بينهى عن استخدامه او اخر لاين طبعا مستخدم. ممكن تاني التانيلد ان نون تانيلد كاثيترز او الكافد والنون كافد كاثيترز. احنا معانا صورتين بيوضحوا الفرق ما بين الكافد والنون كافد كاثيترز او التانيلد والنون تانيلد. يعني ايه تانيلد؟ يعني انا بجيب القسطره وبزرعها تقريبا في تراكت سبكتينوس تراكت تحت الجلد. سبكتينوس تراكت بيكون الاسفل الكافد كاستر بيكون فيها كاف صغيره قوي بتعمل فايبروزس مع السراوندينج تيشو او مع الخلايا المحيطه بحيث ان هي تعمل لي حاجتين، تعمل لي فيكسيشن تثبت لي القسطره، ثاني حاجه بتكون بارير بتكون حاجز ضد الانفكشن او مرور الانفكشن.
طبعا في هنا تقسيمات طبعا دي التيمبراري كاسيتورز ما فيش فيها الكف صغيره دايما بتكون ريجيد شويه او يعني ناشفه شويه عن البيرمننت كاتيتور. في بعض النقط بس عايزين نوضحها هنا في الصور دي, ده اسمه الهب لما عشان نتكلم عليه بعد كده يبقى عارفين ان ده الكاتيتر هب, ده الكلام والكلام بمكتوب عليه حاجه مهمه جدا او معلومه مهمه وهي البرايمنج فوليوم او اللوك فوليوم. يعني انا لما هقول ان انا هقفل قسطره في نهايه الجلسه بقد ايه الفوليوم دايما مكتوب على الكلام ده, وعلشان كده يعني اتس فيري امبورتنت ان انا اخد بالي من الفوليوم اللي بقى مكتوب على الكلام. وده طبعا الوينج بتاع الفيكسيشن اللي بيثبت بيه القسطره. ده شكل تاني للقسطره اثناء ما هي متركبه. برضو هنركز على نقطتين, ده الاكزيت سايت. يعني ايه الاكزيت سايت؟ ده الجزء طبعا جزء من القسطره بيبقى جوه الجسم مخفي انا ما بشوفوش, والجزء التاني بره الجسم. الجزء اللي بيخرج بتخرج فيه القسطره بره الجسم هو ده الاكزيت سايت. الانتري سايت هو بيكون الجزء اللي بتدخل فيه القسطره جوه الوريد, ده طبعا التانل. التانل ديت هي الجزء اللي بيبقى مزروع تحت الجلد مباشره وبيكون فيه القف. ده التيمبراري كاثيتر او القسطره المؤقته اللي ما بتقعدش تقريبا من اسبوعين لحد 4 أسابيع, مباشره بتبقى داخله على الوريد. طب امتى اقول ان الحاله دي تركب قسطره وامتى اقول ان هي ما تحتاجش؟ الحالات اللي بتحتاج القسطره دايما حالات الاي كي اي, حالات اللي بتحتاج ارجنت دايليسيس وما فيش فيها افيلبل اي في اكسس زي الفيستولا والجراف. حالات اللي عامله طبعا اي في اكسس وجاهزه بيه ولكنه مش ماتيور لسه, فبضطر ان انا اركب اي في عذرا سي في زي لحد ما يحصل ماتوريشن للاي في اكسس بتاعي. الحالات اللي اوريدي عندها ماتيورد اكسس ولكن اتعرض لكومبليكيشن, كومبليكيشن ممكن كتيره زي مثلا الانفلتريشن زي الانفكشن. انا محتاج ان انا رايح الفيستولا بتاعتي او الاي في اكسس بتاعي لفتره معينه, فبضطر ان انا اركب قسطره في الفتره دي. طيب السي في سي ايه مميزاتها ايه عيوبها؟ مميزاتها ان هي بتديني فرصه ان انا ادخل مباشره واركب جلسه, يعني وانس ان هي اتركبت ممكن ابدا جلسه على طول, مفيش فيه ماتوريشن بيريود, مفيش فيه فتره اسيبها علشان تكمل ان الفيستولا تبقى ماتيور, تبقى سهله التركيب وتركيب وان انا ممكن اعمل لها ريموفال في الوحده بتاعتي عندي, مفيش فيها مشكله بتنزرتد في الاوت بيشنت عادي اللي هي في الوحدات عندنا. في بعض الحالات بيحبوها علشان النيدل ستيكس, ما بيحبوش ان هم يتشكوا كتير, خصوصا بعض الحالات مثلا اللي بتبقى على شورت تيرم دياليسيس او اللي هي طبع على بلانينج فور ترانسبلانتيشن او ان هم مثلا هيزرعوا بعد فتره بسيطه, فبيفضلوا ان هم يبقوا قسطره عن ان هم يعملوا اي في اكسس. مشكلتها طبعا المشاكل الكبيره اللي ممكن تحصل معاها زي الانفكشن زي الديسفانكشن فيست ترومبوس فورميشن. الحالات دايما بتبقى معاها ليميتد شويه في بعض الديلي اكتيفيتيز زي السويمنج زي الباسنج. فمعنى كده ان السي في زي ممكن تكون لايف سيفنج ديفايس. طبعا في بعض الحالات اللي بتحتاج ارجنت دياليسيس السي في زي بتكون لايف سيفنج ديفايس بالنسبه لهم, لانها بتمكنني ان انا اغسل الحاله واشيل ارجنت كونديشن كان ممكن ياثر على حياه الحاله بتاعتي. كومبليكيشنز بتاعت السي في زي ممكن نقسمها لنوعين, ايميديت ده اثناء التركيب يعني وقت ما انا بركب القسطره نفسها ممكن تحصل معايا الكومبليكيشن دي. الكومبليكيشن ممكن تكون ايه؟ المفروض ان انا بدخل في فين, فانا ممكن ادخل في ارتري او ارتيريا بانكتشر وما ادخلش في فين, ودي بتحصل كتير مع الانترنال جاجولر ومع السابليفيا. ممكن يحصل حاجه من النيموثوركس هيموثوركس او اريثميا, دي ممكن تحصل مع النوعين دولت. ممكن يحصل في اير امبلزم اثناء التركيب او اثناء ريموفال اثناء التركيب طبعا, وممكن يحصل مع الفيمورال كاثيتر هيموراج او ريتروبوتينيال هيموراج. الديليت كومبليكيشنز وهي دي اللي تهمني انا كستاف غسيل, ودي اللي انا بتعامل معاها واللي ممكن بتعمل لي مشاكل اثناء الجلسات. اشهرهم هو الديسفانكشن ترومبوزس الانفكشن طبعا عدو القسطره الكبير, وممكن الاير امبوليزم. اول نوع عندنا هو الكاثيتر ديسفانكشن. يعني ايه ديسفانكشن؟ الكيدوكي جايد لاينز كانت عامله الكيدوكي عامله جايد لاينز للفاسكولار اكسس وعملت لها ابديتنج في 2019, عملت ابديت كمان للديفينيشن او التعريف القسطره. باختصار بسيط هو فشل القسطره ان هي تديني كميه الدم المناسبه ان انا احصل على جلسه بكفاءه مناسبه. طيب ممكن يكون لها علامات؟ طبعا الارتيريال بريشر بتاعي بيعلى او بيقل طبعا عن سالب 250 ممكن يوصل لسالب 300 على الجلسه. ممكن لو القسطره فيها ترومبس من جوه او جلطه سداها الفينوس بريشر بتاعي هيزيد. ممكن البلاد فلو او مش ممكن, هو فعلا البلاد فلو ريت بتاعي بيقل. اثناء ما انا بعمل برايمنج او بريبريشن للقسطره علشان اركب اوصل الجلسه بتاعتي بقى في صعوبه شويه ان انا اسحب بسرنجه بلاد من القسطره, او حتى ان انا اعمل لها فلاش بلاقي في ريزيستنس بلاقي في مقاومه وانا بضغط على القسطره او بضغط السلاين جوه القسطره.
ممكن برضو احتياجي ان انا اعكس اللاينات، ادخل الارتري في الفين والفين في الارتري اثناء الجلسة، ده من علامات الكاثيدرز فانكشن. وطبعا علامة تانية ان هو لما باجي اعمل اليوريا كليرانس بتاعي او كفاءة الجلسة بقى الكي تي اوفر في اقل من اللور ليميت بتاعنا المفروض ان احنا تارجت اللور اللي هو 1.2 او ان اليوريا ادكشن ريشيو بقى اقل من 65%. الكاثيتر ديسفانكشن مسؤول تقريبا عن 1/3 اوف تانلد كاثيتر ريموفال. يعني ايه؟ يعني ان هو مسؤول تقريبا تلت الاساطر اللي باخد فيها قرار ان انا بشيلها بيبقى سبب الكاثيتر ديسفانكشن. مش بس كده، ده ممكن يعرض لي انه يحصل فيه ريسيركيوليشن اثناء الجلسه، والريسيركيوليشن ده ممكن يعمل لي كفاءه او يقلل لي، او مش ممكن، هو فعلا بيقلل لي من كفاءه الجلسه بصوره كبيره. الكاثيتر ديسفانكشن ممكن يكون من نوعين، في الـ early CVZ dysfunction. يعني ايه early CVZ dysfunction؟ انا دكتور الاوعية ركب الكاثيتر بتاعتي او الفيرميكاس او whatever، once ان انا جيت اركب الحالة او اوصل الحالة اول جلسة حصل فيه dysfunction، حصل فيه ان الاسطرة بتاعتي ما ادتنيش كمية الدم المناسبة بتاعتي. عادة بيكون فيها سبب من الثلاث اسباب. اول حاجة ان الاسطرة نفسها متركبة في مكان غلط، التب بتاع الكاثيتر محطوطة مش في البوزيشن بتاعها، مش في الفين او مش في المكان المفروض تكون فيه. تاني حاجة ان ممكن يكون فيه already اصلا فيه venous stenosis او ضيق في الاوعية نتيجة تركيب اساطر قبل كده. تالت نقطة، ممكن يكون فيه ميكانيكال دامج حصل للاسطرة، الاسطرة بقى ملوية، في كومبريشن التانل نفسها، في اديمة فضغط على الاسطرة، اي حاجة ضغط على الاسطرة عاملة كومبريشن ممكن ان هي تقلل لي او تقفل اليومن او تقلل من اليومن فيقلل لي البلات فلو اللي جاي لي. الليت بقى ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل نتيجة انترالومينال ثرومبس، يعني ان في جلطة جوه اليومن او جوه المجرى بتاع الاسطره نفسه قفلالي الاسطره، ودي لا بتسحب في الحاله دي، لا بتسحب معايا ولا بتدي معايا. يعني امتى اعرف ان في لوك حاجه قافله الاسطره من جوه؟ اما يكون في ثرومبس جوه اليومن بتاع الاسطره، اما باجي اعمل تيست ليها في البدايه لا بتسحب ولا بتاخد معايا. التاني نقطه الفايبرين شيز، فايبرين شيز ده ما احنا شايفينه في الصوره، ده تقريبا بيبدا يتكون وانس ان الاسطره امبلانتد او اتزق او اتحطت جوه المريض او تركبت جوه المريض، ممكن يبدا يتكون من اللحظه دي. عاده ما بيبقاش سيمتوماتيك يعني، او عاده ما بيظهرش، ما بيبانش قوي الا اذا لو قفل لي البورت او قفل لي التب جزء من التب بتاع الاسطره. هنا بيبدا يعمل لي يمكن التاثير اللي احنا اللاين الاسطره ما بيسحبش دم خالص تقريبا، لو انت جيت تسحبي منه ما بيديكيش اي بلاد فلو، لكن لو انا جيت وديت فيه سلاين، السلاين بيدخل بسهوله جدا، الريدنجز بتاع الفينوس بريشر على الجلسه بيبقى كويس قوي. فده بيعمل لي حاجه اسمها البول ايفكت او البول فالف ايفكت، اللي هو تاثير ان انا لما بسحب ما بيدينيش حاجه، لكن لما باجي احقن بياخد كويس جدا، والبريشرز بتاعتي الريدنجز بتاعتها كويسه على الماكينه. ممكن يكون كمان في جلطه على جدار الوريد وحصل لها ادهيرنج او لزقت في الاسطره من طرف الاسطره او التيب بتاع الاسطره، ممكن توقف لي او تعمل لي كاثيتر ديسفانكشن، او لو حصل في ستنوزس جديد او ضيق في الاوعيه او في الوريد اللي متركب في الاسطره جديد بعد التركيب. طيب ايه اللي ممكن نعمله علشان خاطر ان انا اقلل او امنع الكاثيتر ديسفانكشن؟ عاده المانجمنت بتقسم لتو لاينز، بريفنشن وقائي ومانجمنت علاجي. البريفنشن عباره عن ايه؟ البريفنشن دوري انا ان انا لما اجي اعمل لوك للاسطره، او ما اجي اقفل على الاسطره، او ما اجي اسحب من الاسطره، اتبع او اتبع بروتوكول معين. مبدئيا ما ينفعش ان انا لما اجي اركب من الاسطره اسحب دم واسيبه من غير ما اعمل فلاشنج كويس. فتره الستاجنيت بلاد او الدم اللي بيبقى واقف في الاسطره فتره كفايه لحد ما انا ابدا الجلسه واسحب وارجع ارجع تاني، وده كتير مننا بيعمل الحركه دي، ممكن يعمل ثرومبس او يكون ثرومبس في اللحظه الصغيره دي، ممكن تقفل الاسطره بعد كده. تاني نقطة، ان انا لما اجي اعمل فلاشينج، اعمل فلاشينج بكمية مناسبة من 10 ل 20 سنتي، ما يكونش اقل من اقل من 10، ويكون جزء منهم او اول 10 بالبوشينج تكنيك اضغط. سوري دكتورة، تاني لو سمحتي من الاول. تاني ايه فهمت؟ الجزء ده؟ ايوة لو سمحتي. حاضر. الكاثيتر ديسفانكشن المانجمنت بتاعه بيتقسم لنوعين، او اي مانجمنت عامة بيتقسم لنوعين، البريفنشن الديلي كير بتاعتي اللي انا بعملها العادية. Once ان انا يعني من بعض المستيكس اللي التمريض ممكن بيعملها انه ممكن يسحب من الاسطره البلد ويرميه ويسيب الاسطره من دون فلاشينج، على اساس انه هو هيوصل الجلسه مباشره وخلاص اوريدي هيرجع مش هياخد منه وقت. لا، هو الفتره ديت ممكن تاخد منه دقيقتين ثلاثه، بلد واقف في قلب اللاينز من جوه ما بيتحركش طبعا، ممكن يعمل يكون في الفتره دي ثرومبس او جلطه ممكن تقفل لي الاسطره. طيب انا لما باجي اعمل الكير بتاعتي في البدايه، المفروض ان انا لما بسحب بلد وبرميه بعمل فلاشينج، الفلاشينج لازم يكون بكميه سلاين مناسبه، كميه السلاين دي المفروض ان هي بتكون حوالي من
من 10 ل 20 سنتي، و10 سنتي منهم على الاقل المفروض يكون بالبوشنج تكنيك بضغط، طبعا مش ضغط قوي ولكن مش ضغط ضعيف، يكون ضغط كفايه بحيث ان هو لو في اي حاجه ممكن تسلك مع البوشنج تكنيك دي. ثالث نقطه ممكن ان انا في البريفنشن برضو، ان انا وانا باجي اعمل لوك التقفيل الاسطره في نهايه الجلسه، تقفيل الاسطره في نهايه الجلسه برضو لازم يكون في فلاشينج، فلاشينج الاسطره برضو من 10 ل 20 سنتي، جزء منها في البوشنج تكنيك زي ما احنا متفقين. لازم الانتي كواجيليشن لوك بتاعي استعمله على حسب الكتوجيد لاينز، بتقول ان في نوعين او في مادتين ممكن نستعملهم. الموست كومن يوزد او اللي احنا بنستعمله اكتر عندنا هنا ممكن يكون الهيبرين، والهيبرين ممكن يكون تركيزه تقريبا 1000 وحده لكل مللت. يعني احنا لو بناخد امبول الهيبرين كل لاين تقريبا ممكن بياخد في المتوسط 2.5 سنتي، هيبقى تقريبا انا بحقن في كل لاين حوالي 2500 وحده في كل لاين من الهيبرين، او طبعا الصوديوم سيتريت بتركيز اقل من 5%. لوكينج سوليوشن مهم ولازم اخلي بالي منه كويس قوي. في بعض الاحيان ممكن في بعض الوحدات فيها امكانيات ان هي تعمل بروفيلاكتيك ثرومبوليتيك ايجنت، ان انا ادي احقن مره في الاسبوع وانس مانثلي، طبعا ده برضو من الكلوكي جايد لاينز او من الجايد لاينز الابديتد ليها في 2019، ان انا ممكن احقن اللي هو الثرومبوليتيك ايجنت او بعض مذبات الجلطات وانس ويكلي، مره واحده بس في الاسبوع، طبعا على حسب التريتمنت بروتوكول اللي محطوط عندي في الوحده انا بتبعه حذافيره ايا يكن هيكون ده موجود او غيره. طبعا الكاثتر لوك ده مهم بالهيبرين او الانتي كواجولانت، ده ما فيش في كلام. طبعا ممكن ادي ممكن يكون في تريتمنت بلان تاني بواسطه الناب بتاعي فارماكولوجيكال ثيرابي زي الانتي بليتليت الانتي كواجولانت وات ايفر، اكون مشيكه كويس او اكون متاكده ان البيشنت لو هو محطوط على التريتمنت بلان ديت اكون متاكده انه بيتبعها كويس وبياخدها كويس، واقفله اب النقطه ديت، يعني مش مره واحده ومرتين، لا انا احاول ان اقفله اب هل هو فعلا ماشي على التريتمنت بلان بتاعتي ولا لا. طيب في حاجات تانية لو حصلت اثناء الجلسه، ايه اللي ممكن انا اعمله اثناء الجلسه لو حصل ديسفانكشن او حصل ان الاسطره ما سحبتش معايا، ايه اللي انا ممكن اعمله في اللحظه دي؟ اول حاجه ان انا اعمل ريبوزيشن للبيشنت، يعني ايه؟ البيشنت لو هو قاعد ابدا ان انا اخلي الهيد بتاعته شويه اقل من مستوى جسمه. تاني نقطه ممكن نعمل فلاشنج برضو اثناء الجلسه عادي، حيث ان لو في اي ثرومبس صغيره او في اي حاجه عامله اوبستراكشن للويس باس واي ممكن ان انا اسلكها. اخر لاين هو غير محبذ بصراحه، هو ان انا اعمل ريفرسر لليونت، ان انا اوصل الارتري بالفينوس بتاع الكاثيتر والفينوس بتاع الجلسه بالارتري بتاع الكاثيتر، لان ده اوريدي كمان بينزل بكفاءه الجلسه اكتر ما اوريدي اصلا كفاءه الجلسه بتاع الاسطره بتبقى نوعيا اقل كتير من الاي في اكسس بتاعتي. بعد كده ممكن كمان ان انا لو كل اللاينز بتاعتي اللي انا بعملها النيرسينج لاينز الصغيره اللي انا بعملها على الجلسات ما نفعتش، هضطر ان انا نوتيفاي او ان انا ابلغ النايب اللي معايا بحيث انه ممكن يبدا ثرومبوليتيك ثيرابي او مذيبه الجلطات، ده لاين تاني. ممكن بعد كده بعض نعمل حاجه اسمها فايبرين شيث ديسربشن، ان انا بي انترفينشنال فاسكولار انترفينشن ممكن يعمل لي فايبرين شيث انترابشن، وعاده لو كل اللي فوق ما نجحوش ان هم يحاولوا انهم يحلوا لي الكاثيتر ديسفانكشن، عاده بيبقى اللاين الاخير هو ان انا هشيل الاسطره وهبدلها باسطره ثانيه. تاني حاجه الانفكشن. الانفكشن ده يعني يمكن انا فاكره كلمه دكتور حسين لما كان بيتكلم على ان هدفنا دايما في وحدات او في اي مكان في المستشفى هو زيرو انفكشن، يعني على الرغم انه صعب شويه ولكن المفروض ده يكون التارجت بتاعنا. انفكشن ده يعني العدو اللدود بتاع الاسطره، ده اكتر حاجه ممكن تخوف اي حد من الاسطره هو الانفكشن، لانه بس مش بيتركز على الاسطره، ده ممكن يبقى متاستاتيك ويتحول لاماكن تانية. عاده هي الاسطره معدل الانفكشن الخاص بيها اعلى كتير من الاي في اكسس والثانيه زي الفيستر والجرافت. طبعا ذا ليدنج كوز اوف كاثيتر لوس هو السبب الرئيسي في ان انا بفقد الاسطره بتاعتي بيكون دايما الانفكشن، عاده بيكون سببه او المصادر بتاعه الانفكشن يا اما الكونكتورز بتاعتي او الكاثيتر هابس، يعني ممكن اثناء الدايلس سيشن نفسها من البلاد لاينز، وممكن كمان من السكين سيرفيس او من الاكزيت سايد بتاعي يكون مدخل لانفكشن للاسطره. بيحصل على ثلاث مراحل او ثلاث اماكن زي ما احنا شايفين. اول حاجه الاكزيت سايت انفكشن، ده الاكزيت سايت انفكشن شايفين ان في ريدنس، ممكن يكون في تشارج، ممكن يكون في تندرنس، المريض اصلا ما بقاش متحمل انك تحط ايدك عليها او حتى انك تعقمي عليها او حتى تشيل دريسنج احيانا من عليها. تاني نقطه او تاني لاين في الانفكشن ممكن يكون التانل انفكشن، التانل اللي هو الجزء المزروع تحت الجلد ده قبل الانتري سايت اللي داخل على الوريد مباشره. التانل انفكشن الساينوس سنتر بتاعه ممكن يكون في سويلنج،
تندرنس، احيانا لو حطيت ايدك عليها هتلاقي سخن او هوتنس، ممكن يكون كمان من الاكزيت سايت معاه مصحوب معاه تشارج او بس. البلود ستريم انفكشن او الكاثتر ريليتد بلود ستريم انفكشن، الساينس سيمتوم ساعتها ممكن تبقى حاجه مايلد وممكن توصل لسيفير. اشهر ساينس سيمتوم ساعتها او اشهر عرض ممكن يجي بيه المريض اللي عنده انفكشن او بلود ستريم انفكشن هو الفيفر، تبقى اعلى من 38 درجه والتشيلز او رعشه معاه. برضو بعض الحالات ممكن تديفلوب سيبتيك سيمتومز اثناء بعد بدايه الجلسه على طول نتيجه ريليز بتاع الاندوتوكسينز او البكتيريا من القسطره. علشان كده مهم جدا 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 ان انا اسحب كميه مناسبه من الدم اندسكاردت، والسرنجه اللي انا سحبت بيها يا ريت ادسكاردت كمان. خلاص انا سحبت بالسرنجه ديت ارميها وارمي كميه الدم، مفيش داعي خالص ان انا اسحب بالسرنجه واجي اعمل فلاش واجي ارجع بيها اعمل بيها فلاشنج للصلاين من تاني. تمام، ممكن توصل كمان لحاله هيمودايناميك انستابيليتي. طيب هل في ريسك فاكتورز معينه تقول ان الحالات دولت او في حالات معينه عرضه عن غيرها ان يحصل فيه بلود ستريم كاستر ريليتد انفيكشن؟ اه طبعا، لو انا بركب القسطره وما استعملتش الماكسيمم بريكوشنز الاسيبتيك الماكسيمم بريكوشن الانفيكشن كنترول بتاعتي ما استعملتهاش كويس وانا بركب القسطره، بيشن ممكن يكون عرضه اكتر انه يدخل في بلود ستريم انفيكشن. ان انطاني دي كاثيتر معاها او اللي هي بنسميها القساطر المؤقته، دايما معدل القساطر الانفيكشن معاها اعلى عن غيرها. السايت اوف انسرشن يعني لو حد مركب قسطره فيمورال فبكون عارفه ان معدل الانفيكشن في المنطقه دي بيبقى اعلى كتير عن الانترنال جاجولار. طول فترة استخدام القسطرة يعني كل ما طول فترة الاستخدام كل ما كان عرضة أكتر إنه يحصل له infection. لو البيشنت كان experienced أو كان عنده previous episodes أو حصل له قبل كده bloodstream infection من القسطرة فعرضة تاني إنه يحصل له. أحياناً برضو nasal carriage of Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus دي أحياناً نوع من أنواع البكتيريا بتبقى موجودة بيبقى في ليها بعض البيشنت عندهم nasal carriage ليها دولت عرضة أكتر كمان إنه يدخلوا في catheter infection. diabetic patient, hypoallergenic, the patients اللي على recent surgery. طيب الانفكشن كذلك برضو line of treatment بتاعنا prevention و management. البريفنشن بتاعي يعني ال PPE او الماسك والجاون والستيل gloves. خلاص هي دي حاجات ما فيش فيها كلام، تقالي ان ده خلاص لاين واحنا عدينا. المفروض ان ده يعني واحد اتنين بيزكس في التعامل مع القسطره، ما فيش فيه جدال. البي بي اي المفروض ان هو ده اساسي معانا كلنا، وانا بركب قسطره وانا بغير قسطره وانا حتى بشيل على القسطره المفروض ان انا اكون واخده لابسه كل البي بي اي بتاعتي. تاني نقطه ان انا استعمل الاسيبتيك تكنيكس اثناء تركيب القسطره، ان يكون الجزء اللي انا هركب فيه القسطره استيرلايزد انف بشكل كبير، في ميتيكولس كير، في عنايه دقيقه جدا وانا بركب وانا بعمل كونكشن وانا بعمل ديسكونكشن وانا بعمل ريموفال. المفروض ان انا وانا بركب كمان يكون كل جسم المريض المحاوط تقريبا كفرد بستيرل بستيرل يعني اي كفرج الا الجزء اللي انا هركب فيه الجزء اللي هو القسطره بتاعتي هو ده اللي بقى اكسبوزد بس. ثاني نقطه ادريسنج تايب، ادريسنج تايب اند ريبليسمنت. الحقيقه هو مفيش وانا لما اجي معدل الدريسنج او ان انا امتى اغير على القسطره او كل قد ايه، مفيش جايد لاينز بعينها بتقول ان انا كل قد ايه، انما ممكن الكنديان سوسايتي اوف نيفولوجي قالت ان احنا ممكن نغير عليه كل جلسه. هايفر يعني التغيير عليه بيبقى ريليتيف، ممكن ان انت تغير عليه لو انت شايفه ان هو فيه باد ليك باد فيه هيمرج، لو لونه مش كويس، لو فيه قدره مش كويسه، لو فيه باس انت ممكن تغير عليه فريكوينت، بس يتم عن طريق ترين دايلسيس ستاف. يا ريت المريض ما يحاولش انه يخلي حد من الريليتيف بتوعه او من اي حد في البيت ان هو يغير له عليها. برضه دريسنج المفروض ان انا اعرف المريض انه ما يبلوش، ما يجيش عليه ميه، يحاول دايما انه يكيب دراي. ليه؟ لان احنا كنا واخدين زمان مثلا في قاعده انفكشن كنترول ان ويت اريا از ا جود ميديا فور مايكرو اورجانيزم. انت عايز تنمو بكتيريا عندك، عايز تنمو ميكروبات، خلي المنطقه دي رطبه دايما. ثالث نقطة على حسب بروتوكول بتاعي، ممكن أحيانا بعض الوحدات يكون عندها بروتوكول الأنتي ميكروبيال لوك، وطبعا كمان الأنتيبتيك سولوشنز. الكيدوكي جايد لاينز سنة 2019 والسي دي سي الاثنين في ستريس على نقطة استخدام الألكوهوليك بيست كلورهكسيدين، ده نوع من أنواع المعقمات وما كانش موجود أو كان في ألرجي عالية منه، ممكن إن أنا ألجأ للبوفيدون أيودين اللي هو البيتادين يعني مع الألكحول كسكند لاين أوف أنتيبتيك سولوشنز. topical antimicrobial agent او applications على حسب التريتمنت بروتوكول بتاع الوحده بتاعي والانتيميكروبيال لوك
برضو على حسب البروتوكول بتاعي اللي هتحطيه في الوحدة. CDC أو الـ Centers for Disease Control and Prevention حطيني كده guidelines مفروض إن الستاف بتاع الدياليسيس يكون ماشي عليها ويكون متابعها كويس جدا. أول نقطة surveillance and feedback، المفروض إن أنا كل شهر تقريبا بشوف معدل CBC infection اللي حصل عندي وأسجله كويس جدا وقارنه كمان بمعدلات تانية، معدلات عالمية علشان أشوف، أو المعدلات المسموح بيها علشان أشوف هل أنا فعلا الكير بتاعتي مظبوطه ولا لا، الكير بتاعتي حصل فيها اي خطا ولا لا. تاني حاجه الهاند هايجين، هاند هايجين الجزء المهمل دايما عندنا دايما في مصر تحديدا او في كل الوحدات، هاند هايجين دايما بنهمله، المفروض نتعامل هاند هايجين، المفروض ان المسؤولين او الادمنستريتيف بيرسونال اللي موجودين في الوحده يعملوا اوبزرفيشن مونثلي يشوفوا ان الستاف بتاعي بيعمل هاند هايجين ده كوركتلي ولا لا، الستبس اتعمل ولا لا، اتعمل في الابروبريت تايمينج ولا لا. ثالث نقطه الكاثيتر كير اوبزرفيشن برضو مونثلي، المفروض ان انا اشوف الستاف بتاعي ده بيعمل، اتابعه دايما في كل فتره واعمل ريكوردنج كل الكلام ده، هل بيفولو الاسيبتيك تكنيكس في الكاثيتر كير ولا لا، اثناء الكونكشن والديسكونكشن، اثناء الريموفال بيتبع كل البروتوكول بتاع الوحده في الكاثيتر كير ولا لا. الستاف ايديوكيشن، ودي نقطه مهمه قوي، الستاف education المفروض ان انا كحد موجود في الوحده اعمل staff education كل قد ايه، على حسب CDC ممكن من 6 ل 12 شهر، يعني من كل سنه تقريبا او كل 6 شهور اعمل ري education للstaff بتاعي، الناس بطبعها بتنسى. تاني حاجه ان انا ابون هايرنج الستاف اللي جاي لي جديد اخده، انا اللي اقول له، انا اللي اعلمه على الطرق المظبوطه، ازاي يعمل aseptic technique مظبوطه، ازاي انه يعمل catheter care مظبوطه، ازاي انه يلبس PPE بطريقه صح. طيب في جزء كمان احنا اتكلمنا ان قلنا ان هي منظومه، دكتور حسين قال ان هي منظومه، البيشنت انفولف البيشنت، اعمل له هيلث ادوكيشن مستمر، اعرفه انه المفروض ان هو ما يقربش من القسطره، ما يخليش اي حد يقرب له من القسطره، يا ريت يفضل دايما في مكان جاف، ما يحاولش يعرض نفسه للرطوبه، ما يحاولش يعرض نفسه للحراره عاليه بحيث انه يعرق، ما ياخدش شاور، لو يعني كان يعني لازم اول ياخد شاور كان لازم يحط حاجه ووتر بروف عليها بحيث ان هي تمنع الميه ان هي توصل لها. تكلمنا عن الكلوريكسيدين اد انتسيبتيك سوليوشنز، الكاثيتر هاب ديس انفيكشن جزء مهمل كبير مننا ما بيعملوش، دايما بلاقي الحالات خصوصا الريفيرد عندنا مثلا في الوحده من الطوارئ علشان يغير القسطره، اول حاجه عيني بتيجي على الكاثيتر هاب بلاقي فيه بلود كلوتس حواليه وشكله مش نظيف ومهمل جدا، وده طبعا مدخل رئيسي للانفيكشن، لازم ان انا اعمله ديس انفيكشن، اعمله سوكينج لاقل حاجه، سوكينج يعني احط حواليه شاش مثلا بكحول، شاش معقم بكحول طبعا، لمده 2 ل 3 دقيقه قبل ما ابدا استخدمه، ده يعني حاجه فاندمنتال، حاجه اساسيه المفروض ان انا ما اعديهاش بسهوله او اهملها بسهوله. والانتي ميكروبيال اوتمنت على حسب البروتوكول بتاعنا نستخدم ايه، وعلى حسب الكلينيشن او الدكتور اللي معاكي هيقول ايه. المانجمنت بروتوكول بيتحط برده من النايب، بس يعني نعرفه، اول حاجه الكالتشر، كالتشر ممكن تكون من نقطتين، بلاد كالتشر اند تيب كالتشر. تيب كالتشر بتتاخد من القسطره افتر ريموفال، البلاد كالتشر عاده بتتاخد من بروفرال فين، ولكن يعني احنا دايما بنقول ان احنا لازم نحافظ على الفينز بتاعتنا، لازم اكيب الفين دايما انتكت، ما احاولش ان انا يعني ان نيسيسري بلاد وذرول منها، او ان انا احاول ان انا اسحب منها بشكل غير ضروري، المفروض ان انا اتجنبه. ويعني الكيدوكي جايدلاينز برضو قالت ان احنا ممكن نستعمل او نسحب بودكارشن بود لاينز، طبعا باتفاق مع الناي بتاعك هترفعي الامر له، وممكن ان هو يحولها للبلاد لاينز، ما فيش مشكله. هبدا طبعا السيستميك انتبيوتيك للحاله على حسب البروتوكول بتاع الحاله، الانتبيوتيك لوكس، وممكن بعد كده يحصل في كاثر اكسشينج، الناي يقول ان احنا هنغيرها او ان احنا هنشيلها تماما، ده اخر لاين طبعا من المانجمنت. اخر كومبليكيشن معانا او اخر نقطه معانا، وهي الاير امبوليزم. عاده بيحصل الاير امبوليزم او ان هواء يدخل من القسطره للسنترال فينس، السنترال فين، عن طريق دايما عاده بيكون انجاجولار. امتى بيحصل؟ بيحصل في حاجتين، اثناء ريموفال وانا بشيل القسطره ممكن يحصل اير ليكينج، ونقطه ثانيه بتحصل مع نوع من الاساطير اللي هي الجاجولار كاثيترز اللي هي بتبقى متنيه في كيرف كده، عاده الكلامب بتاعك ممكن ان هو بدل ما يقفل كويس، احسن لو انت حاطه الكلامب على الكيرف ده ممكن ان هو يقفل بره اللاين، فما يقفلش على اللاين كويس واللاين ما يتقفلش، واحنا بنهمل عاده ان احنا نقفل القسطره او الكاثيتر هاب كويس، فممكن هو هنا مع الانهاليشن يدخل اير للحاله في لحظه زي ديت، ومواقف كتيره حصل بسبب نقطه زي دي الاير امبوليزم فيتال، المفروض ان انا اخلي بالي كويس جدا من النقطه زي دي. طبعا عشان البريفنشن هعمل ايه وانا بشيل القسطره؟ المفروض ان دماغ الحاله تكون داون او تحت،
trending position يعني. تاني حاجة ان انا اقول للبيشنت لا تكح ولا تاخد نفس كبير وانا بشيل لك الاسطرة. احط dressing مباشرة على طول وانا بشيل الاسطرة واعمل direct compression, tight and firm compression لفترة كافية, واسيب dressing على الاسطرة لحد فترة كافية برضو لحد ممكن تعدي بعد 24 ساعة ممكن هنا اشيلها. ودايما لو انا في ريسك لحاجه زي كده اسيب الحاله عندي تلت نص ساعه تقريبا بعد الكاثتر ريموفال علشان اتاكد ان البيشنت ده كويس. فاينلي الكوميونيكيشن بتحصل, وارد جدا ان تحصل مننا, المفروض ان انا اسعى ان انا امنعها, ان انا اعرف كويس قوي ايه هي اسبابها, وان انا دايما اكون احاول ان ما اخليش نفسي سبب في حدوث الكوميونيكيشن. شكرا جزيلا. طبعا انا بشكر, شكرا جزيلا مس ساره على العرض المتميز ده بصراحه يعني. لكن هقول برضو بعض التعليقات البسيطه اللي انا بحب برضو ان انا عارف الدور بتاع النيرس في عمليه الكاثتر كير. واهم نقطه قالتها مس ساره هو البريفنشن, لان البريفنشن او الوقايه هو خير دليل. وهي ذكرت نوع مهم اللي هو الانفكشن. انا فاكر اول ما بدات نيابتي كان معانا الدكتور نبيل حسن, كان هو السينيور, فكان فعلا البيشنت كفرد تماما, والفوطه والسرير والكلام ده كل ده متغطي بسترايل, فوط كلها معقمه بحيث الجاد واير اينما صار سير زي ما انت عاوز تسير يا جاد واير ما يلمش الا استرايل اريا. اوحش حاجه في الدنيا ممكن ابقى انا تكنيشن حلو قوي ايدي في الاسطره, طبعا اللي بركب هو الدكتور, ده مسؤوليه الفيزيشن هو بركب السنترال لاين مش مسؤوليه النيرس خالص. فانا بركب والجاد واير عمال يخبط في السرير وعمال يخبط في البتاع مش فطبعا انا ايدي كويس ركبت, بس يا فرحتي تاني يوم فيفر والأسطرة الشال. النقطة التانية اللي عاوز أقولها إن كل أسطرة لها كتالوج في التعامل. يعني النيرثنج كير لأسطرة ممكن الماتيريال بتاعتها ما ينفعش معها الكحول, ما ينفعش أحط سبيرتو وأنا بعمل ديسنفكشن للسكين والكلام ده, إن ممكن يبوظ ويعمل هول خرم في الأسطرة. الحاجة التانية وأنا بفض وبتاع لو لقيت أنا بعمل كده السرنجة طلع معايا هوا أبقى عارف إن في خرم في الأسطرة, أتنبه لهذا الكلام وأتعامل معها بحرص شديد جدا. الحاجة التانية كنت أنا بمر على التمريض لما بيجي تقفيل الأسطرة بعد جلسة الغسيل مش عاوز نقطة دم حمراء في الأسطرة. يعني بعد ما بحط الفلاشنج سواء هستخدم أنتيميكروبيال أو لوك ولا مش هستخدم, طبعا أنا ضد الأنتيبيوتيك لأن الأنتيبيوتيك هيعمل ريزيستنت أورجانيزم, لكن ممكن نستخدم الكاثر لوك اللي هي أنتيميكروبيال ديت مختلف عندي. لكن انا هعمل فلاشنج كل بورت كل خرم الاسطره اللي هو دبل يومن يقول لك ده 5 مللي ده 10 مللي ايا كان الحجم اللي بتاعه بقى معروف, ببيت فيه سلاين سواء انا بحط فيه حاجه تانية او لا, المهم السلاين يبقى شفاف تماما ما سيبش نقطه دم. ولا ساعات يعملوا ايه الوسوسه شغاله اسحب بعد ما يحن يسحب تاني اسحب تاني ليه, انا بقفل الاسطره وهي فاضيه شفافه تماما. فدي حاجات كلها يعني بسيطه وبتفرق بعد كده في اللونجيفيتي اوف ذا كاستر. في نقطه فاصله احنا دلوقتي بقى التندنسي في مرضى اللي هيغسلوا ويفضلوا على الغسيل على طول ان انا ما استخدمش تيمبوراري كاستر. الاسطره اللي انا بركبها وبعد اسبوع بشيلها ده والكلام ده مش اسطره غسيل, ممكن استخدمها في الغسيل لحالات الاكيوتينال فيلير, لان عيان الاكيوتينال فيلير انا يعني حاطط امل انه ان شاء الله هيبقى ريكفرد وان الكلى هتفوق واحتاج لغسيل جلسه ولا جلسين ولا اسبوع ولا اسبوعين. ومع ذلك احد المستشفيات المحترمه اللي موجوده في امريكا مثلا حاطين تشيك ليست زي ما مس ساره كان بتقول, وبيعلم معلم لو لقى سكور معين يقول لك لا ده اكيوت بس اعمل له كفض وتانل ديكاستر مش تيمبوراري كاستر. انسوا التفاصيل دي, لكن عيان الاكيوت تيمبوراري, عيان الكورونيك بيرمننت كاستر. بيرمننت كاستر يعنيها قفض وتنل عشان اقلل فرص الانفكشن. طبعا في فرق حرف واحد بس وهي قالته وسيبتك. كومبليت سيبتك تكنيك غير اسيبتك تكنيك. لو سيبتك تكنيك معناها انا اديت سيبسس
ونخلي بالنا انا بدأ قسطره وميكروب. القسطره دي قسطره بول ولا قسطره في طبعا الدم افتك واشد الاورجانيزم والبايوفيلم. البايوفيلم ما فيش حاجه بتاثر فيه. فابقى حريص جدا ان انا ما اعملش انترودكشن لاي ميكروب من القسطره واي تعامل مع القسطره يبقى بحذر شديد جدا، ولانه ممكن انا اجي اعمل مصلحه العيان اذيه جامد جدا. دكتور حمدي رافع ايده، هناخده الاول وبعدين دكتور سعيد. دكتور حمدي شكرا جزيلا مش ساره بصراحه المحاضره اكثر من رائعه. عندي بس كم كومنت. كان بالنسبه احنا قلنا ان انتشار الاساطر اللي من دول وان المرضى بتفضل الاساطر، الحقيقه فعلا دي حقيقه، وهي يمكن ناتجه برضو عن حته ان احنا في ناس كتير بتقول للعيان انت هتغسل وان شاء الله، يعني يقول له طب يا دكتور على طول، لا طب ان شاء الله الكلى تشتغل وادينا هنتابع وهنشوف. فهو بيبقى متخيل ان هو مفيش داعي يعمل فيستولا طالما القسطره دي ممكن تبقى فتره وتعدي يعني. فاعتقد ده البيشنت اديوكيشن مهم جدا ان احنا نفهمه يعني ايه قسطره ويعني ايه فيستولا وعيب دي وعيب دي، ويبقى عنده درايه كافيه وبعدين نبقى نسيبه يختار. ده كلام مهم جدا دكتور حمدي بيه، لدرجه ان انا مثلا في محاضره الايثكس اخلاقيات مهنه الغسيل او الاخلاقيات الطبيه في الغسيل عاوزين يشيلوا كلمه بيرمننت كاستر علشان يقولوا للعيان ما فيش حاجه اسمها كاستر، يعني لانه يقول لك ده بيرميكاس يبقى حاجه طبعا احسن في الانفكشن والكلام ده من التمبرال كاستر، لكن ما بلجأ لهاش الا ما يكون هي ديت اللي ما منش قادر على الفيستولا ولا الجرافت، لان كاستر تسوي هوسبيتاليزيشن يعني انا دخل العيان تسوي انفكشن تسوي مورتاليتي. تمام بالظبط كده. حاجه الثانيه موضوع ان الكير بتاع الكاستر وان العيان يحاول ما يبلهاش، ولو محتاج ياخد دش مثلا فيحط عليها حاجه. احنا بنقول حاجه ثانيه للعيان الحقيقه، ان لو انت عايز تاخد دش خد دش قبل الغسيل مباشره قبل ما تيجي من بيتكم كويس مباشره، بحيث ان هي يبقى حتى لو اتبلت يبقى هي هتتفك كده كده في خلال ساعه زمن يعني على ما يوصل لنا يعني. فخد الدش بتاعك قبل ميعاد الدياليسيس بساعه. ليا بقى سؤالين اتفضل يا باشا، برضه ما لهمش دعوه بالصحه الحقيقه. السؤال الاولاني، هل لما انا بزق سلاين عشان لو في ثرومبا صغيره تتسلك، اللي تسلكت دي هل ممكن تروح تعمل لي بالمونري امبوليزم؟ احنا طبعا بنخاف من القصه دي يا دكتور حمدي بيه، ويعني يمكن الواحد بقى حذر جدا لدرجه ان احنا عملنا بروتوكول ان قبل اي ريموفال لكاستر، يعني لا افرض العيان عندنا مثلا في القسم ولا في البتاع وعاوز اشتله السنترال لاين، السنترال لاين بنفضل يشال في اندر كومبليت مونيتورنج، يعني يا اما الاي سي يو يا اما مكان فيه امكانيات الاي سي يو. الحاجه الثانيه لو العيان في القسطره دي بقى لها مده طويله بنعمل ايكوكارديوجرام برضو، بنخاف من حكايه الثرومبس ولا ممكن الثرومبس تبقى ديتاتشد. وعندنا بعض الفيو كيسز ويمكن دكتور سعيد هيقول القصه دي، البنطلون ثرومبس، يعني ممكن القسطره يبقى في التب بتاعها لازق فيها ثرومبس، اجي اشيل القسطره بالميكانيك والتشير تنطلق دي وتعمل زي ما حضرتك بتقول كده. فعلشان كده بنعمل روتين ايكوكارديوجرام نشوف هل في ايفيدنس، يعني ده طبعا بيتوقف على السكيلز بتاع اللي هيعمل الترا ساوند للهارت. يعني انا شخصيا بعمل ايكوكارديوجرام معقول، يعني مش ممتاز قوي بس معقول، لكن ده الروتين اللي احنا بنعمله على الخوف من القصه دي. السؤال الثاني بقى حضرتك هو سؤال ما اعرفش يعني، لكن التمبوري كاستر لو تمبوري كاستر بنشيل، انا مفيش حاجه أيوة. مفيش حاجه اسمها تسليك لتمبرال كاستر والكلام ده، لكن البيرمنت كاستر اللي بقى فيها قف وبقى فيها طنل وفيها بتاع ده ممكن يبقى عرضه للقصص بتاعت اللي هي وساعتها بحتاج كولابوريشن مع الفاسكولار او ان انا احقن الثرومبوليتك ثيرابي او شوف لها بروتوكول بنمشي فيه. السؤال بقى هو يعني الدكتور سعيد مثلا احنا اشتغلنا مع بعض من زمن طويل يمكن يذكرني في هذا، ليه زمان من اكتر من 25 سنه كان بيبقى التمبوراري كاثيتر ممكن تعيش لغايه 6 شهور، البيرميكاف دي كانت بتقعد بالسنه ما يحصل لهاش حاجه، ليه اليومين دول بالذات
الانفكشن والابستراكشن بتاع البيرميكاز كتير قوي وبدري. انا مش فاهم ليه. لا هو زمان ما كانش كده. لا هو المفروض البيرميكاز هي البيرميكاز زمان زي النهارده، لكن التيمبوراري التيمبوراري فعلا سيئه جدا، لانه الريت اوف انفكشن والريت اوف كومبليكيشن عالي جدا جدا في التيمبوراري كاستر. فعشان كده احنا المفروض من يعني ما نعتنقش القصه. ومع ذلك نسبه كبيره جدا من العيانين في مصر وغير مصر ومعظم بتبدا الدياليسيس ثرو تيمبوراري كاست. فاضعف الايمان ان احنا يبقى نفسنا متضايقين ونستخدمها بالكير العنيف بتاعها. لكن التيمبوراري البيرمنت كاثتر المفروض زمان زي الوقت، ما فيش فرق. واعتقد مع تحسن الكاثتر لوك سواء بانتي ميكروبيال بس او انتي ميكروبيال وانتي كوجوليشن الدنيا بقت افضل في الكير. هو ده بترجع برضو الى الاماتوريتي في التعامل وعدم استخدام الستاندرد اوف كير. واعتقد اللي اجابته من ساره السي دي سي والتشيك ليست شود بي دون. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، مره حتى في البروتوكول بتاع الانسيرش العيان البوزيشن بتاعه والقسطره تخش ازاي والعيان لازم على مونيتور والاي سي جي مونيتور ده سواء بركب قسطره سواء بعمل بريكاو سنتيز او غيره. مره جالنا احد الناس بيركب وما بصش للمونيتور، قلت له انت كده انت جبتها بس صفر، لان انت السيفتي مقدمه، السيفتي هتعمل اريزما هتعمل كذا، لازم يا اما انت تبص يا تخلي المس اللي موجوده تبص على المونيتور عشان ساعات بيعملوا ادفانسمنت جامد او الجايد واير يلمس في الاندوثيليال سيرفيس يعمل مشكله. ولازم بعد تركيب القسطره لازم شيس بلين اكس راي عشان اشوف السايت فور ميديكوليجال بيربوسس. فانا عندي ستاندرد اوف كير للانسرشن، ستاندرد كير لان انا اشيل القسطره، واحنا عندنا في الستاندرد كير بتاع شيل القسطره لازم اخد التيب فور كلتشر، وفي للكير اثناء الجلسات. وزي ما حضرتك قلت لو هو ناوي ياخد دش يبقى ياخده قبل ما يجي، لان كده كده هعمل اكسبوجر وبعدين بنعمل ديس انفكشن بالستاندرد المكتوب. فالكلام ده كله كلام مهم. وبعدين ما ان حضرتك قلت الدكتور سعيد، يبقى الدكتور سعيد اتفضل. الدكتور سعيد شكرا. دكتور حمدي حضرتك شغال فين بالظبط؟ مستشفى ملك فيصل بمكه يا باشا. يا باشا ربنا يديك الصحه. حضرتك دخلت معانا مع الدكتور سمير، يعني فرصه سعيده جدا ودايما بتشرفنا يعني، ونسعد بتعليقاتك الجميله جدا. دكتور سعيد الله يحفظك. الله يخليك دكتور سعيد اتفضل. دكتور حمدي يا اخونا الفاضل، وده عمدتنا في مكه هناك وراجل من الناس الخبره انا بس يدعي لنا دكتور سعيد اهم حاجه. يتقالنا جميعا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله اتفضل. اكيد يا باشا اكيد. ربنا يخليك. تعليقك يا دكتور سعيد على ما الاول على الكلام اللي قاله الدكتور حمدي بالنسبه للسؤال اللي وجهه لك، وبعدين الكومنترز بتاعتك، وبعدين نقفل علشان الوقت. ماشي. بالنسبه للي قاله الدكتور حمدي بيه، انا اتفق مع سيادته تماما في القصه ديت. وهنا مدخل للكلام اللي هقوله لحضرتك بالنسبه لموضوع البيرميكات والتيمبرال يا دكتور حسين. فضل. يعني انا من حوالي اعتقد من حوالي اكتر من 10 سنين او كده القصه بدا يبقى في فيفر او الناس تبقى ان فيفر او في ريكومنديشنز ان يتركب في طبعا في الاند ستيشنال دي زي مين مش في الاكيوت ان يتركب بيرميكاس لاسباب معينه. اولا اقل انفكشن زي ما حضرتك قلت وزي مش ساره قالت طبعا وده معروف. ونمره 2 ان انا معمول لي باك اب، يعني باخد فورسيتي ان انا اعمل ماتوريشن اسيب، خصوصا ان غالبا احنا بنتاخر في الكرييشن بتاع الانفستور، فبدي فرصه لنفسي سواء بالذات لو كان عندي دايابيتك او الدرلي الماتوريشن يحصل براحتي شهر ونص شهرين اوكي. وما نشتحت ستريس الانفكشن بتاع التيمبرري كان. ولكن مش دايما الدنيا ابليكابل، ما هي طبعا لها كوست معين ولها بريكوشنز معينه ولازم باسكوار سيرجن وتاخد لسته وتاخد وقت. فلا اف ابليكابل الوقت حاليا دكتور سعيد بدا النفرولوجيست يركبوا البيرميكاث وبدا في بس انا بقول ايه، هو كويس ان النفرولوجيست يركبوا البيرميكاث، وفي بعض الاماكن في الهند وباكستان وغيره بيعملوا الفيستول. بيعملوها هنا في السناف بوكس او الديستال فيستول، لانه هو انت هتبقى محرق او على العين بتاعك والعين هيبقى معاك لازق فيك لو حصل كومبليكيشن والكلام ده كده، هتبقى انت هتبقى حريص على عمل ذا بيست. واعتقد في امريكا اللي هي ام التكنولوجيا في سنترز ران باي نفرولوجيست في الانترفنشن نفرولوجي في سوسايتي من سنه 2000 النفرولوجيست بداوا يتعمقوا من ضمن الحاجات اللي بيعملوها البيرميكاث. تمام. فهواي نوت ان البيرميكاث تبقى شغلانه على الاقل تعمل لنا يعني تزود تخصص الكلى
وفي نفس الوقت يبقى احنا حريصين ان احنا نعمل الستاندرد اوف كير للبيشنت بتاعنا. اعتقد ده ممكن من خلال الجمعيه لها دور في القصه دي يا دكتور حسين. احنا عندنا بعض بعض البوكلتس الاماكن فيها الكلام ده يعني الدكتور زغلول جوده في عامل شغل كبير جدا وراح معانا اكتر من مكان يعني انا خدته معايا في الاوتريتش بروجرام هو راح لوحده وجاء عندنا في الصعيد وفي اماكن كتيره وفي غير وفي الدكتور تامر وحيد السعيد وفي ناس تانية يعني انترستد انترفينشن وزميلنا في القصر العيني برضو في كذا واحد يبقى بقى في انترست واعتقد عندنا برضو في المنصوره في بيبداوا يركبوا البرميكاث لكن زي ما انا قلت عاوز تركبها بحقها زي ما انا لسه بذكر الدكتور نبيل حسن انا الدكتور نبيل الحسن الكلام اللي بقوله لك ده كانت سنه 93 كان بيعلمني الكلام ده كان سنه 93 اهم حاجه اتعلمتها منه مش ازاي يخش في الوريد لا اتعلمت منه ازاي الجدول يبقى نظيف ازاي يبقى سيف تكنيك اهم بمليون مره اخش يا عم ده يعني في واحد ممكن يركب في الودان وفي الصابع وفي بتاع يعني في ناس حواه في تركيب يعني ربنا يعني هديلهم هي تالنت لكن اهم من التالنت انا مش عاوز تالنت البريكوشنز انا مش عاوز واحد يلعب بالبيضه والحجر انا عاوز واحد يمشي على ستاندرد حتى لو السكيلز بتاعته متوسطه الشان بس يمشي يساتسفي نيدز لان في ناس كانت حريفه ركب القسطره وتاني يوم العيان فيفرش ونخش المستشفى ونشوف انتيبيوتيك ولا نشيل القسطره وفي كلمه اذا كان في ميكروب موجود وفي كاستر انسى بقى الانتيبيوتيك ده هيجيب نتيجه يعني اشك في هذا تمام هاخد من كلامك السؤال الثاني والاخير بالنسبه لميس ساره طبعا اولا ميس ساره انا اكستريملي ساتسفايد بطريقتها وبعلمها وفعلا فيري هاي كاليبر ريلي يعني انا مش قادر اقول كلام اكتر من اللي قلته لك قبل كده فيها وهي ما شاء الله تستحق اكتر ان شاء الله بكره نبارك لها على الماجستير تحت اشراف الدكتوره هاله والفريق الكبير هناك في كليه التمريض ان شاء الله انا بعد اذن الدكتوره هاله ببارك لها من دلوقتي لا ما تقدرش يا باشا لا طبعا انا اكيد ساره ما شاء الله عليها شغلها كويس وهي اكسبيرينس كويس في شغلها وحتى الكتابه بتاعتها كويسه ودايما كانت ما ادام تحت اشراف لازم كويسه الدكتوره هاله طبعا شكرا يا دكتور ربنا يخليك الجزئيه الثانيه بقى بالنسبه للسامبلنج يا دكتور حسين بلاد سامبلنج أيوة. بالنسبه للكاستر ريليتد انفكشن سواء كريبسي او كلابسي او ايفر هي مس ساره قالت ان موضوع البريفرال فين اوبشنال وعشان ما نخربش الفينز وكلام من ده I think it is a must ان انا اخد من بريفرال فين وكلمه I think بس انا بقولها ethically يعني لكن it is a must ان احنا ناخد من بريفرال فين والسنترال فين من القسطره عشان نتاكد اذا كان ده حاجه من القسطره نفسها او كاستر ريليتد بكتيريميا ولا لا وما اعرفش تعليق حضرتك ايه انا موافقك وفي بروتوكول الكاستر ريليتد انفكشن سواء فور بريفنشن اند كذا وفي البروتوكول بنطبقه بحذافير واهم اهم من البروتوكول يعني انا مش هستنى ما تخرب ملطة وبقى عندي مالتي دراج ريزيستنت كاستر ريليتد انفكشن ويحصل لي بعد كده انفكتيف اندوكاردايتس ومشاكل كبيره جدا لا انا البريفنشن يعني انا مع علم التمريض والاول الصبر على الشغلانه وعمل انا احط هنا الدريسنج بشكل معين احط الانتي ميكروبيال في الكاستر لوك هذه يبقى الكلام ده كله يتعمل بدون لهوجه وبدون يعني شغل مش مظبوط انا يعني اعتقد حسين في وجود دكتور سعيد ودكتور حسين عشان نفرق كمان بين الترو انفكشن والكولونايزيشن تمام هنفرق ازاي اذا ما خدناش بريفرال لازم ناخد من البلاد كلشر لازم ناخد بريفرال في الاثر ارمى لازم الجزء لازم. الاخير بقى انا بس شود ادميت ان في وجود الاساتذه الافاضل والانستراكشنز اللي بيدوها للزملاء في التمريض وجود كاليبر زي مس ساره وباذن الله يكون في منها اكتر من واحده بس هي ما شاء الله متميزه جدا نستبشر خير ان امورها تمشي كويسه ان شاء الله شكرا دكتور حسين يا باشا ده من وجودك طبعا ذوقك انا بشكرك ونشكر دكتور حمدي طبعا دكتور حمدي يعني انا سعيد جدا بيه والله وسعيد بتشرفه لنا وتعليقاته دكتور حمدي خبره غير عاديه دكتور حسين والله فعلا دي حقيقه ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك دكتور حمدي انا طبعا باسمكم باسم الدكتور حمدي والدكتور سعيد والناس اللي كانوا معانا والناس اللي يسمعوا اليوتيوب بشكر الساده اللي اتحدثوا النهارده دكتور طارق شاكر مدرس كليه التمريض هنا في المنصوره شكرا جزيلا دكتور طارق بشكر دكتوره هاله محاضره قيمه جدا وشامله ومستفيضه وانا سعيد تاني وتالت بالجزء الاخير وده جزء مهم
لان احنا عشان الوقت احنا انا كنت بدي محاضره في امريكا مره على البلهارسيا وامراض وزرع الكلى. هم ما كانوش يعرفوا يعني ايش الشيزوما اصلا. قلت لهم ده عندنا مكتبات ومجلدات في الشيزوما. فجيت انا بتكلم على الشيزوما مع كيدني ترانسبلانتيشن، قلت لهم اهم حاجه البريفنشن، يعني في نهر بورتوريكو، ما بورتوريكو قريبين من يعني نفس البلهارسيا، عندهم بلهارسيا، يقول لك بيتكلموا لغه اسبانيه تقريبا، فكاتبين على على النهر ده، هنا النهر ده في بلهارسيا ما تنزلش فيه. فانا بعتبر ان الارشادات دهيت ممكن تكون اهم من علاج البلهارسيا. الدكتور عندنا كان دكتور في الوحده الصحيه زمان في بلدنا، جه بعد خطبه الجمعه يقول للناس ايه، لو شفت ابنك بينزل الترعه افتح لي دماغه وهتولي هخيطه، دماغه هيلم، لكن البلهارسيا لو دخلت في جسمه هنعمل لها ايه؟ فيبقى اذا البريفنشن هي خلاصتها، البريفنشن از بيتر ذان كيور. دي حقيقة. فده ما فيش فيها فصال. فشغلانه الكاثتر وشغلانه الفيستولا والجرافت، دور النيرس هو الالارم والكير، الارم اند كير، والالارم اند كير ده هو بوابه الايه، الحفاظ. صح هيبقى فيه كومبليكيشنز وهيبقى فيه مشاكل، بس بدل ما تبقى المشاكل نسيبها لغايه ما يجي جنجرين، ما نبدا بدري. يعني ده حاجه تحزن، بدل ما استنى ما الارم يبقى الايديما عامله كده، ما يبقى عندي ايديما كده، يبقى بدري، يبقى بلفت النظر وبعمل، يبقى الارم اند مونيتور اند كير. بشكر الدكتور طارق شاكر، بشكر الدكتوره هاله، مدرس الاثنين مدرسين في كليه التمريض في المنصوره، حاجه مشرفه. بشكر طبعا ساره، مس ساره طبعا عزيزه علينا انها شغاله معانا في وحده الكلى، بشكرها شكرا جزيلا، وان شاء الله بكره معاها في المناقشه علشان نسقف ونبارك ونهني. بشكركم جميعا، وان شاء الله هنرفع الفيديو على اليوتيوب، واشكركم والى اللقاء. شكرا شكرا يا فريد، شكرا، مع الف سلامه، مع السلامه، امان الله.